الاهلي يتعادل مع طلائع الجيش بدون اهداف والامور بتتصعب، ناقص 3 ماتشات والزمالك كسب فرق 4 نقط. اعتقد ان الامور بتتصعب جدا جدا جدا، ولكن احنا عندنا امل لحد اخر مباراه. هنعمل ايه؟ ده اللي حصل، مفيش قدامنا غير ان احنا نلعب لحد اخر مباراه والتوفيق من عند ربنا. كابتن علاء، التعادل طبعا غير مرضي وبيصعب الامور علينا. نتيجة محبطة جدا طبعا، والامور زيادة صعوبة. في بعض اخطاء احنا عملناها النهارده، لكن كمان في الاخر المباراة ياما تحس ان لا، ربنا مش راضي انك تكسب النهارده. يعني فيك اكتر من كورة طلعها محمد بسام يعني بعجوبة. لكن كان لازم اخلص المباراة بدري من بداية الشوط الاول، يعني حتى لو في عصبية واتفقنا على كده، كان واضح من اداء اللعيبة، اللعيب لو عصبي مش عارف يأدي، مش عارف حتى يسمع الكلام. لكن العصبية دي ضيعت لك وقت كتير قوي، دخلتك في اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير في التمركز. صح. اديت يعني انت ساعدت طلائع الجيش ان هم يطلعوا بالنتيجه دي. مظبوط. بطريقه لعبك انت. الكرات القليله قوي اللي وصلت محمد بسام على مدار الشوطين، بص وصلت ازاي يا ايمن؟ بالطريقه بتاعت النادي الاهلي، طريقه النادي الاهلي، طريقه لعب النادي الاهلي، اللعب على الاطراف، الكرات العرضيه متقنه، الضغط الهجومي كويس. ده اللي اعرفه انا، ده طريقه لعب النادي الاهلي. طول المباراه انت بتلعب بطريقه طلائع الجيش. صح. اللي هي اللعب الطويل اللي هو عايزه بسيوني، اللي هو ساعة ليه بسيوني ان هو يقفل القلب كويس قوي، وعنده 2 بيلعبوا كويس قوي دماغهم، وانت كمان سهلت الامور بالكور اللي هي مواجهه. يعني اي مدافع حتى لو ناشئ، يعني اسامه ماسك الناشئين، لو سالت اي ناشئ اسامه هيقول لك احسن حاجه بالنسبه لك مدافع الكوره اللي جايه انا شايفها صعبه ليك انت كمهاجم. سهل. وبالنسبه له سهله جدا، الكوره العاليه قوي اللي كان بسام بيطلع ياخدها دي. ما هي دي برضو ايمن، انت سهلت وبعدين الوقت بدا يضيع منك، وانت كل ما الوقت بيعدي انت بتتوتر زياده. صح. بتتوتر وانت متاكد ان المنافس بتاعك ما عندوش صعوبه في ماتشه. يعني ماتشه في المتناول. أيه. حتى لو اتاخر الفوز لكن في المتناول. أيه. هو انت عارف انك بتلعب فريق عريض جدا، مش عايز حاجه هو من الدوري، لكن هو عايز زي ما اتفقنا كلنا يظهر بمظهر كويس، ولعبك بطريقته. صح. ايوه، بس للاسف ان هو جابك لطريقته هو. ايوه، جريته انت في طريقته. انت جريته في طريقته هو، يعني ذكاء بسيوني ان انت ساعدته في طريقه لعبه، ان انت طريقه لعبك انت ساعد بسيوني كتير قوي. صح. كور كتير قوي مقطوعه، كور كتير قوي مشتركه، مع انك انت لو لعبت لعبك هتبعد عن حته انك تلعب كور مشتركه. وكان بيعتمد على ضغط على المهاجمين، ضغط على نص الملعب، بس انت دايما كل بتلعب كل كوره في حد في ظهر واحد، واحد في ظهر واحد، مش دايما مش عارف تلاقي محمد مجدي. محمد مجدي النهارده عمل غلطه برضو انا من وجهه نظري قلقتنا كتير، ان هو كان معلق كتير قوي، يا اما في راس حربه يا اما على الاطراف، وساب منطقته اللي هو بيجيد فيها، اللي هو كل المشاكل اللي دي ايمن كلنا متفقين في المباريات اللي فاتت ان بيحل لك المشاكل بتاع التكتل تحركات محمد مجدي في الثلث الاخير. أي. بس لما يكون بوشه، لكن مش بظهره. محمد مستلم بظهره بيقل كتير قوي، لكن طول محمد مجدي بوشه هيلاقي، هيعرف يتصرف. لكن دي برضو من الغلطات. الغلطه الوحيده النهارده والكبيره اللي وقع فيها كل اللعيبه، التوتر من اول دقيقه لاخر دقيقه، هي اللي ضاعت منك مباراه النهارده. لكن رغم كل اللي احنا عملناه النهارده، كان ممكن في كوره من الكوره الاخيره دي كنت ممكن تكسب المباراه وبسهوله على فكره. أي. لكن هي مباراه كانت عايزه هدف. يعني طبعا النتيجه مش عاجبه حد، لكن طول ما في مباريات وفي نقاط احنا مستمرين، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، لعيبه النادي الاهلي فعلا النهارده كانوا متوترين جدا 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 من بدايه المباراه، وده شفناه الشوط الاول، وزاد التوتر ده الشوط الثاني، وبالتالي اثر على الاداء الفني لجميع اللاعبين. ويمكن اعتقد اتنقل التوتر اللي جوه الملعب ده للتوتر بره الملعب. مظبوط. يعني يمكن اللي بيلعبوا يعني بثقه والاداء الطبيعي بتاعهم معلول، قفشه وان كان برضو سدد 2-3 من مسافه 40 و50 يارده في وسط زحمه كتير مش هتيجي جون، لكنه تحس برضو عنده ثقه. أي. نفس الشيء معلول ورامي ربيعه لما نزل، رامي أي. زود الناحيه الهجوميه، حتى بيطلع لنص، رغم ان هو قلب دفاع، بيطلع لنص الملعب، بيزود مع مجدي قفشه، لان احنا عملنا حاجه
سهلت الامور جدا لفرقه طلائع الجيش. انت الكور الطويله اللي بتتعلق جوه ال 18 دي اللي هي المواجهه دي ايمن تلجأ لها مثلا في دقيقه في دقيقتين صح. لكن انت من نص الشوط مدخل صلاح ومروان واجاييه وطاهر مش عارف هو فين، كلهم داخل ال 18 ده داخل ال 18 وسته سبعه حواليهم من فرقه طلائع الجيش ووراهم بسام، مره يمسك بسام مره احنا من الزحمه بندخل على بعض صح. يعني في كور لو مهاجم او اتنين لوحديهم هيحطها، لكن لما بيبقوا ثلاثه اربعه داخلين على بعض يعني انت عملت اسلوب. ده برضو جاي من ايه؟ من الاستعجال اللي احنا قلنا عليه في بدايه اللقاء أيه. كان في تحس صربعه شويه صح. يمكن الضغط اللي هم حاسينه ان فرق نقطتين وان الزمالك بيلعب في نفس الوقت مستعجلين قوي، ما بنلعبش اللعب اللي هو التنظيم الطبيعي شغل الاطراف باستثناء الطرف اللي كان فيه علي معلول الى حد كبير، فرغم ان هو برضو الشوط الثاني قل شويه لكن كان بيحاول. فانت سهلت على طلائع الجيش موضوع العدد الكبير اللي داخل ال 18 وكور طويله من نص الملعب ومن ورا على طول لداخل 18 كان بيستعامل معاها بسام بكل سهوله، وحتى الكورتين ثلاثه الخطر قوي اللي هي اجاييه لعب اللي عدت من دماغ اجاييه وفي واحده لعبها اعتقد صلاح محسن طلعها بسام، هم دول اللي تحس فيهم خطوره حقيقيه. لكن بعد كده الحلول كانت ضيقه، وبعدين انت المشكله عدى منك الشوط الاولاني ماشي ممكن جدا، انت مشكلتك ان ابتديت الشوط الثاني نايم جدا. يعني ابتديت الشوط الثاني كمان نايم جدا، انت عارف الحماس اللي انت كنت تلعب بيه في اخر 10 دقائق لو ابتديت بيه من بدايه الشوط الثاني، حتى كميات جري مش عايز اقول بدون تنظيم لانه لازم التنظيم هو اللي بيفرق في كره القدم، ولكن ما كانش فيه، انت ضيعت برضه حوالي 25 30 دقيقه من الشوط الثاني وابتديت تفكر اخر ربع ساعه و10 دقائق انك انت متعادل. ف يعني هقول الحمد لله، رغم كده كان ممكن نكسب لكن الحمد لله، وهي كره القدم كده، وان شاء الله ربنا يسهل الماتشات الجايه باذن الله. باذن الله. ربنا كابتن بلال، الامور ازدادت صعوبه بعد التعادل اليوم. طبعا انت يعني الامور اتصعبت من مباراه الاسماعيلي مش مباراه النهارده. يعني نسبه وتناسب، انت النهارده عندك بتلعب مين وهو بيلعب مين، هو بيلعب الانتاج الحربي، بيلعب سيراميكا كليوباترا، بيلعب النهارده وادي دجله، يعني الامور يعني الفرق في المتناول. يعني اي نعم الظروف صعبه، بيلعب فرقه برضو صعبه وبتحاول ان هي تصارع من اجل البقاء، لكن يعني ماتشات في المتناول يعني. اما ماتشات الاهلي كلها صعبه، ماتشات الاهلي النهارده طلائع الجيش، الماتش الجاي للمصري، الماتش اللي بعديه الجونه، ويمكن الاسهل فيهم او ممكن يكون بالحسابات برضو تمام ممكن يكون اسوان. تعادل النهارده يمكن انا بشوف ان الاهلي افتقد، هو اللي افتقد نقطتين النهارده في الماتش، يعني بيدي لا بيدي عمرو يعني زي ما بيقول. يعني انت النهارده اللي اضعت منك، النهارده الاهلي بيلعب بطريقه لعب مش دي طريقه لعب النادي الاهلي، انت متعود انك بتستحوذ، متعود انك بتبني هجمات، متعود ان انت ما بتلعبش على الكرات الطوليه الكرات العاليه، غيرت من السيستم ومن الستايل بتاع لعبك النهارده، فكانت دي النتيجه، وصلت للنتيجه اللي اتكلموا عليها الكباتن اللي نجح فيها باسيون ان هو يمتصك ليها او يجذبك ليها، العب كور طويله، فانا هو بيلعب باثنين سنتر باك ثابتين على واحد، الاثنين الباكين بتوعه تقريبا طول المباراه ما تقدموش تقريبا صح. يعني بنسبه 80 90% ما تقدموش، ما عدوش نص الملعب، فكانهم بيلعبوا اربعه سنتر باكس النهارده نادي طلع الجيش. وصلت انك تلعب زي ما هو عايز بالظبط، عايز يلعب كرات طويله وابتدي الصراعات العاليه بالزبط. مين هياخد حارس المرمى بياخد السكند بول قدامه، في اثنين لعيبه في نص الملعب بالنسبه له، عمرو السيسي دايما واقف قدام الاثنين السنتر باكس بتوعه، فعلى طول بياخد برضه السكند بول الاماميه، والثاني الجول بياخد بسام بياخد السكند بول الخلفيه. فخلاص النهارده غيرت من اسلوب لعبك النهارده. كابتن علاء يتكلم على مجدي قفشه وطريقه تحركاته في الملعب النهارده، ما كانش ليه التاثير القوي. المباراه اللي فاتت
بواليا، مجدي قفشه بيطلع طرف الاطراف. النهارده عندك مشكله كبيره جدا جدا في الاثنين الباكين بتوعك. النهارده اكرم توفيق وعلي معلول مشاكل كبيره جدا، عدم التقدم. انت بتلعب فرقه مع احترامنا الكامل ليها يعني كطلاع الجيش، ولكن فرقه يعني بتلعبك من نص الملعب. ايه الازمه اللي كانت موجوده عند لعيبه النادي الاهلي ان هم دايما يبقى احنا بنلعب في ال 45 متر التانيين؟ ايه المشكله لما ايمن اشرف وياسر ابراهيم يبقى دايما زقين لقدام؟ انت بتلعب في بدايه الماتش كنت بتلعب على عمرو جمال، عمرو جمال مش اللعيب الفاستر، عمرو جمال لعيب محطه، تمام؟ فما عندكش الازمه ان انت انك تلعب في 45 متر، ما تلعبش في 70 80 متر وتدي فرصه كبيره جدا انه يستلم الكوره ويبقى محطه ويستنى ويخرج احمد سمير من الناحيه دي ويخرج منسي من ناصر منسي من الناحيه الثانيه. طريق تغييرك لاسلوب لعبك النهارده هو اللي افقدك الجيم. صح. رقم اثنين التغييرات بتاعت مستر موسيماني. النهارده انت لو انت خلاص قررت انك تلعب بالشكل ده اللي هتلعب باللونج بول والدايركت اتاك، خلاص يبقى انا النهارده العب بولا وجنبي مروان محسن من بدايه الشوط الثاني واعتمد على اثنين عندهم اطوال وخلاص، ونزل اثنين ونزل اثنين عندهم سرعات مثلا صلاح محسن وتبتدي تشتغل بالستايل ده طالما انت هتعتمد على الكرات صحيح. الطوليه وهتعتمد على اللونج باس. تغيير الستايل صح. تغييرات كمان اللي انت عملتها النهارده ما كانتش موفقه، ادت في النتيجه ان انت بتلعب مباراه قدام طلائع الجيش ما عندكش فرصه حقيقيه قادر تصنعها. في فرص جت للنادي الاهلي، لكن انا بتكلم فرصه انت قدرت تصنعها بطريقه لعب النادي الاهلي، بطريقه لعب مستر موسيماني، طريقه لعب اللي هي الباص والريباس، باص تفتح على طرف الملعب تشتغل الكورسات العرضيه، يبقى في يبقى مجدي قفشه بيقرب من الفرودين، يبقى في تحرر كمان. النهارده برضو انا في لعيبه غص يعني النهارده في النادي الاهلي الحقيقه يعني ما كانتش موفقه. يعني انا النهارده كهربا ما شفتوش في الملعب كتير للاسف، يعني ما كانش موفق في ادائه، ما كانش موفق في حركاته، برضو دي تفرق. ماتشات صعبه جدا لا تحتمل ان واحد يكون بره الفورمه النهارده، لا تحتمل. والماتشات الصعبه كمان لا تحتمل المدرب يصبر على لعيب كتير. في ماتشات ممكن يعني انا افتكر ماتشات كابتن علاء موجود، كابتن اسامه واسامه، كان جوزيه بيغير من الدقيقه 30 مظبوط ومن الدقيقه 45 الماتش خلاص، هو اسلوب اللعب بيضطرك ان انت كمدير فني كابتن علاء انك تغير، خلاص لازم تغير. صحيح. في ماتشات زي النهارده كده لا تحتمل ان انا مثلا ابقي على لعيب في ملعب، لا ربما في واحده ممكن، لا النهارده في ماتش لازم كل النهارده يبقى كل الناس على درجه كبيره جدا من التركيز ومن التوفيق. في ماتشات احيانا بشد لعيب واحطه بره جنبي عشان مش موفق، مش يوم النهارده، انا شايف النهارده مش يوم في لعيب مش جاهز بدنيا برده واغير واعمل تغييرات. انت عندك خمس تغييرات ممكن من بدايه الشوط الاول من دقيقه 30 تبتدي انت كمدير فني كبير مستر موسيماني قاري الجيم النهارده. كهربا ملوش دور انزل صلاح محسن، العب بقى باثنين فراوده طالما انا هشتغل بالشكل ده ويبقى عندي فرص للتهديف. ممكن النهارده كنت العب بثلاثه فراوده صراحه، النهارده مش لازم يبقى اثنين على طرف الملعب وواحد، وادي فرصه لاثنين الباكين بتوعي هم اللي دايما يبقوا موجودين على طرف الملعب واحط خمسه في نص الملعب. انتظر الكرات العرضيه والعب على السكند بول انا كنادي اهلي. النهارده ما حصلش النهارده في الماتش، فكانت النتاج ان انت النهارده بتخسر نقطتين مهمين جدا في صراع الحصول على لقب الدوري العام. صحيح. كابتن اسامه، يمكن الكابتن بلال وكابتن علاء ميوب وكابتن اسامه كلموا على ان عبد الحليم بسيوني او فرقه طلائع الجيش قدرت تجرنا لاسلوب اللعب اللي هو يريحهم، لعب الكرات الطوليه، لعب الكرات العاليه، سهلت الماموريه على مدافعي طلائع الجيش، صعبت الماموريه على مهاجمي النادي الاهلي، وخصوصا بعد خروج بواليا. طالما زي ما كابتن بلال قال، طالما انت ابتديت تعتمد على الاسلوب دوت، يبقى على الاقل جنب بواليا نزل واحد تاني، يعني مثلا نزل مروان محسن طالما هو ده الفكر بتاع اسلوب اللعب الشوط الثاني. ولكن اللي حدث ان انت سهلت الامور على فرقه طلائع الجيش، ضيعت الشوط الثاني بدون هجمه خطر، حتى يعني زي ما قالوا الكباتن بنسبه كبيره ممكن تجيب منها هدف. كان اللعب عباره عن كرات طوليه، كرات عاليه جدا في المتناول، وده مش اسلوب لعب النادي الاهلي. بص يا كابتن ايمن، يعني قبل ما نتكلم عن اخطاء موسيماني، وبالفعل موسيماني النهارده اخطا خاصه في الشوط الثاني وفي التغييرات، في لعيبه النهارده مقصره، وهنقول النهارده اسباب تعود النادي الاهلي. لكن قبل ما نفند الاسباب، النهارده انا فين حقي كنادي اهلي النهارده وانا بلعب المباراه؟ صحيح. لما النهارده بتتكلم في تعادل في وقت حاسم في بطوله الدوري، ويبقى ليا هدف ملغي صحيح بنسبه 100%. مظبوط. يا ريت الاستاذ برجاوي يجيب لنا بس اللقطه
بتاعت الهدف اللي كابتن ابراهيم نور الدين ما راحش للفار ولا الفار استدعاء علشان نتكلم في النقطه دي. ماشي. علشان بس قبل ما نتكلم عن اخطاء موسيماني واخطاء لاعبي النادي الاهلي. النهارده الرجل الثابته اسلام جمال للاعب طلائع الجيش يا ريت تشيل الخط الازرق والاحمر كمان. النهارده الرجل اليمين الثابته على خط المرمى. الرجل الثانيه الشمال مفروده وداخل المرمى. مفروده كامله. كامله. النهارده كامله. وخلي بالك ايه اللي جاب الكوره برضو عشان نقول للساده المشاهدين. انت اخر حاجه في رجلك وش الرجل. اه. فانت رجلك كامله كامله دخلة. مفروده دخلة كاملة. ودخلة جوه الجول. اخر حاجه جبت بيها الكوره وش رجلك. ايوه. ده عدى الخط مسافه كمان. بص يا كابتن عشان تعرف ان النيه مبيته. النهارده لو ما تكون لعبه زي دي لازم النهارده يتوجب على حكم الفار انه يستدعي الكابتن ابراهيم نور الدين، ولازم اللعب يقف ولازم يشوف اللعبه بنفسه، ولازم دي اللي تستدعي ان انا واقف اللعب. النهارده تخيل لعبه زي دي هدف صحيح بنسبه 100% بعدها ب 20 ثانيه ولا 10 20 ثانيه ده 5 ثواني. قال لك اللعب يكمل وما وقفش ثانيه، قبلها كان في لعبه ركنيه وقف اللعب وقف حوالي دقيقه او دقيقتين وكابتن ابراهيم نور الدين وقف في نص الملعب خد اللقطه وخد الكاميرات وخد الشو بتاعه وما عرفناش هو قفل ايه المعتادين بتاعه. وبعد دي تيجي اللي بعدها لعبه دي وما تتحسبش النادي الاهلي. انا بقول لك ان هي مبيته ليه؟ النهارده بالكابتن ابراهيم نور الدين وحكم الفار لو استدعاه وراح عشان يشوف اللعبه واللعب وقف وخد دقيقتين ثلاثه هقول لك اه الراجل رجع للعبه وفي نيه سليمه، لكن باللعبه دي يبقى في نيه مبيته النهارده. معاك في دي، معاك النهارده ما انا بقول لك خلي بالك في نقط مهمه قبل ما اتكلم عن اخطاء موسيماني النهارده كانت موجوده. ايوه. اللي ادت للتعادل والنهارده كان في لعيبه مكسره في بدايه المباراه، لكن النهارده اديني حقي. النهارده تخيل بطوله دوري من اول مباراه في الدوري بتلاعب وادي دجله بتخلص بالتعادل وليها ركله الجزاء. ايوه. كل مباراه ليها ركله جزاء او هدف صحيح ملغي، وكمان المباريات اللي بكسبها بالثلاثة واربعة ليها هدف وهدفين ما تحسبوش. لا وكوره زي دي حتى لو في انت مش في احسن حالاتك انت ممكن تكسب بالجول ده. ما انا بقول لك النهارده يعني علشان النهارده احنا ما بنبررش النهارده يعني ضيع نقطتين يعني ممكن يكونوا هم سبب خساره الدوري النهارده. أيوه. او الامور اتصعبت بشكل كبير. أيوه. لكن قبل الامور دي كلها اديني حقي علشان النهارده لما ننتقد موسيماني وننتقد اللعيبه نقول ان عندنا في تقصير في الحته الفلانيه. برغم ده كله انت النهارده وكمان في لعبه تانية بتاعت اجاييه في الشوط الثاني الكره اللي اتعملت بالعرض وهو بيحط دماغه فيها واسلام جمال رافع رجله. أيوه. النهارده برده اتحسب السنه اللي فاتت ولا قبلها برده ركله جزاء لاحمد فتحي مشابهه لنفس اللعبه دي برده. أيوه. احنا هيكون معانا كابتن نصر عباس هيكلم في كل النواحي التحكيميه. النهارده لما بنتكلم بقى عن اخطاء موسيماني دايما الشوط الثاني هو ده الشوط اللي يخلي اللعيبه تفوق في الملعب. أيوه. يبقى عندك شراسه هجوميه. الشوط الثاني ما شفناش الموضوع ده. مظبوط. وانت النهارده بتقرب والمباراه كل دقيقه بتقرب اللعيبه بيبقى عليها ضغط. اللعب في الشوط الثاني بقى نمطي، النهارده بقت الكرات الطويله مش لعب النادي الاهلي، حسين الشحات من ناحيه اليمين وعلي معلول من ناحيه الشمال وبدانا نعمل الكرات الطويله. صحيح. مين قدام في ال 18؟ مروان محسن، هتلاقي صلاح محسن، طاهر محمد طاهر المفروض يلعب على الطرف دخل كمان في ال 18 فبقى عندك كسب. طب الكره الثانيه حتى اللي بتترد كانت لمين؟ مفيش حد. النهارده انت فقدت نص الملعب بخروج ديانج. الحاجه الثالثه اللي كانت مهمه لما يبقى عندك تكتلات دفاعيه ورا طلع الجيش بيلعب بالشكل ده، ايه الكره الصعبه اللي تيجي للمدافع؟ الكره اللي من على الجناب ان انا طبعا. اوصل طبعا. على الخط واعملها. النهارده ليه في استغلال موسيماني كان عمل تغيير قبل كده في مباريات كتير لما كان بيحط محمود وحيد وقدامه علي معلول وبيعمل جبهه، كان ممكن النهارده التغييره دي تجيب ثمارها لو محمود وحيد تحت وعلي معلول قدامه تعمل جبهه في المكان ده تقدر تشتغل فيها. صحيح. النهارده دي ما كانتش موجوده. النهارده كمان وانا قاعد بتفرج الروح بتاعه اللعيبه والوقت بيعدي دقيقه في دقيقه وخلاص بقى 10 دقايق بقى 5 دقايق بقى 3 دقايق مش شايف الروح القتاليه في الملعب. صح. ان انا عايز النهارده فاضل 5 دقايق والدوري ممكن يضيع، فدي ما حسيتهاش قوي بشكل كبير. اه يعني لعيبه النادي الاهلي لعبت موسم طويل اسعدت جمهور النادي الاهلي في وقت صعب جدا ببطولتين افريقيتين في وقت صعب في زمن قياسي في ثالث كاس عالم في بطوله سوبر افريقي في كاس مصر، لكن دايما جمهور النادي الاهلي طماع انك انت لما بتلعب على كل بطوله بتلعب علشان تاخدها، خاصه ان بطوله الدوري دي انا هرجع وكنت اكرر تاني ان من اسهل البطولات اللي كنت ممكن تاخدها خاصه انك انت في مباريات سهله كتير ضاعت مننا. يعني لما تخسر من المحله في المحله تخسر من سموحه تتعادل مع الجونه تتعادل مع البنك الاهلي رايح جاي
تتعادل النهارده مع طلائع الجيش بيراميدز الماتشين رايح جاي، فبالتالي يعني بالتعادلات والخساره دي يبقى الدوري كده مش حاببنا وهيبقى الامور فيها يعني صعوبه بشكل صعوبه جدا. طيب كابتن علاء، يمكن حضرتك خسرت التعادل النهارده في نقطتين، توتر وتسرع، انما تغيير اسلوب اللعب مثلا، هل ده كان نابع من ضغوط اللي على اللعيبه فده كان نابع من جوه اللعيبه نفسها، ولا ده مستر موسيماني هو اللي قال لهم تغيروا اسلوب اللعب ده الشوط الثاني؟ ما ينفعش يبقى نابع من اللعيبه من جوه. ان انت النادي الاهلي طريقه لعبك معروفه ما تغيرهاش خالص، ودايما كل تفوق لما بتبقى انت مستحوذ على الملعب بتبدا تلعب طريقتك. كان بيتكلم عليها اسامه واتكلم عليها بلال واتكلم عليها اسامه عرابي، دايما الاستحواذ، بتستعمل نص الملعب. انت النهارده ايمن لو جبت ملخص كده لحد دقيقه 95 انت لاغي حاجه اسمها نص ملعب بكوره طويله، انت بتلعب كوره طويله، التفوق كله عندك انت في نص ملعبك. ايوه نص ملعبك استحواذ، بعدين تلاقي محمد مجدي، محمد مجدي يبدا زي ما بقول لك انا بيستلم بيبقى راح بوشه، كل التحركات بتبقى صح بعد كده. النهارده اختصرت لعبك كله في كوره طويله، ويا ريت يا ريت الكوره عرضيه من على الاطراف، لا مش على الاطراف كمان. أيوة. عشان كده بقول لك السهوله النهارده كانت للجيش. ما ينفعش اللعيبه تلعب من دماغها كده خالص. وبعدين هو ليه النهارده انا هغير طريقتي كلاعب؟ ما ينفعش يعني، ده لسه من كام يوم لعب. ممكن يكون نتيجه التوتر والجول اتاخر. لا توتر، يا توتر ايمن، توتر من بدايه المباراه. انت متوتر من بدايه المباراه. لو لعبت متوتر وتحت ضغوط هتفقد كل حاجه، حتى لو موسيماني قايل لك العب بطريقه، انت متوتر فانت بره الجيم خلاص. أسوأ حاجه بتصيب لعيب الكوره التوتر والتعب. التوتر ما تعرفش تفكر، ولو تعبان مش هتعرف تفكر. عشان كده النهارده حاجات كتير قوي، يعني لو اللعيبه اتفرجت على المباراه دي هتقول مش احنا. أيوه. دي حقيقه والله. صح صح. لو لعيبه النادي الاهلي اتفرجت على المباراه دي النهارده مش اسلوبهم كلهم كده، ايه ده ولا لعيبه النادي الاهلي ولا اسلوب لعيبه النادي الاهلي. صحيح. غيرت اسلوبك تقبل اللي حصل. ومع هذا ولسه مصر على كلامي، كنت ممكن تكسب المباراه النهارده. طبعا كنت ممكن تكسبها النهارده، لكن انا دايما بتكلم ان احنا متفقين ومش متفقين، دي حقيقه. أي. انت اللي بتدير كل حاجه مع المنافس. يعني من امتى انت غيرت طريقه لعبك؟ انت اللي بتجبر المنافس هو يغير طريقه لعبه، مش المنافس يخليك تلعب بطريقه لعبه ابدا. بس انت غيرت ليه؟ عشان انت بتفكر انك عايز تكسب. أي. بتفكر ان في فريق الناحيه الثانيه بيلاعب مباراه زي ما كان بيكلم بلال في المتناول، بتفكر ان فريق طلائع الجيش لا فريق قوي وعنيد جدا طول عمره مع النادي الاهلي، طول عمر الجيش كده، طلائع الجيش كده. ممكن وانا لعيب جوه الملعب يا كابتن بفكر برضه في حاجه زي ما قال الكابتن اسامه، ان انا حاسس ان في ايادي خفيه مش عايزه تخلي النادي الاهلي يكسب، مش عايزه تخلي النادي الاهلي يمشي في المسار الطبيعي بتاعه. يعني حتى لو انت في اسوء حالاتك، هنقول النهارده ان احنا كنا في اسوء حالاتنا، هنقول ولو ان احنا ما كناش في اسوء حالاتنا، ولكن اسلوب اللعب اتغير بطريقه غريبه، انت كان ممكن تكسب الماتش. ولكن حتى الكور اللي بيبقى عليها كلام تلاقي عدم اهتمام مثلا من حكم المباراه، طبعا عدم اهتمام من الفار، طبعا هو يعني حاجه تخليك وانت لعيب برضو. الكوره اللي بيتكلم عليها اسامه اللي هي بتاعه الكوره اللي دخلت دي، هو كابتن ابراهيم بعيد عنها. حلوه يا كابتن، انا ما بتكلمش على كابتن ابراهيم دلوقتي، انا بقول لك بس واللاينز مان محجوب عنه الرؤيه. ان هي يا كابتن علاء بعزك واستمعك كامل النهارده، يعني ابسط الامور حكم الفار يستدعي كابتن ابراهيم، انا بقول لك هو مش واشركه في الموضوع وادي اللعبه اهميه النهارده. ده ما فيش خمس ثواني لعب استمر، ده انا بقول فيه، بص بقى ده انا بتكلم فيه كابتن علاء، عشان اقول لك حاجه بس، انت كحكم اكيد لعبت كوره مظبوط، ده المفروض يعني. انا بفترض ان انت لعبت كوره، انت كحكم شفت الكوره دي، الحكم الفار، انا بتكلم على حكم الفار، شفتها على الشاشه عندك كويس، انت كلاعب كوره عارف ان الراجل ده رجله اليمين على خط المرمى، يبقى رجله الشمال فين اللي شال بيها الكوره؟ جوه المرمى، يبقى انا ادي الكوره دي اهتمامها كويس، ابص عليها مره واثنين وثلاثه، هو ما اداش اهتمام للكوره خالص خالص، مع ان يبقى النيه فيها تعمد، ما انا مش هقدر امشيها، يعني انا مش هقدر امشي كوره زي دي، ان كوره زي دي سعادتك على الفار قاعد مستريح في التكييف ما عليكش ضغوط، ده انا جايبك، انا جايبك كفار عشان اللعبه دي، هو انا جايبك علشان ايه؟ تضيع مني 3 نقط حتى لو انا وحش، هو ده دورك انت كفار، هي الالعاب دي، او تضيع مني نقطتين حتى لو انا وحش،
ما مش عارف. لا ما يعني ما انت وانت في الملعب بتحس بالظلم برضو. ماشي بحس دي تاثر، ممكن تاثر على قراراتك وادائك الفني جوه الملعب. مش في كوره زي كده. طب ما انا خلص المباراه انا ليه قد ماشي صدق همشي، انا همشي معاكم ماشي، ان في سن التعنت في شويه مضايقه وكده. طب انا ما اخلص المباراه في الملعب، ما هي ماتشات كتير قوي كنا بنحس ان في ظلم تحكيمي. أي كتير يا اسامه، مش مره ولا اثنين، كتير. خلي بالك يا كابتن علاء، احنا بنقول في موسيماني اخطا واللعيبه اخطا. ايوه طبعا، لكن في اخطاء وفندنا كل الاخطاء دي، في اخطاء بره كمان بره الملعب. انت هي مش بايدك انت فاهمني يا اسامه، لكن هي كلها جماعه النهارده. كلها جماعه في مباراه النهارده، ورغم كل التجميع اللي بتتكلموا عليها دي انا موافقه تماما، كنت ممكن تكسب المباراه. ماشي يا كابتن، سهله على فكره. حلو. لكن بص يا ايمن، ايوه انا ليه انا موافق في ايادي خفيه وفي وفي وفي، انا ليه ادي الفرصه لحد ما انا انزل مباراه اخلصها زي كل المباريات اللي بخلصها قبل كده. انا النادي الاهلي لو الدنيا كلها وقفت قدامي ولا بص، انا بفكر في حاجه واحده بس، اكسب مباراه النهارده عشان انا عندي بطوله الدوري العام اللي عايز اوصل لها. لكن اخطاء النهارده مع الاخطاء اللي قالها اسامه وصلتك النهارده انك خسرت نقطتين مهمين جدا جدا جدا. حكم الفار كان لازم يرجع الكره دي طبعا، كان لازم يرجعها. هقول لك حاجه، حتى لو هو واثق ان يعني مش قوي فيها شك، خلاص كابتن ابراهيم تعال بس. صحيح، فهمني عشان حاجه بسيطه جدا، ابعد المسؤوليه عنك، خليك ذكي يعني سبحان الله، ما تخليك ذكي انت وخلي الكره عند كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم انا شاكك في كوره، تعال دي كوره هدف يعني ثلاث نقاط في مباراه، مش يعني مش كوره ثانيه طبعا، تعال اتفرج بص الكوره دي بس وسيب القرار كابتن ابراهيم. يقعد بقى دقيقه دقيقتين ثلاثه زي ما الفار بيقعد وبعدين هو يدي القرار، لكن كون ان انت ما تديهاش اهتمام دي لا طبعا. طب انا هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. كوره زي دي مش محتاجه الكابتن ابراهيم. ليه بقى؟ لان انا بنزل الخطوط بتاعتي كويس. الكابتن ابراهيم ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. انا ما بقولش ابراهيم العلاقه كامله بالكوره دي للفار فقط. ليه؟ لان هو بيعمل خطوط، مش هيصدق الكابتن ابراهيم، هو هيقول للكابتن ابراهيم في الايربيز يا كابتن ابراهيم الكره تخطت المرمى. طب انا بس انا همشي معاك، همشي معاك ان هو مش عايز ياخد المسؤوليه والقرار ده، يعمل الخطوط دي كلها ويشوفها. كابتن ابراهيم تعالى انا شاكك في الكره دي. وقتها هو الحكم صاحب القرار. ايوه انت فاهمني يا عمي، لان انت لو قلت كده الكره جول هتلاقي بتوع الجيش ازاي ده ما راحش وكده، هتديهم برضو ايه سكه يتكلموا فيها. انما انت من الذكاء كابتن ابراهيم انا شاكك في الكوره دي، حتى لو انت مش شاكك فيها. أيوة. بس فيها كلام تحس ده. أيوة. حاجه مش مظبوطه. سيبك ان التصوير سيء، سيء. أيوة. ما ينفعش يعني، ما فيش دوري في العالم ما فيهوش كاميرا ورا الجول. أيوة. كاميرا ورا الجول كده اتحط عشان كوره زي كده اللي عليها كل اللغط ده، وتضيع لك ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري العام عشان كاميرا بتضيع لك. لو دوري مدارس هتحط كاميرا ورا الجول، كاميرا ورا الجول تخلص. عارف لو كاميرا النهارده موجوده ورا الجول الموضوع انتهى تماما. صدق بقول لك ايه، فضل. حتى لو جابوا الساعه دي للحكام بتاعتنا ديت وفي جول للاهلي الساعه هيقول لك الساعه عطلت. الحجر وقف. والله العظيم هقول لك الحجر وقف. تقنيه غاليه قوي يا اما، ده احنا ده انا بتكلم في تصوير. انا بقول لك حتى كابتن، حتى لو جابوا لنا الساعه النيه مبيته خلاص. أيوة انت بقى ما تقوليش بقى ساعه ولا فار ولا. كابتن اسامه زي مالك كابتن علاء، كوره زي دي الناحيه الثانيه، كرة اتشطت في العارضة، مجرد خبطت في العارضة دي طلعت هدف على طول. بقول لك ايه، دي ردت بره طبعا، يعني كرة جت في العارضة وردت بره. انا بتكلم زي ما قال الكابتن علاء. لا يا كابتن، لا هو رجع فيها، رجع فيها. ايوه الايمن اللي شاور يعني ماشي. الحكم صح يعني، بس الكرة واضحة. هنا الموقف ده الايمن واقف هايل صح، بس في اتنين واقفين، حاجين الرؤية يعني، حتى مش قادر يدي القرار ويتكلم فيها. لكن القرار كله النهارده كان عن الفار. خد وقتك يا سيدي، ده انت راجل ساعات بتقعد في لعبه خمس دقايق. ما في لعبه وقفت النهارده، مش عارف وقفت ليه ومشيت ليه. وقعدها وقفت كورنر. انا بقول دي يعني دي يعني احنا استغربنا الموف ده كله، واللعبه الاهم استغربنا في خمس ثواني. استغربنا اسامه ايه ان بعد ما عادها احنا مش لاقيين حاجه في اللعبه، ده احنا مش فاهمين خالص اساسا. أيوه. لكن يا اخي من الثاني من الذكاء لما يكون حاجه زي كده عشان نيتك تبقى كويسه وصافيه، لو انت مش عايز تدي القرار كابتن ابراهيم تعالى اتفرج على الكوره دي بس، تعالى شوف الكوره دي يا كابتن ابراهيم. صح، هو يدي القرار بقى. لكن على الاقل حتى النهارده احنا، وممكن تطلع النتيجه كده على فكره يا اسامه ما تتغيرش طبعا، بس احنا على الاقل احنا قاعدين صح خلاص من جوانا. يعني لا احنا يعني لا مظبوط مستريحين، هو ربنا مش رايد واحنا عملنا اخطاء، لكن أي في النهارده كلكيعه كده في المباراه مثيره للقلق شويه. اصل انت كابتن، انا عايز اقول لك حاجه، وانت في الملعب كلاعب كوره
حتى لو انت مقصر انت عايز ايه من الحكم؟ عايز عدل بس عدل بس مش عارف حتى لو انا وحش انا عايز ايه؟ انا عايز حقي اديني حقي دي ما مالهاش يعني هو ايمن دي مالهاش دعوه بوحش وحلو بالزبط. هو الحكم بينزل المباراه عشان ياخد كل فريق بياخد حقه بالظبط ماليش دعوه باهلي بيلعب مين ولا ده ترتيب ايه وترتيب ايه هو ده اول حاجه في وظائف الحكم انا بديك حقك اللي ليك هتاخده واللي عليك هحسبه عليك انت بقى كمان بتتكلم في ايه انت بتتكلم في اخر 3 4 ماتشات اللي هم يعني يحسموا البطوله 100% انا والمنافس قريبين من بعض كره زي دي تبعدني عن المنافسه تماما كره زي دي تسهل الامور للمنافس تماما كره زي دي تصعب الامور عليا وتخليني احبط كمان الماتش الجاي سيبك من حته الاحباط وكده لكن هي كره عليها كلام عليها كلام كتير جدا 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 حتى لو انت نيتك كويسه هتشك شويه لا اشك قوي هتشك يعني ايه ليه ما عيدش كره زي يعني طب انا عيد ايه يعني ليه الفار ما يعيش ما ياخدش وقته في كوره زي كده ومن حقه يدي القرار او لو يا سيدي عايز تبعد الشبهه عنك وتبعد هات الكابتن كابتن ابراهيم تعال اتفضل ان انت قرارك الاول والاخير بس عشان ما نتكلمش احنا عارف لو حصل كده مش هنتكلم كده لكن انت مديني فرصه اتكلم بجد علامه استفهام كبيره جدا انت ازاي ما تجيبش الفار ما دخلش في كوره زي كده ليه وليه ما خدتش ثانيه ونص ما خدتش 5 ثواني يا كابتن ده كوره هدف والكره لو وقفت يعني الشكل التشريحي بتاع اللعيب لو انت طبعا. واخد بالك زي ما كان اسامه بيتكلم مشكله يعني مشكله طب وعشان ابعد من المشكله دي طب ما خد وقتك واعمل خطوطك طبعا ويا سيدي مش عايز تدي القرار كابتن ابراهيم تعالى وتسكت احنا على الاقل لما اخد 3 4 دقايق في لعبه زي كده وكابتن ابراهيم يجي يروح مصفر مش جول ماشي انا موافق ايه ايوه اسامه يا نهار ابيض ده هنا ده انا بتهيألي فيها مثلا يرضى او يرضى والله العظيم عارف دي محتاجه ايه محتاجة واحد عنده ضمير بس يعني بس محتاجة واحد لما يروح يحط دماغه على المخدة يبقى كده عنده ضمير ومستريح ان لعبة زي دي شوف رجل اسلام جمال اليمين على خط الجول بص الشمال خط الجول ده لما اليمين على خط الجول خط الجول ده 12 سم النهاردة لو ركبته حتى على خط المرمى شوف بقية الرجل 50 سم جوه داخلين جوه وش رجله يا كابتن أسامة يعني الكرة عدت مش بكامل محيطها هو على في يارده جوه كان مستني الكرة تلمس الشبكة بص أسامة يعني الشكل اللي قدامنا ده ايه ده لو رسمت خط كده من ركبه اسلام للخط بتاع المرمى عليه بالظبط ايوه طب البقيه دي فين بعديها نص متر دول فين البقيه بتاعت بعد ركبه اسلام ايه طبيعه ده في يارد يا كابتن طبيعه تبقى جوه الخط طبعا طبيعه تبقى جوه الخط فكره زي كده انت يا كابتن بص يا كابتن بص يا كابتن الاحمر على رجلي اليمين ده الخط الازرق اللي جوه كمان ده عايز الكوره ماشي على فكره انا متفق معاكم تماما الشكل ده الكره جوه وعدت شويه ده هي مش جوه هي طبعًا. عدت شويه لانك طبعًا. انت حضرتك كمان انت وصل لها بوش رجلك ووش رجلك كمان لجوه مزبور. يعني انت وصلت براحتك كمان فيعني كره زي كده ازاي ما تديهاش دقيقتين يا اخي اديها دقيقتين عشان احنا خلي بالك الخطوط دي مش يدوي ده الخط الازرق ده اللي هو بتاع الخط الابيض بتاع المرمى الخط الازرق اللي هو لما موازي مع الكوره لما الكرة دخلت جوه الجول والخط ده نازل عليها بص الكرة فين يعني انت بتتكلم على نص ياردة او ياردة كاملة داخل المرمى وهذا ما خدتش فيها وقت لا ما ولا شفتها ولا جبت الحكم صدق لو فرقة تانية كانوا خنقوا الحكم في الملعب طب ما بقول لك يا كابتن ما تخليه يجيب لنا اللقطة دي بعد اذنك تاني لا مش من حقنا ايه مش من حقنا دلوقتي ليه مش من حقنا دلوقتي اوكي كمان شوية هيجيبها لنا كمان شويه بس انا عايز اقول لك حاجه ده اللقطه دي لما احنا شفناها اول مره لايف قلنا الكره دي جول بس انا عايز اقول لك على حاجه اتفضل احنا لعبتنا غلطان عشان انها سابت الكره تعدي كده طبعا يا كابتن لازم بس انا عايز اقول لك حاجه انا بقول لك لعبتنا غلطان انت لما اسلوب الاعتراض معلش انا لما بيحصل اي حاجه في الملعب حتى لو مش بنالتي بتلاقي الناس كلها سابت الكوره وسابت كل حاجه والجول طلع من الجول وراح عند الحكم واتخانق معاه وعمل كل حاجه طيبين لعبتنا طيبه طبعا أيوة لعبه طيبه كمل اتفضل لا طبعا أيوة. اسلوب الاعتراض نفسه يعني انا النهارده كوره زي دي الاثنين الثلاثه اللعيبه بتوعنا اللي شايفين الكوره أيوة. طبيعي جدا يسيبوا كل حاجه ويروحوا على الحكم بس انا شفت حتى لو واحد فيهم ياخد الضار بس انا شفت على الخط مستر موسيماني وكابتن سيد عبد العزيز لا انت الحكم في الملعب يا كابتن هو الحكم هيدي ودني لمستر موسيماني وكابتن سيد عبد العزيز الحكم في الملعب
عايز لعيب يقوم يعترض عليه. 3 4 لعيبه من يعني الصوره اللي فاتت دي 3 4 لعيبه ده الطبيعي جدا يجروا على الحكم طبيعي. طبعا. انا عايز حقي اديني حقي، انما سيبنا الكوره وخلاص ما الحكم هيعدي يعني. انا يعني برضو شوف الفار طبعا يتحمل المسؤوليه الكبيره، مسؤوليه الهدف الكبير، لكن ابراهيم نور الدين اللعيبه كان لازم تحمله وتتدخله في المسؤوليه. يعني كان لازم اللعيبه نفسها تدخله في المسؤوليه. اللعيبه اللي موجوده على الخط لازم يجري يعترض لا يا كابتن شوف ارجع للفار يعني. ما الدوري المصري ماشي بالسيستم ده بالطريقه دي، اي حد بيبقى له حاجه بيقوم جاري على الحكم على طول، اديني بنالتي اديني حق شوف تمام. انما النهارده تبقى كره زي دي واللعيبه واقفه وشايفه الكره عدي خط الجول وبعدين يقوموا واقفين يلا نكمل لا لازم يبقى في اسلوب قوي للاعتراض، لازم انا اجبر الحكم ان هو كمان طالما الفار مش عايز يجي تمام، او طالما الفار ما بيجيش او يبقى لازم اللعيبه نفسها تجبر الحكم انه يروح يشوف. ايوه تمام. انما النهارده انا سايب الكوره تتلعب ويلا ونكمل خلاص الحكم خلاص. ما هو الحكم ساعات بيلتفت يا كابتن ايمن للي بيحصل في الملعب. مظبوط تمام. يعني انت اللي بتجبره ساعات بتجبره ساعات انه ياخد او يرجع. مزبوط. عشان ياخد قرار. مزبوط. انما النهارده كوره زي دي يعني هات معلش تاني اللقطه اللي الصوره اللي كانت جايه كده برجعه على فكره يا بلال احنا اعتراضنا على الكوره اللي احنا بنقول اتعادت وما فيهاش حاجه. مفيش حاجه اكتر من دي. اكتر من دي واحد اعترضوا عليها اكتر من الكوره دي. يعني هات الكوره ثانيه برجعه بعدين. بص يا كابتن كام لعيب من النادي الاهلي. بص يا كابتن ايوه واحد اثنين ثلاث لعيبه وعلى الخط يعني على الخط الجول. أيه. ازاي اللعيبه دي ما تجريش مش يعني تتخانق مع الحكم مش مش تقول له يا كابتن النبي بعد اذنك لازم دي اللعيبه الثلاثه دول لازم يتخانقوا مع الحكم. أيه. لا ادينا بنالتي شوف يوقف يديهم انذار وبعدين عارف يا كابتن لو واحد اعترض وراح اداله انذار مش مهم. أيه. بس بعدها بعدها حتى لو اداله انذار لسوء سلوك الاعتراض. بس هيجري بعد كده هيجري ابراهيم نور الدين على الفار عشان يتشك. أيه. تمام. ففي حاجات أي كرة طيب. طيب ماشي ثبتها لنا بقى وهي على الخط بس كده انزل كمان. انزل كمان ده بص رجل الراجل فين. بص رجله الثانيه كان فين. ده معنى كده لو يعني لو الراجل اللي بره ده ما بيفهمش في الكوره يبقى فعلا زي ما قال الكابتن اسامه والكابتن علاء ميوب لا في تعنت. طب إيه؟ كابتن انا اللي مجنني اللعيبه بتاعتنا مش سيبك من ابراهيم نور الدين. انا مش فارق معايا ابراهيم انا معاك احنا لعيبتنا طيبه. لا أسامة. بص كهربا فين يا اسامه. انت شايف كهربا فين. كهربا قدام الجول يعني واحد كهربا كان يعني معلش الحقره الواحد بيتكلم بيها بس انا شايف الكوره عدت جوه الجول يا كابتن. انا طبيعي هروح معلش امسك الكوره امسك في زماره رحمه الله. لا سيبك من الكوره نفسها. انا طبيعي اجري على الحكم. ايوه لا يعني مستر موسيماني اعترض بتاعت مستر يعني مستر موسيماني اعترض وكهربا اللي قدام الجول تمام وحمدي فتحي اللي قدام الجول مش عايز يعترض. موسيماني طلب الفار بس هي. بعد ما اللعبه بعد يعني ما اللعبتين راحوا يا كابتن موسيماني لان اللعيبه ما كلمتش اعترض بعد ما الكره طلعت كذا فبيقول له ارجع للفار ارجع للفار بعدها بثلاث دقائق يا كابتن اسامه بعدها بثلاث دقائق بس هو اللعيبه اللي كانت في الملعب هي اللي كانت المفروض تعترض بشده. بس كابتن اسامه عايز اقول لك حاجه. في اوقات كتير جدا زي ما قالوا الكباتن انت بتحس ان في تعنت ان في حاجه إيه او في حد بيعمل عليك ضغوط وبيعمل عليك إيه زي التحكيم السنه دي تحس ان هو مش عايزك تاخد الدوري تحس ان هو عايز يصدر لك الاحباط. ناس مسؤوله عايزه تصدر لك الحته دي. احنا ظلمنا كتير جدا. بقول لك ايه احنا بنتكلم على اخطاء لاعبتنا واحنا بنتكلم ان احنا مش في احسن حالاتنا واحنا مش بنخلق مبررات. لا احنا عارفين ان احنا في مشات كتير جدا كان في ايدينا المكسب واحنا بسبب بعض الاخطاء ضاع مننا المكسب ده. احنا ما بننكرش حاجه زي كده ولكن في نفس الوقت اديني حقي. طبعا انت كمان احنا لسه بنتكلم قبل الاستوديو ما نبدا بنقول ايه ان احنا طالبين من لعيبة التركيز طالبين من لعيبة ان هي الفترة الحاسمة ديت تعلى نسبة التركيز شوية. انا كمان كحكم انا طالب ما هي دي منظومة انا طالب من حكم المباراة يعلي نسبة تركيزه الفترة ديت طبيعي الوضع الطبيعي. الاخ الناس اللي على الفار دي احنا بص احنا يعني بنقعد نقول احنا كلنا ثقة في الحكام المصريين كلنا ثقة في الحكام اللي بيحكمونا كلنا ثقة في الجماعة اللي على الفار انما صراحه لا ما كلنا ما عندناش ثقه لناس كتير في المنظومه التحكيميه. لا
انا ما عنديش ثقه في المنظومه التحكيميه في مصر واتحاسب، حاسبوني انا، ما فيش مشكله بالنسبه لي. المشكله طبعا الطبيعي ان التحكيم ده ليه تاثير كبير جدا في سير المباريات ونتائجها وكده، والدليل على انه اتحاد الكوره مفروض بيحقق العداله انه عامل اخر اربع ماتشات في توقيت واحد عشان يبقى في شيء من العداله. فمن باب اولى طبعا التحكيم اللي هو بقى النقطه الفارقه في تحقيق العداله، يعني انت بتحقق عداله في الوقت، انك انت بتلعب كله في وقت واحد عشان ما يحصلش ان كل فرقه تعرف نتائج الاخرى فتلعب عليها، او سواء هيهبط سواء هياخد دوري سواء بيلعب على مركز او على مربع ذهبي، فانت بتحاول تحقق العداله في الوقت، عشان كده عملت المباريات في التوقيت واحد. فمن باب اولى أيوة. التحكيم هو اللي يكون، لانه التحكيم ده طبعا العنصر الاساسي او اللي مع شغل الادارات، مع مجالس الادارات، مع شغل الاجهزه الفنيه، مع شغل اللاعبين، التحكيم هو النقطه الفارقه في اوقات كتيره جدا في بعض نتائج بعض المباريات طبعا. بس اللي احنا شفناه او اللي احنا بنشوفه تحس لا ان في اتجاه معين، انت مش عايز النادي الاهلي ياخد الدوري السنه دي. طب ايه اللي بيحصل؟ الاخطاء لو اتكررت مره ولا اتنين ماشي، اما النهارده شوف كم الاهداف اللي اتلغت. التعمد، شوف طبعاً. كم الاهداف وانت كسبان مباريات باتنين وتلاته بتتلغي، كم ركلات الجزاء اللي يعني ما بتروحش للفار وتفكر انك تروح. ففي نيه مباشره. كابتن اسامه انا عايز اقول لك حاجه، انا طبعا بتابع الماتشات الدوري المصري، كان في ماتش من الماتشات اللي اتلعبت اليومين اللي فاتوا، الحكم قعد في كوره ثلاث اربع دقايق، الفار طبعا بره بيشوفها اربع دقايق. انا يعني وانت بتشوفها كده من اول وهله بتقول فيها على طول، يعني انت جوه على الفار يا اما حاجه من اتنين، يا اما انت مش فاهم يا مش عارف التقنيه دي تشتغلها ازاي. زائد بقى في ماتشات النادي الاهلي لا في تعمد، في تعمد زي المباراه اللي فاتت، الكوره بتاعت برده علي معلول بيعملها بالعرض وجت في ايد واحد في قلبي برضه، حتى حكم الفار ما استدعاش الحكم الملعب عشان يشوف نفس الكلام النهارده. خلي بالك دي يعني من اول من اول مباراه في الدوري، الماتش فات دي ضربه جزاء من اول مباراه في الدوري بتاعت علي معلول. انا بقول لك علشان تعطل النادي الاهلي، احنا بنقول من اول الموسم في مباريات كتيره النادي الاهلي فرط فيها، وقلنا في مباراه ضاعت بسبب موسيماني ومباراه ضاعت بسبب اللعيبه، لكن النهارده وانا بتكلم عن ده كله اديني حقي، يعني ادينا حق كنادي اهلي اذا كان ليا هدف واذا كان ليا ركله جزاء، فهذا اللي احنا بنطالب بيه. صحيح. طيب كابتن علاء، النهارده كانت تقريبا زي ما قلتوا كده في البدايه الاجناب توقعنا انها تشتغل احسن من كده النهارده. لما الاجناب اتعطلت، خلي بالك احنا ما اتعطلتش من طلائع الجيش، احنا اللي عطلنا الشغل بتاع الاجناب بتاعتنا، تحركاتنا قلت الخطوره جدا 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 على طلائع الجيش، ودي من اكبر مميزاتك دايما الاجنبي او الاطراف بتاعتك شغاله كويس جدا، اذا كان الاثنين اللي هم الاطراف الباكات او اللي قدامهم، فانت لغيتها. وخلي بالك حضرتك، بص انا هات لي تقدر تجيب لنا الصوره دي تاني ولا ده ملخص؟ طيب الكوره دي تاني اللي هي من ناحيه الشمال دي، اللي هي كانت اللي قبل اللعبه دي، ماشي. بص لا 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 قبلها الكره اللي فاتت بالظبط، هوريك انا حاجه. طلائع الجيش مسهل لك الماموريه، سايب لك لما ترجع بقى. ماشي ماشي، خلي بالك طلائع الجيش مسهل لك الماموريه، سايب الاطراف، سايب الاطراف هو وعامل بسيوني كثافه جوه الملعب، جوه ال 18 قدام ال 18 واضح من طريقه لعبه، عامل كثافه دفاعيه بالقلب عنده بالظبط، والاثنين اللي قدامهم مظبوط، لكن سايب لك الاطراف صح اللي انت اشتغل فيها. انت رحت عملت صحيح. حاجه غريبه سهلتها اكتر، ايه دخلت الاطراف دي رحت مدخلها من جوه، فالزحمه زادت صح، مش عشان اكسب اعمل زحمه في قلب الملعب، بالعكس طول ما في زحمه في قلب الملعب انا خليني من الذكاء ان انا استخدم الاطراف كويس قوي وابدا شغل العادي. ما عشان كده يا ايمن انا بتكلم في بدايه الاستوديو بقول لك بعض الاخطاء النهارده ساعدت بسوني في طريقته، يعني كره زي دي بص الجنب اليمين بص جنب اليمين بص جنب اليمين ايوه كده كويس كمل ماشي. دي اول هجمه لطلائع الجيش الشوطه دي كويس ماشي كملها بقى كمل بقى صح. انت ماشي. انت بص، وبعدين في مشكله ايمن انت كتبت فيها، يمكن
الكورسات اولفراب بتعمل من بدري قوي ما فيهاش الصعوبه اللي كان بيعملها علي، سهله معظمها يعني 50% كلها على مستوى واطي جدا تحت مش عام، ويا اما عاليه قوي يعني الكره دي بص ممكن ارجع الكره دي وقفها تاني كده هوريك بس خطا حصل ايه من لعيبه الاهلي، ممكن نرجع رجعها تاني رجعها كمان 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 ما يمشي يمشي لا يمشي 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 لما تلعب اقف هنا اقف هنا بقى اقف هنا مين مين اللي في القلب دلوقتي؟ كهربا ورا مين؟ ورا مين؟ حسين الشحات صح؟ الاثنين في القلب مظبوط، والطرف ده والناحيه دي مظبوط مظبوط، عشان كده بص يعني واللي مين اللي اتطرف؟ بواليا وبواليا اضطر يبقى المفروض ماشي حد يبقى يعني مظبوط حد يخش كهربا كويس لازم حسين يبعد عن هنا وكان في واحد ناحيه الشماليه مشيها بقى كمان مشيها يا برجاوي اسمح ماشي مشيها علي معلول ده اللي جاي كمان بص بص اللي داخل بص بص القفشه بص بص علي معلول علي اهو بص بس هو قفشه كان خد القرار قفشه خد قفشه لا ده دخل جوه 18 راح اصحابه بس من بدري قوي محمد مجدي محمد كويس كان لازم الكوره دي ما تتشاطش لازم ياخد علي معلول حتى قفشه كلم حسين الشحات فيها انت اديت برده بعض الفرص بص زحمه 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 بص عايز تلعب فين هنا ماشي احسن كره تلعب دي بقول لك عليها بقى بص صح. دي ده هتالي دي بقى هتالي معلش هي هو بص. علي لعبها سريعه بس انا عايز ابص على تحرك بص على فكره واليا وكهرباء علي لعبها صح بس بص الاثنين واقفين ازاي بص كويس كمل. بص ماشي نكمل بص. نكمل هنا انت متكتل اهو بص لقيت الجيش كلها متكتله مزبوط. ماشي الكره الوحيده يمكن اللي انا كتبت عليها دي بتضرب بيها لعيبه اللي استعملت التكتل. فيها اللعب بتاعك اللي هو بتاع بص دي وصلت وضربت بيها التكتل وصلت بس هنا اقف هنا بص بس هنا انت مش وصلت اسامه بص يا كابتن هنا دي الكره اللي انت ضربت بيها التكتل الدفاعي بتاع فرقه طلائع الجيش كويس حلو انت عملت الصح كله تماركز بواليا وكراب وحش جدا سيء اتنين راحوا بص الاثنين راحوا فيها كمان راحوا على زاويه واحده العارضه الاولى رايحين على زاويه واحده الاثنين ومفيش بينهم خطوه بالظبط كان لازم مش بواليا ما روحش هنا مزبوط. كان لازم بواليا كان يبعد شويه لو بواليا عدى بقى من ورا المساك ده كان ممكن تروح له سهله جدا وشريف لسه جايب جول رايب زي ده بالظبط كده اللي هي الثانيه الكره الثانيه راحت لكن سيبك من دي بقى ده اللي بيقول اللعب ده اتفضل ده اللي هو بيقول عليه العمق في الهجوم ما هو الهجوم برضه ليه عمق طبعا المفروض هما الاثنين رايحين يعتبروا واحد يعني هما الاثنين رايحين زي ما علاء قال كده ايوه بص بواليا ما يروحش هنا بص والمفروض ان هو خلي بالك بواليا يعني شايف يعني هو يعني بس هو ما بصش على كهربا زي انا ما غلطتش كهربا يعني كهربا عينه على علي معلول وسابق المفروض ده بواليا يلف من الناحيه الثانيه بس هي دي لكن انا بقول يا اسامه بقى اللقطه القصيره دي ده هو لعب النادي الاهلي صح توصل صح لحد صح ما توصل لمكان الخطر ده كورك عرضيه وتبدا تشتغل وخلي بالك الخصم مدي لك الافضليه ديت هي بصوا فين هنا استعجال الكره استعجال بكره عاليه لكن كامل كهربا وكامل منها كان اوف سايد لكن ده بيقول لك ايمن استعجال بديت تستعجل حاجه ثانيه برضو النهارده كانت على غير استعجال كان في جاب دايما بين المدافعين ونص الملعب عشان بتلعب لعبه طويله وسهله تحس ان الملعب مقسوم نصين انت بتلعب قدام مجموعه بتلعب خلي بالك كابتن احنا بنقول الكلام ده كابتن نقطه اللي فرقت احنا بنقول الكلام ده بقى لنا 5-6 ماتشات ملعب مقسوم نصين وانت بتطول الملعب عليك قوي النهارده المفروض الكره بتبقى قدام خلاص ياسر من ايمن ولا ربيعه تاخد الناس واطلع قدام الخطوط تبقى قريب النهارده كمان لما كان طالع جيش بيطلع بالهجمه تلاقي المهاجم كان عمرو جمال ولا ناصر بيستلم باريحيه برغم ان عندنا ثلاثه من الاهلي واقفين ولا اثنين بس بسيبه ينزل يستلم ويطلع بالهجمه مزبوط. دي برده نقط يعني فرقت النهارده مظبوط انت عارف نقطه برده يا كابتن التحركات بتاعت حسين الشحات وكهربا النهارده انت في معظم الوقت يعني انت خلاص طبيعي جدا انك تلعب بتفتح وانت بتفتح الجيم المفروض يبقى عندك اثنين على طرفين الملعب الوضع طبيعي يعني تستغل واحده واحد عندك سرعات تستغلها انت الاثنين اسرع من الاثنين الباكين والاثنين عندهم مهارات ممكن يعني يستغلوها بشكل كويس بس دايما حسين الشحات او في اغلب الوقت حسين الشحات وكهربا على طول يا كابتن وعلى طول قريبين من بعض على طول قريبين من بعض الاثنين بيلعبوا يعني واحد بيلعب لاين مثلا ناحيه اليمين والثاني في النص واحد بيلعب ناحيه الشمال والثاني في النص ما في وقت من الاوقات لازم تبقى انت عامل ستريتش للملعب وانت بتهاجم يعني تبقى فاتح الملعب عشان تقدر تستلم تستغل السرعات بتاعتك ممكن تجيب لي معلش ممكن تجيب لي الكره اللي اتلعبت لبواليا دي تاني معلش بعد اذنك يعني ماشي نقول تاني ماشي كمل بص يا كابتن احمد وكابتن اسامه انت كنت راس حربه بتتحرك عرضي كويس نكمل بقى بص يا كابتن مين اقرب واحد المفروض ده دلوقتي بص حسين الشحات انت حسين هنا ده مين ورا بواليا
كابتن اصلا مين قرب حتى على الاقل؟ لا ما هو كده ده قريب. ايوه كابتن عقبال ما هيستلم ياخد الخطوتين يا كابتن. ماشي بس مش بعيد. بس هو ما عندوش مش بعيد. يعني اصل هي ملعوبه برضو مش يعني هو ماشي كابتن. لما بوالي يستلم هو خلاص دخل خلاص قرب. الازمه كلها في ان حسين جنب قفشه مش يا كابتن. لا هي دي كانت المشكله من البدايه نفسها. يعني بتتكلم في 5 متر ما بين الاثنين. ده اللي انا عايز اتكلم عليه. ده اللي انا عايز اتحرك ازاي يا كابتن عامر؟ يعني طبيعي جدا انت معاك الكوره. مجدي قفشه لعيب كويس بيعرف يعمل ثرو باس كويس. يعني لعيب بيعرف يحط الكوره تحت رجله وعنده رؤيه كويسه. طبيعي جدا 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 يبقى في تحرك جيد. صح. تفتح على حتى كمان عارف لو فتح على الاطراف هيبقى عند مجدي قفشه فرصه كويسه. بص يا بلال هنا عشان كنت بتكلم عن اعتراض اللعيبه وما راحتش. قالوا له راحوا للعيبه مفيش بعدها 5 ثواني هيقول لك استكمل اللعب. ابراهيم نور الدين بس هو بامانه هي دي مش غلطه ابراهيم. لا انا قصدي الفار. انا بتكلم عن اللعيبه راحت عملت الدور اللي عليها. عارف ان انا شفت يعني لاحظ الفرق يعني كوره مش بنالتي خلاص هتمسك في 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 في, في رقبه الحكم. ايوه صح. والله لا كابتن انت بتكبره. لا روح يعني حتى لو خدت انذار مش مهم ده جول. ايوه ده جول يعني انت حتى لو انت خدت انذار ده جول برضو. مظبوط فاهم يعني طبيعي جدا. وخاصه بص الكوره يا جماعه كوره مش طبيعيه. الكوره خلاص جول يعني. لسه كابتن ايمن برضو احنا بنتكلم الامور اتصعبت النهارده في مشوار الدوري. بعد ما كان الفرق نقطتين دلوقتي زاد والامور صعبت يعني بشكل كبير يعني طبعا. لكن برضو يعني هي نفس اللعيبه هو نفس الجهاز ده اللي فرح اللي جاب البطولات طبعا. فرح النادي الاهلي وفرح جمهور النادي الاهلي طبعًا. في موسم صعب واستثنائي. النهارده لما تاخد افريقيا ونقعد نكرر ونقول ونعيد 7-8 شهور صحيح. افريقيا طبعًا. مرتين وتاخد سوبر افريقي وتاخد ثالث عالم وسوبر مصري. فالنهارده كاس مصر كبير يعني. صح وكاس مصر هي نفس اللعيبه ونفس الجهاز. فاحنا برضو النهارده احنا زعلنا على بطولة كانت سهلة وكانت في المتناول هي بطولة الدوري وبطولة محببة لجمهور النادي الأهلي. لكن برضو مش عايزين نقصوا على اللعيب طبعا. النهاردة لما يبقى في موسم صعب جدا النهاردة في إصابات كتير في سفر كتير في ضغط مباريات بتلعب كل 48 ساعة مباراة في شهر بتلعب 10 ماتشات ده يعني شيء مستحيل. لكن اللعيبة تحملت وفي الوقت الصعب كانت موجودة وكانت رجالة. لكن النهاردة خلاص جت في وقت بطولة الدوري. احنا زعلانين ان العمليه صعبت وممكن بطولة الدوري تضيع. لكن برضو لازم نشكر اللعيبه دي على موسم طويل. نشكر الجهاز الفني على موسم طويل قدروا برضو يفرحوا فيه جمهور النادي الاهلي من اصعب المواسم كمان طبعا. والنهارده انت كانك بتلعب موسمين في بعض. مظبوط. مضغوط ملحوم عندك اصابات عندك سفر عندك كل 48 ساعه مباراه كان عندك فيه صعوبات كتير. فانت النهارده انك برضو تحقق فيه نسبة نجاح بنسبة 90 ولا 95% ده برضو نجاح كبير. صحيح. وفي الاخر علشان توقف النادي الاهلي في ظل الظروف دي لازم تجيب لجنة حكام زي وجيه احمد. استحالة توقف النادي الاهلي بالطريق العادي. لازم تجيب واحد زي ده علشان توقف النادي الاهلي في ظل تحكيم. لا بص يا كابتن ايمن معلش يا كابتن اسامة احنا بص مش عايزين نجيب اسماء. لكن ايه انا معاك ان فيه تعنت. في تعنت طبعا. ولو جبنا هنتكلم عن مشاهد كتير جدا جدا جدا. طيب وده اللي يخليك تقعد تفكر كده. طيب لما انتوا مش عايزين النادي الاهلي ياخد الدوري السنه دي ايه التمثيلات اللي بتحصل دي؟ ده فيلم هندي. طب. ايوه يعني ايه التمثيلات اللي بتحصل كل مباراه السنه دي؟ يعني اسامه قال كلام والعداله واخر 4 اسابيع يتلعبوا الماتشات مش عارف في وقت واحد عدلت يا كابتن عدلت ايه بس؟ بص هو السنه دي يا كابتن يعني نقدر نقول على الدوري ده حلال يا كابتن؟ نقدر نقول على الدوري ده حلال دلوقتي؟ هيقولوا حلال طبعا. اكيد طبعا. بصوا السنه دي مش دوري الكبار يعني. احنا يعني مدريد ما خدش وبرشلونه ما خدش وبي اس جي ما خدش والاهلي ما خدش. يعني واضح السنه دي لا بس ما خدش لسه ما خدش يا بلدي. انت لازم تلعب يعني على خط طبعا صعبت الامور يعني خلينا نتكلم لا معلش لا دي صعبت ماشي. ما هو ما فيش شك انها اتصعبت بس لازم انت تعمل اللي عليك لغايه اخر ثانيه. اكيد صحيح اكيد هتشتغل بس يعني 3 ماتشات ماشي مع احترامنا المنافسين والله وانت برضه 4 ماتشات ماشي يعني الامور اصعب بس لازم يعني زي ما قال اسامه يمكن يعني هو تحيه وتقدير طبعا للفرقه كلها وللجهاز الفني اللي تعب. واحنا قلنا يعني السنه دي انت عملت كل حاجه فطبيعي جدا هتيجي اخر السيزون خلاص هتبقى داون. يعني وضع طبيعي طبيعي جدا على فكره اللي بيحصل ده طبيعي على فكره. مش حاجه يعني صحيح.
في اهمال او تقصير او ممكن يكون انت وصلت لكل حاجه. هات لنا الكره دي بعد اذنك. وقف وقف واجايب يحط دماغه. ماشي. خلي بالك اللعبه دي اتحسبت الموسم اللي فات على ما اعتقد برضو على النادي الاهلي، كانت ركله جزاء، كانت لعبه مشابهه لاحمد فتحي لما كان موجود في النادي الاهلي. برضو لاعب كان بيحط دماغه واحمد فتحي رفع رجله والحكم وقف لنا الكوره بقى واجايب يحطها. حسبها ركله جزاء على احمد فتحي. ايوه لا لا فتحي. وقف لنا الكوره ورجل لعيب اللي طلع. ايوه بص بالظبط كده كابتن. ماشي اعتقد في كاميرا من ورا كده. لا لا دخل لا بس كده بس كده بس كده هات لنا صوره كده. في يا كابتن في لقطه ثانيه. لقطه من ورا من ورا بشكل اوضح لو مشى اللعبه. بالظبط بالظبط هتبان بشكل اوضح. طيب مشيها لنا تاني هتتعاد يعني. بقول لك لعبه على النادي الاهلي لما كان احمد فتحي موجود ده هنا باينه. نفس اللعبه واحد بيحط راسه واحمد فتحي بيحط رجله. ده هنا باينه. خلي بالك كابتن اسامه كمان في لقطه تانية يعني اوضح من كده كمان. ماشي. لو مشى اللعبه في العاده ماشي اللعبه تاني. ماشي اللعبه تيجي ماشي اللعبه بشكل كويس. غريبه ان لعبتنا ما اعترضتش برضه. ما هو بلال قال لك لعيبه طيبين يعني طيبين بزياده. والله لعبتنا زي ما قال الكابتن علاء حاولت تركز ان احنا حتى لو اتظلمنا نلعب احنا ونحاول نجيب احنا المكسب. مفيش اعاده. طيب ماشي. لا يا كابتن فيها عادة. الكرة اللي فاتت دي فيها عادة. اتعادت؟ بس تتعاد بس هتيجي لما الكرة اعتقد لما الكرة في زاوية تانية زاوية تانية لو عندهم طبعا لو عندهم لا مش دي تانية. دي لعبة صلاح محسن ده دي اللي بعدها. لا هي هتعاد بعديها يا كابتن اسامة. يعني لو عادوها لا هي اللي هي دي, دي. ايوه ايوه بص يا كابتن شايف الرجل فين؟ بص الرجل طبعا طبعا اسلام جمال برضه على ما اعتقد صح اسلام جمال هي دي. بص كرة الرجل نفس اللعبه لاحمد فتحي لما كان موجود في النادي الاهلي. ويا ريت اللعبه لو اسامه ما في رفع رجل واحد بيحط راسه ركله جزاء على النادي الاهلي وقتها اسامه هي ودي ركله جزاء مليون في المية. ودي ركله جزاء 100% في ابراهيم نور الدين حسب واحده في نص ملعب وادى لعيب انذار زي دي بالظبط زي دي بالظبط حسبها واداله انذار. لا خلي بالك حاجه تانية. مين اللي راح اسرع للكوره وكان اقرب للكوره وبيحط راسه المفروض ده جاي يا ابني طبعا يعني رفع رجله ولا حط رجله كمان صحيح يعني هنا حتى زي ما انت بتقول يا كابتن بلال كابتن علاء ايوب لعبه زي دي اتحسبت في نص الملعب طبعا اتحسبت في نص الملعب. طب ايه اختلاف المعايير بقى في التطبيق القرار يا كابتن لما بقول لك ده المعيار الوحيد يا كابتن ايمن زعلان لما بقول لك عشان تخسر النادي الاهلي دوري لازم تجيب واحد زي وجيه احمد تقول لي بلاش اسماء. لا طبعا لا انا ما بحبش النهارده بص بص يعني بس انا بتكلم على بص يا كابتن هي تانية باينه قوي من هنا طبعا النهارده لما يبقى في جوله حاسمه زي دي في الدوري جايب الناحيه الثانيه محمد الصباحي محمد الصباحي الحكم اللي وزنه زياده اكتر من 10 كيلو حكم ملعب وحكم مش دولي ده انت تحط عليه علامات استفهام حكم الدولي ده شفين الشخصيه وفين وفين, وفين وفين لازم حكام دوليين للاهلي والزمالك طبعا طبعا صحيح. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ومباشره هنروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي بعد انتهاء مباراه طلاع الجيش والاهلي بالتعادل معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد بقول لك يعني هارد لك وهي دي الكوره بس يا كابتن سيد يعني بره اي حسابات يعني انا اللي اعرفه واللي اتعلمناه في الكوره الفار ده بيبقى بيدي للناس حقوقها كل مباراه المباراه اللي فاتت واللي قبل منها واللي قبل منها يبدو ان الفار مصمم ان يخسر النادي الاهلي النهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره جول وما نروحش للفار طب ما تروح يا كابتن ابراهيم بص على الكوره انا ما بتلككش بتحكيم وما بتكلمش على التحكيم ولكن حالات الفار كل ماتش الخبر التحكيم بيقولوا زي كره اجايل مره شافت ضربه جزاء وقبلها 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 والنهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره هدف لحد امتى يا كابتن سيد هيفضل النادي الاهلي يعاني من اخطاء تحكيميه بيدفع ثمنها بطولات طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النتيجه يعني مش مرضيه اطلاقا خالص في ظل صراع كان مهم قوي ان احنا نوصله للاخر يعني طبعا يعني في لسه شويه وقت لكن الامور طبعا بتصعب انا مش هاكد على الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت في بعد مباراه انبي احنا السبب بشكل كبير قوي 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 في عدد من المباريات والنقاط اللي فقدناها السنه دي كانت كفيله انها تحسن من الوضع بشكل كبير جدا جدا مش هدي برضه هقول نفس الكلمتين المبررات اللي احنا قلناها والحاجات اللي احنا قلناها كل حاجه بتنتهي خلاص بتبقى بس النتيجه يعني اسفين جدا لحاجات كتير قوي عملناها السنه دي في الدوري المصري
اجتهدنا بشكل كبير قوي في البطوله الافريقيه، ربنا كرمنا في 27 نوفمبر بطولة افريقيه مع على حساب الزمالك، ثم 5 ديسمبر على حساب طلع الجيش في الكاس، ثم 11 فبراير على ثالث عالم، ثم كاس السوبر الافريقي يوم 28/5. ده اثر بشكل كبير قوي في المباريات المحليه اللي اتضغطت اصلا بشكل مش طبيعي ابدا، مش ممكن ابدا اللي يكون حطها انسان عنده خبره في الكوره، لا انسان قاصد يعمل حاجه معينه، وحصلت. احنا فقدنا 10 نقاط في 9 مباريات لعبناهم في رمضان، المضحك جدا جدا، وكأن انت بتستخف بالعقول. يعني سمعت التصريح بيقول اصل الجونه هتلعب السموحه يوم 19 فاجلناها يومين عشان يبقى في تكافؤ فرص. طب والمباريات اللي احنا ضغطنا فيها 9-10 مباريات اللي احنا ضغطنا فيهم كنا بنلعب في دوري السلطانيه، ما هو نفس الدوري. يعني انت بتعمل تكافؤ فرص في مباراه، والنهارده بتضغط فرقه 9 مباريات. المضحك اكتر ان هو يعني عايز الجونه يعمل 3 ايام عشان لما يجي يلعب مع الاهلي ويبقى فقط 3 ايام بس. طب الاسماعيلي ده اللي لعب مباراه بيراميدز يوم 4 وقعد مستنين لحد يوم 11 وبعدين لعب بعد 48 ساعه مع المنافس بتاعك، يعني ما كانش تكافؤ فرص. يعني استخفاف بالعقول بشكل سيء جدا جدا. الفار وعمايله، ما اعرفش كابتن محمود بسيوني، ما اعرفش يعني انا بقى لي فتره طويله يعني ماسك، يعني حكم لي تقريبا مباراتين، مباراه مع دجله من حوالي 4-5 سنين حسب عليها ضربه جزاء على مؤمن زكريا تقريبا ولا حاجه، ملهاش علاقه بالقانون اصلا. يعني القانون ما اتغيرش ساعتها، جت في كتفه وبعدين في ايده راح حاسبها. النهارده يعني كان من كام يوم، من 13 يوم كان موجود برده على الفار عندي في مباراه دجله، وجاب ابراهيم نور الدين برده كابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها. النهارده يا راجل ده احنا بقالنا 32 مباراه الفار استدعى الحكم مثلا 3-4 مرات في ال 32 مباراه، تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا حكم لنا 5 مباريات كلهم حاجات صحيحه 100%. الفار في الدوري المصري عندنا يعني 11 ضربه جزاء او مثلا ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد. انا مش منفعل ولا حاجه، بالعكس انا بقر بالاخطاء، احنا اخطانا كتير جدا، مجهدين جدا، الفرقه مجهده، الفرقه ميته ان صح التعبير من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب. لك ان تتخيل فرقه من 27 نوفمبر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي كميه سفر مش طبيعيه، كميه واللي بيقول لك عشان تكافئ الفرص يطلعني، يعني العب يوم الاربعاء اللي فات في اسكندريه وبعدين العب السبت في القاهره وبعدين العب الثلاث في السويس وبعدين العب الجمعه اللي جايه في اسكندريه، وبعدين يقول لك تكافؤ فرص وبعدين تنام. بص بقى تنام تلاقي واحد مثلا ايه يعني راح بعت لك جدول كده على الفطار، يعني تكون انت لسه يعني ما صحتش وركزت. يعني طيب النهارده الشهر الجاي مثلا المفروض ان انت عندك 3 بطولات، تمام؟ المبدا التكافؤ الفرص ده في توقف دولي، يعني بتوقف دولي، التوقف الدولي ده هيبقى من يوم 28 ليوم 7، اقطع دراعي من هنا انه هو ممكن يحط لك يوم ماتش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس، ما انت ما لعبتش، تمام؟ الراجل اللي كان بيقول لك يعني ايه عشان مبدا تكافل الفرص والفرقتين يوم لغي ماتش اسوان، مبدا تكافل الفرص، فاهم؟ يعني مبدا تكافل الفرص يوم لغي اسوان، يعني احنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام، يعني هتضغط ام الماتشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بيه ده. يعني فرقه على مدار 32 اسبوع، على مدار 32 اسبوع لعبنا 17 ماتش، 32 اسبوع 17 ماتش او 16 ماتش كل 48 ساعه، يعني انت بتلعب 50% من ماتشاتك. يعني بص العقليه اللي بتقول لك تكافؤ الفرص، يعني فرقه بتشارك في افريقيا وبتشارك في ادوار متقدمه في افريقيا وبتوصل للنهائي وبتلعب في الدوري المحلي 50% من ماتشاتها، 50% من ماتشاتها لعب كل 48 ساعه. انا يعني مش بدي مبرر، لكن هي يعني انا شايف ان كان دوري في المتناول جدا، ما بلومش برضو غير نفسي، فقدنا نقاط كتير قوي لكن ليها اسباب. ما يعني ما يا راجل ده انت ده يعني طب هاته، يعني اضحك علينا وهات ابراهيم نور الدين وشوفها كده عضو يعني دقيقتين ثلاثه. بص ده في كره بتيجي في العارضه الحكم بيحسبها وبعدين الفار بيلغيها، يعني الكره اللي دوبك بس بتيجي في العارضه
ما يعني مش عايز اكتر في الكلام يعني عشان برضو يبقى المذكرات اصلي بتتفهم بشكل مش مظبوط، وبعدين اللي بيراقب ده ويقعد يقول لك خليك في ورقتك راقب ده مع ناس تانية. لا لا لا، مع ناس تانية ما بيبقاش موجود في اللجنة اصلا، يعني ما بيجوش هو ده يعني بيجيب ناس تحقر من بطولاتك، تحقر من بطولاتك وتتفه من بطولاتك تمام، وبعدين يجي عندنا يقول لك ايه يعني خليك في ورقتك يعني ايه، اما انت والتاني يقول لي انا يعني انا بعتب عليك جامد جدا في تصريح ولا اتنين. تمام يا عم، انت بعتب على نفسك يعني، لو انت شايف ان انا كلامي يعني في حاجه يعني مش مظبوط، طب انت مع الاخرين ايه ما بتعتبش عليهم ليه يعني طيب بس عشان بس الواحد ما ينفعلش بشكل وحش يعني، احنا غلطانين جدا غلطانين يعني في مباريات كتير قوي. النهارده كان لينا جول ممكن يفتح الجيم في وقت انت بتحتاجه يعني، ما فيش قدره الشوط الثاني ان انت تسجل، لكن طبعا طبعا يعني في حسابات هتتراجع بشكل اكيد يعني، وفي حاجات هتتعدل اكيد يعني. كابتن سيد، انا بلعب باسم مصر وبشارك في بطوله افريقيه والحمد لله بشرف مصر وبشرف افريقيا والنادي المصري اللي بيحافظ على اللقب وبيجيب لقبين، هل يتم عقابي بضغط مبارياتي ولا يتم تكريمي يعني مش تكريمي يعني اديني حقي في لعبي؟ بص بس عشان نبقى في الصوره يعني، في الاخر كل ده هيتنسي وهيفتكر بس مين فاز يعني، لكن احنا بنقول الاسباب اللي ممكن ادت لكده، اسباب احنا كان ما ينفعش ان احنا نثق في ناس ما ينفعش يتثق فيهم يعني، الكلام نهائي، ما ينفعش تثق في حد ما ينفعش الثقه تبقى فيه اساسا يعني، ما ينفعش. اتنين ان يعني في مقوله حلوه جدا يعني، اقول لك ايه، يعرف الرجال بالحق يعني، لما يكون في حق كده عليا وعلى التاني وعلى غيري وعلى غيري وعلى غيري، يبقى انت بتعرف الراجل هنا المظبوط يعني. انا شايف يعني ان السنه دي في اخطاء طبعا على المستوى المحلي مننا طبعا اكيد في حساباتنا وتقييمنا وفقدنا للنقاط، ده وضع مفروغ منه يعني، لكن عد الماتشات، العب 32 اسبوع منهم 15 16 17 مباراه كل 48 ساعه، وبعدين واحد يقول لي طالع بتصريح يقول لك ايه عشان تكافئ الفرص فهناجل شويه مباراه الجونه، يا راجل في نفس البطوله فرقه بتلعب 16 17 مباراه، وبعدين طب الكاس هتعمل فيه ايه؟ هتلعبني يوم 9 برضو يعني، هتجيب لي جدول كده اصحى من النوم لو على الفطار قبل ما اكل اي حاجه على الفطار ولا اشرب شاي ولا حاجه، الاقي جدول عليا يوم 9 يوم 11 يوم 14 يوم 17 على اساس ان احنا نخلص بص المهم ان احنا ايه يعني نخلص مش مهم بقى مين يصعد. لو الجونه كان طلب يلعب مباراه الاهلي في اسكندريه اتحاد الكره كان ممكن يوافق له؟ مش هرجع لحاجه عمرها ما هتحصل. طب ليه ما يحصلليش يا كابتن؟ ما بيحصل لغيري. مش هيحصل بس ليه؟ لان انت اولا بس يعني انت في حاجات يعني زي ما قلت لك فقدناها، وفي حاجات على المستوى الفني طبعا في حاجات ممكن نكون يعني اثرنا فيها، على المستوى الحسابي اثرنا فيها، لكن زي ما قلت لك يعني عمري ما لعبت دوري العب نصه كل 48 ساعه، ما عملتش كده، ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. فرقه بتشارك في كل البطولات ديت اصلا يعني، وتسافر هنا وتيجي من هنا وتروح السويس وتيجي اسكندريه وبعدين القاهره وبعدين ترجع السويس تاني، وبعدين مش مهم يعني. انت الجدول الاولاني كنت مديني اربع ايام وبعدين اربع ايام ما بين سفريه وسفريه تمام، وبعدين يجي يقول لك ايه لا ما هو ده بيحصل مع غيرك. حصل مع غيري فين؟ مش عايز اكتر في الكلام، بس انا يعني بتاسف الصراحه، بتاسف جدا جدا جدا، لكن زي ما قلت لك يعني كلمه ملهاش تاني يعني، ما ينفعش تثق في حد مش اهل للثقه دي خالص، لان انت بيحصل معاك من اول الدوري، حصلت معاك من اول الدوري شويه نقط كده، شويه نقط كانت باينه علامات بشكل واضح. على العموم انا زي ما قلت لك في يعني في حاجات كتير بالنسبه لنا يعني كنا ما ينفعش ان احنا نفقدها، لكن يعني مش مبرر ولا حاجه، بطوله ولسه موجوده طبعا وكل حاجه، لكن طبعا بتصعب وبتبعد يعني. اسف جدا جدا على تعادل، مش انا بس، اكيد كل الناس باحساس متغير، مش هتكلم على محمود بسوني او غير محمود بسوني، او يا راجل ده كره اجاييه، بتتناقش مع كابتن محمود عاشور، بتناقش معاه فبيقول لي خلصت والكره طلعت، يعني ايه طلعت؟ يعني انا اديك بالبوكس مثلا، اديك بالبوكس وبعد كده اقول لك الكره طلعت، يعني ايه ده؟ انت ما جبتوش يا سيدي، ده انت ما جبتش الحكم يعني، ما قلتوش تعالى في تدخل انا مش مرتاح له تمام، وسيبه ياخد القرار، النهارده محمود بس ما شفتوش من اربع سنين محمود بسوني على الملعب، على مستوى الملعب ما شفتوش من اربع سنين يعني، ان لم تخن الذاكره، مباراه مع دجله من اربع سنين ومباراه تانية ممكن تكون تانية او ما تكونش،
ما شفتوش في الملعب بره 4 سنين. الحكام اللي موجوده على الفار اللي موجوده في الفار، يعني هو مش انتقاد يا جماعه، مش انتقاد، هي الموضوع باختصار شديد جدا جدا كفاءات. هل الناس دي يعني ممكن تاخد قرار سليم 100% ولا لا؟ على العموم بس انا بشوف للي جاي، بشوف للي جاي. انا خايف اصحى من النوم بكره الاقي جدول كاس مصر مثلا، يعني الاهلي هيلعب يوم 9، والاهلي لو كسب يلعب، لو كسب يلعب يوم 11، وبعدين يلعب 13، وبعدين 15، وبعدين يقول لك اعمل ايه؟ انا خلاص الحمد لله رب العالمين خلصت الموسم دوري وكاس. يعني بعيد عن التحكيم وكل اللي يعني اعتذرت لجماهير النادي الاهلي عن يعني خلاص في النسب بتتضاءل في الفوز ببطوله الدوري، ولكن لسه في امل وابقى الامل موجود الى اخر البطوله. لا برضه عشان ابقى امين في الطرح، يعني احنا غلطانين في حاجات كتير جدا، بنعتذر عن بعض المباريات اللي كانت في المتناول جدا، مع كل الاخطاء اللي حصلت دي، مع كل السلبيات اللي حصلت دي، مع كل يعني المباريات المضغوطه دي كلها بعتذر طبعا، لان ده واجب. البطوله بتبعد صحيح، لكن ممكن تكون موجوده، لكن برضه يعني مش عايزين ننسى ان انت في 7-8 شهور لعبت كميه بطولات في توقيتات وسفر ومناخ مختلف وسفريات مختلفه، وقدرت ان انت تاخدها. عندنا الشهر الجاي في 3 بطولات كمان. انا ما بقولش كده عشان الموضوع انتهى في الدوري، لا انا بكلمك عشان الرؤيه تبقى جايه بس، لكن راسنا او عينينا هتبقى في وسط راسنا، تمام؟ قبل ما تبعت لي اي حاجه، لو فيها حاجه مش مظبوطه، لو فيها حاجه مش مظبوطه في جداول وترتيب ماتشات وبتاع، يعني كمان اوعى تفتكر ان انا يعني اسمح بيها. يعني انا زي ما قلت لك عندنا فتره توقف، الفتره التوقف دي هتخلص يوم 7. انا متاكد لو انا ما قلتش الكلمتين دول اصلا كان ممكن يبقى لك الجدول، يقول لك ايه هتلعب يوم 8، هتلعب يوم 9، هتلعب يوم 10. ايه ده يعني اجي من بره يوم مثلا 9 العب يوم 12، العب يوم 11، العب يوم 13، سويس، اسكندريه، وبعدين طالع بتصريح واحد يوم طالع بتصريح يقول لك ايه، لا الجونه ناخرها بقى عشان تكافل. يا نهار اسود. تفتكر ده كده خير؟ يلا اخيرا اخر حاجه بس يا كابتن سيد، الفتره الجايه في مراجعه حسابات لبعض اللاعبين ولا حساباتك وانت بتكسب بعض اللاعبين؟ وانت بتراجع حساباتك وانت بتكسب، بتراجع حساباتك وانت بتكسب، لازم تراجع حساباتك. لكن بس مش عايز الناس تنسى، بس عشان يعني مش عايز تنسى نفس اللعيبه ديت، نفس اللعيبه دي اللي خدت 2 دوري أبطال ورا بعض في 27 نوفمبر و 17/7 اكبر بطولتين، كان فار هناك في 5 ملاقات حضرتك كان كلهم مظبوطين وتمام التمام، يعني خدوا كاس مصر، خدوا تالت عالم، خدوا السوبر الافريقي. شهر 9 اللي جاي عندك 3 بطولات، عندك سوبر يا رب بس اعرف السوبر المحلي هيتعمل ده، السوبر المحلي ده، السوبر المحلي كان محطوط لواحد 9 واحد 7 اسف واحد 7 واحد 7 بس عشان حته صغيره كده يعني راح ما تعرفش راح فين، ما تعرفش سوبر افريقي الشهر الجاي، ما تعرفش راح فين. يعني المواعيد دي تجي لي مظبوطه، تجي لي مظبوطه وتجي لي يعني واخد وقتك وراحتك، يعني واخد وقتك وراحتك ما بين المباراه والمباراه 4 أيام 5 أيام، يعني عشان تبقى في الصوره، ما تقومش عامل لي مصال ابيض هو، يعني اطلع اقوم من النوم العب انبي مثلا، ولو كسبت بعد يومين العب الكسبان ما اعرفش مين، ولو خسرت خير وبركه. لا يعني خليها بس يعني نبقى بالراحه كده وبالعقل وبدون اي انفعالات يعني وبدون اي حاجه، يعني خلاص زي ما قلت باكد على معنى مهم جدا جدا جدا، يعني في الاول والاخر برضو مش هلوم غير نفسي وغير حاجات صغيره كانت بطوله في المتناول جدا جدا، فقدنا نقاط ما كانش ينفع ان احنا نفقدها، لكن ومش مدي مبررات، لكن اتحدى ليفربول نفسه انه يلعب 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 نص الدوري كل 48 ساعه. اتحدى والاخر هيطلع حد طبعا ينتقدك وبتاع، ما فيش مشكله خالص. لا ما فيش، لا بص فرقتك ده بيبقى في يعني لجان مختلفه في الوقت التالي. يا راجل ده انت ممكن تلاقي ناس يعني ولا كفايه كده، كفايه احسن بس. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اللي اعتذر طبعا لجماهير النادي الاهلي عن فقد بعض النقاط، ولكن يبقى السؤال وعلامه الاستفهام لحكام الفار، الى متى سيظل النادي الاهلي يظلم من حكام الفار؟ اجابه اتمنى الاجابه عليها من مسؤولي اتحاد الكره. اعود اليك من جديد كابتن ايمن. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. كابتن أسامة، يمكن الكابتن سيد طبعا اتكلم زينا وهو يعني من جواه محروق طبعا من اللي بيحصل في النادي الاهلي، احنا مش عارفين بصراحه ده لمصلحه مين، انما هو اتكلم على حاجه كمان يمكن ما حدش خد باله منها قوي، ان احنا لاعبين 17 مباراه في اقل من شهرين. طبعا عدد اتكلم على نص ماتشات الدوري او عدد ماتشات كبير جدا،
بطبيعه الحال انت الطبيعي يعني لما يكون كل 5-6 أيام مباراه اللعيبه بتبقى تقدر تستشفى، تقدر حتى عشان كمان السفريات الكتيره بين افريقيا وبين الدوري المصري هنا في اسكندريه والقاهره والمحله وغير الماتشات الافريقيه يعني كمان، بس مش جهد ان الوقت ضيق في انك بتلعب مباريات متتاليه كمان بسفر انت رايح جاي رايح جاي، فده بيعمل ارهاق ما بيخليش اللعيب في احسن حالاته اللي هي البدنيه يعني بيبقى تعبان بيلعب تحت، ولما بتلعب وانت تعبان بتفقد حاجات كتيره، بتفقد امكانياتك طبعا الفنيه بتقل، ده طبيعه الحال انك بدنيا مش قادر، سرعتك قوتك اتخاذ القرار كمان بتاثر عصبيا طبعا، مش تعرف اتخاذك القرار مش مظبوط، عايز تشيل الكره مثلا بالراحه ممكن تلاقيها جامده، عايز تشوط تلاقيها في السماء، ان ده تعب على الضغط العصبي على الجهاز العصبي كمان بتسبب اصابات وانت فقدت لعيبه مهمين جدا 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 في اوقات صعبه منهم اخيرا بدر بانونو ومحمد شريف وعمرو السوليه يقول 3 انذارات، لكن انا بتكلم مثلا بدر بانونو ومحمد شريف 2 من اهم عناصر النادي الاهلي، في يعني بيبقى الاهلي في قمه قوته لما الاثنين دول بيبقوا موجودين طبيعه الحال، وفي فتره حاسمه زي ديت كمان مفتقدهم، لما واحد زي محمد شريف يجي له شد وانت بتلعب كل 3 ايام الشد ده في العضله الخلفيه يعني عايز له من 3 اسابيع لشهر مثلا او يعني في الحدود دي زي ما احنا كنا كلنا لعيبه كوره وكنا بيجي لنا الموضوع ده بتاخد كده تقريبا فيعني معناها انه مش هيلعب بقيه الماتشات الدوري صحيح، فتلاحم المباريات ده اثر عليك في حاجات كتيره جدا زي ما قلت لك بدنيا ذهنيا اصابات كل ما بتلعب وانت مرهق الاصابات بتبقى سهل تيجي فانت فقدت لعيبه كتير جدا وفعلا موسم شاق بالنسبه للعيبه ويمكن سيد كمان اتكلم على حته وكلنا كنا متكلمين عليها جزئيه ان احنا خدنا كل البطولات اللي كنا مشاركين فيها رغم الضغوط دي يعني 2 افريقيا كاس مصر سوبر افريقي سوبر مصري كل البطولات يعني فما فيش شك ان ده غير كمان الضغوط التحكيميه اللي انت بتتعرض لها جوه الملعب مظبوط انا عايز اقول حاجه برضو للجمهور علشان يحسوا برضو بمعاناه اللعيبه داخل الملعب طبعا في اوقات يعني حتى لو في ظلم بيبقى في توفيق من عند ربنا ان انت ممكن تكسب الجيم حتى لو في ظلم احيانا ولكن احيانا وانت حاسس بالظلم وعارف ان انت مظلوم وحكم الماتش او حكام الماتش ظالمينك فانت بتحاول تعمل مجهود زياده مجهود زياده علشان تكسب الجيم ده اللي انت حاسس فيه بالظلم الضغط التحكيمي ده ممكن كمان يؤدي لاصابه اللعيبه في الملعب اللي بتعمل مجهود زياده فوق طاقتها علشان تحاول تكسب او تكسب وتكسب الظلم التحكيمي كمان فالكلام على فكره الكلام ده مش اول مره يمكن نجومنا كلهم ليهم ذكريات وليهم مواقف بعض المواقف اتعرضوا فيها لظلم تحكيمي وعارفين الكلام اللي انا بقوله كويس قوي الواحد بيدوس على نفسه اكتر من المجهود الطبيعي اللي بيبذله فحتى الضغط التحكيمي ده بيخسرك ماتش ويخسرك لعيبه يخسرك ماتش ويخسرك لعيبه يخسرك بطوله ويحبطك الماتش اللي بعده هو ده المقصود وده اللي احنا شايفينه الفتره دي مش الفتره دي مع احترامنا يعني للجماعه اللي بيقول لك الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين لا مش الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين انا هنجيب شويه ماتشات دلوقتي من اللي حصل مع النادي الاهلي الموسم ده بص يا كابتن ايمن واحنا بنتكلم وهتعرض دلوقتي الظلم التحكيمي هحكي لك الواحد موقف ضغطه عالي هحكي لك موقف علشان ارجع للنقطه اللي انا بقول لك عليها ان هي مبيته السنه دي كان في اتحاد الكوره دعا لاجتماع للانديه تعالوا يا جماعه شاركونا في جدول المسابقه تعالوا كل واحد يقول اقتراح ده في مشوار الدوري النادي الاهلي راح او مثل النادي الاهلي في الاجتماع ده كان الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره كويس راح هناك خد الرؤيه كامله من جهاز الكوره
ايه اللي النادي الاهلي محتاجه، زي كل الانديه ما بتشارك في اتحاد الكوره ايه اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه. وكان الاجتماع مع الاستاذ احمد مجاه عضو او رئيس اللجنه الثلاثيه اتحاد الكوره، علشان لو عنده راي غير كده يطلع ويكذب ويقول الكلام ده. ما حصلش كويس. راح النادي الاهلي حط الرؤيه بتاعته، احنا بنشارك في بطوله افريقيا، انتوا النهارده عايزين تضغطوا الماتشات في الدوري. فاكر الشهر اللي كان فيه 10 ماتشات؟ ايوه. الفتره دي النادي الاهلي اداهم الحل، الحل النهارده عندي مباراه النصر في كاس مصر، حطها لي في التوقيت ده قبل ماتش افريقيا، بحيث بعد ما العب مباراه افريقيا الجدول بعدها بدل ما تلعبني كل 48 ساعه مباراه هتديني بس راح اريح 3 ايام علشان العب. مزبوط. يبقى انا حليت لك الجدول. صح. النهارده قدرت انك الضغط اللي انت عايز تعمله تحققه، بس انا برضو في نفس الوقت يبقى انا ارتحت وخدت الراحه بتاعتي وحطيت الماتش بتاعي. مظبوط. الاستاذ طارق قنديل حط الرؤيه دي للاستاذ احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره، وقال له ده رؤيه النادي الاهلي واحنا بنشارك معاكم زي الانديه وانتوا دعيتوا للكلام ده. قال له اوكي ده راي محترم، اقتراح خلاص يعني احنا موافقين عليك اتحاد الكوره. راح النادي الاهلي استاذ احمد مجاهد بعت الجدول، يعني انت النهارده الاجتماع خلص بعدها بساعه اتبعت اللي هو عايز يعمله احمد مجاهد واتحاد الكوره، وضغط النادي الاهلي في الفترة اللي النادي الاهلي لعب فيها كل 48 ساعة مباراة وعمل اللي هو عايزه. ده بالاتفاق مع مين؟ ما انا بقول لك ان هي مبايات، ان هي مبايات، علشان كده دي الفترة اللي الكابتن سيد بيتكلم فيها، بقول لك احنا بنعتذر للجمهور على بطولة يعني ضاعت. لكن النهارده لعيبة النادي الاهلي بلغة الكورة لعيبة، اللعيبة ماتت من كتر الماتشات. طبعا النهارده شوف كم السفر من 27/11 لدلوقتي، كم السفر بره الملاعب اللي انت بتلعب فيها. بقول لك فين النهارده العداله، العداله وانت النهارده تطلعني من اسكندريه على معرفش القاهره، ترجعني تاني معرفش السويس، ترجعني فين انت عايز. قال لك فين هي دي العداله اللي انتوا بتدوروا عليها وانتوا بتتكلموا عليها؟ انا بس بضرب لك مثل. ويطلع الاستاذ احمد مجاهد يقول لك الكلام ده ما حصلش. حصل، والنادي والاستاذ طارق قنديل حط رؤيه النادي الاهلي علشان عايز تضغط الدوري، علشان انا باخد افريقيا وباخد كاس عالم، وانت عايز تعاقب الاول انك تضغط له ماتشاته. طب حط لي ماتش النصر ده قبل الماتش بتاع افريقيا مش بعديه، علشان العب ماتش افريقيا والجدول بعد كده يبقى كل يومين زي ما انت عايز، بس في مباراه تعملها لي كل 4 ايام. ماشي يا كابتن، انا مع حضرتك في الكلام ده. طب الكلام ده بيتعمل ليه وبيتعمل لمصلحه مين؟ والله ده السؤال ده بقى اللي يتسال للجنه اللي جايه تدير، وجايه توجه الكوره في حته معينه، وجايه توجه الدوري في حته معينه، وتجيب لجنه حكام علشان توجه التحكيم لحته معينه. يا ريت الاستاذ برجاوي يجيب لنا كمان. هتلاقي عندك يا استاذ برجاوي اخطاء التحكيم. احنا انا قلت له اخطاء التحكيم من بدايه مشوار الدوري. صحيح. انت النهارده حتى مش اخروها يعني لبعد كده مثلا النص الثاني في الجد، ده في اول مباراه في الدوري. نيم بيته من زمان. وادي دجله ركله جزاء النادي الاهلي ما تتحسبش، وكمان في اللقطه دي خلي بالك الحكم الحكم البتاع ما راحش للفار برضه. ايوه. يعني مثلا النهارده لو هنقول اه ده مباراه ولا اتنين، لا ده هي دي خلاص، ده السين اللي احنا هنتفق عليه من اول الدوري. كابتن ده ماتش بيراميدز في جول ركله جزاء وبنالتي، ركله جزاء جول لبواليا وهدف بواليا اللي ما احتسبش، الحكم ما راحش لاي حد ولا الفار قال له حاجه. الفار كان عندنا اخر. ليه روح بعيد؟ المباراه اللي فاتت مباراه ام بي الكوره بتاعت علي معلول اللي بيعملها بالعرض، النهارده حكم الفار ما فيش ولا يسال الحكم. بس قول احنا الماتش اللي فات احنا كسبنا، احنا بنتكلم على النقط اللي ضاعت اللي ضيعها التحكيم من النادي الاهلي السنه دي. هي دي بقى الطريقه السنه دي اللي خدها لجنه الحكام. النهارده الفار ما استدعيش الحكم، علشان النهارده لو انا استدعيته واللعبه هيقف زي اي كل الانديه ما بتاخد حقها، لا النادي الاهلي النهارده ممكن يعني يتقدم. طب لمصلحه مين النادي الاهلي ما ياخدش الدوري؟ يعني انتوا عايزين خلاص زهقتوا النادي الاهلي يعني من كتر 43 دوري، لكن جمهوره ادارته لاعبته ما بنزهقش، عايزين ناخد برضه بطوله الدوري وناخد كل البطولات. لكن النهارده برضو عايزين نقف عند كلمه الكابتن سيد، يعني لعيبه النادي الاهلي منهكه، لعيبه منهكه في مشوار موسم طويل جدا، مش موسم اكتر من يعني ده موسمين في بعض. علشان كده والله العظيم يعني نفسي القائمين على الكوره في النادي الاهلي ومجلس الاداره لازم نحتفل بالفرقه دي. لازم نحتفل في ظل الضغوط النهارده، وانت حتى بتخسر دوري بتخسر دوري بفعل فاعل، لازم النهارده نحتفل بالفرقه دي بالبطولات اللي احنا خدناها وحققناها وعملنا بيها ارقام قياسيه السنه دي. لازم يفرحوا. الفرقه ما كانتش بتفرح النهارده، تخلص بطوله افريقيا يوم 27/11 تدخل في المباراه اللي بعديها على طول ما اعرفش بتلعب كاس مصر امام طلائع الجيش عشان تاخد كاس مصر، تطلع من هنا على الدوري على السوبر الافريقي على ثالث العالم
فما بيلحقوش. لا ده انا هكمل لك كمان يا كابتن علاء، هتطلع من الدوري على افريقيا منتخب مصر، ترجع من الدوري من بطوله الماتشين بتوع الانجولا والجابون، ترجع على كاس مصر، تطلع على ماتشين كاس العالم، لا كاس افريقيا برضو بتوع ليبيا، ترجع على بدايه الدوري. عارف بتتكلم على ايه؟ لاحم ثلاث سنين في بعض. صح. مجموعه اللعيبه دي ده هي نفس اللعيبه. انا بقول لك ايوه ده مجموعه اللعيبه، وخلي بالك مجموعه اللعيبه دي نصها في المنتخب. ده اكيد طبعا. مجموعه اللعيبه ثلاث سنين مع بعض وما شاء الله كم بطولات يحترم جدا. ممكن انا بتفق مع اسامه ان كل التحيه للعيبه دي، خدت الدوري ما خدتش الدوري، كل التحيه والتقدير ليهم على البطولات اللي خدوها الفتره القليله دي المضغوطه، يعني فتره ما حصلتش في كره القدم في اي حته في العالم. عمرها ما تحصل ان ضغط مباريات كده، ومش ضغط مباريات عادي، ضغط مباريات انت مطلوب بمكسب، انك مطلوب دايما بطولات، لعيب النادي الاهلي دايما مطلوب منه ياخد بطولات. كل التحيه ليهم على الفتره اللي فاتت وعلى البطولات اللي اخذوها. ان شاء الله هيكملوا الدوري لو ليه نصيب او مالكش نصيب، كل التحيه والتقدير ليهم. لان انت حتى لو مالكش نصيب في الدوري ده انت ما خسرتوش. ايوه انت ما خسرتوش، انت وحش ما خسرتوش حد احسن منك، لا في عوامل خارجيه بعيد كتير جدا 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 هي اللي وصلتك للمرحله دي. لكن انت كنادي اهلي لا، انت الاحق بكل حاجه. كم اخطاء على مدار الموسم كان بيتكلم فيها دلوقتي سيد واتكلم فيها اسامه، لا كتير جدا جدا جدا. ومع هذا انت لو مبارياتك المؤجله اسامه لو كنت كسبتها كنت زمانك برضو رغم كل الصعوبات دي كنت انت خلاص انت اللي بتحسم الدوري. انت فاهمني يعني حتى. لكن ضغط مباريات، كميه اصابات كتيره جدا، فقدت النقاط. يعني في حاجات مش بايدك وفي حاجات بايدك، الحاجات بايدك انت فقدت النقاط ما كنتش تفقدها، لكن بتحصل في الكوره. لكن في حاجات كمان خارجيه انت هتتصرف فيها ازاي. صحيح. فمش عايزين ولا نقصوا على لعيبه ولا نقصوا على جهاز ولا حاجه خالص. الكلام ده جماهير النادي الاهلي، اللعيبه دي فرحت جماهير النادي الاهلي في الفتره القصيره دي فرحه ما بعدها فرحه، وهيفرحوهم ان شاء الله. والكلام لسه بقوله لسه في نقاط في الملعب، ما تعرفش اللي هيحصل في المباراه القادمه. لكن كل التحيه للمدير الفني، وكل التحيه للجهاز الفني والاداري، وكل التحيه للعيبه النهارده على المجهود اللي عملوه. و في مثل بيقول لك ايه، يا جبل ما يهزك ريح. خالص طبعا هو ده النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي هيفضل طول عمر النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، وكل الانديه بتتمنى تبقى زي النادي الاهلي، او اللعيبه كلها بتتمنى تنتمي للنادي الاهلي. صحيح. زي ما قالوا الكباتن فعلا، تحيه كبيره جدا للعيبه والجهاز الفني على كل اللي قدموه السنه دي. حتى لو خسرت الدوري هو بنسبه كبيره دلوقتي بعيد عننا، انما انت خسرت الدوري، لو خسرت الدوري انت خسرت الدوري بفعل فاعل، مش فاعل واحد، لا عده عوامل. وزي ما قلنا احنا مش عارفين اللي حصل للنادي الاهلي ده لمصلحه مين. اللي بيحصل في النادي الاهلي واللي حصل خلال الموسم دوت اللي ما حصلش في اي موسم بالشكل ده، مش عايز اقول كلمه لان مش من عادتي ان انا هاجم بكلام يعني خارج، هي مش خارج ولكن يعني فيها يعني البسيط بتاعها ظلم، الدلع بتاعها ظلم، عمرها ما حصلت زي ما حصلت السنه دي. مش مبرر، انما تحية كبيرة جدا 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 للعيبة على الموسم ده، الموسم اللي فات، كل البطولات اللي جابوها. ونتمنى التوفيق للاعبتنا الفترة اللي جاية، وهنفضل برضو وراهم لحد آخر مباريات الدوري، أو لحد ما تكون الفرصة ما زالت موجودة في الصراع على المنافسة. تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال إيه، ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس عشان يقول لنا بقى الحقائق والحاجات اللي بتحصل داخل الكواليس. يا سلام عليكم. يا Yeah, what can you say about this game? You really
you are disappointed with the results. But you can't be disappointed with the effort that the players put. They tried from the first minute to score. But we couldn't get the ball in the net. Yes, we are not in good spirits, of course. Because we wanted to win. But this game, I mean, really, to be honest, there's not much to talk about the tactics. We fought, we tried hard. And I think also the goalkeeper was very good. And some of our crosses were a little bit easier for his height to collect the balls. We should have gone to the sides more than playing direct. But that's part of the game. And you have to accept and move on. What do you think about the goal? The goal and which the referee aimed. As I said before, I have not spoken about against any referee. زي ما قال قبل كده ما بحبش اتكلم ما بتكلمش على اي حكم قبل كده ما حصلتش كلمت ودلوقتي برضه مش هتكلم عن اي حكم مش هتكلم عن التحكيم بتاع الماتش النهارده That's an experienced referee is a CAF referee ده حكم عنده خبرات وحكم اتحاد افريقي and maybe he can't see from where he is يمكن ما شافهاش كويس من المكان اللي كان واقف فيه he relies on his linesmen واعتمد على المساعدين بتوعه and he's got three referees on top وكان في ثلاثة المفروض أصلا ثلاثة على مستوى طاقم التحكيم. If the linesman, the referee, the linesman, and the three on top. والثلاثة بتوع الفار كمان، يعني الحكم والمساعدين بتوع الثلاثة اللي فوق في الفار كلهم ما شافوش الجول. They have made a decision. وخدوا قرار. As Ali, what are we gonna do? الأهلي هيعمل إيه؟ لو قرار التحكيم كده هنعمل إيه؟ We continue playing. ما نستمرش ما نعلقش تحكيمه ونكمل لعبنا. It's just very, very painful. When situations like this happen. طبعا شيء مؤلم جدا موقف زي ده يحصل. Because it takes a lot of emotions and efforts from everybody. لا بياخد طبعا مشاعر كتير ومجهود كبير من الناس كلها بيستهلك مشاعر كتير مننا. But you can't do nothing. بنستنزف مشاعر. لكن ما ينفعش نعمل حاجه هنعمل ايه؟ ما عندناش مفيش حاجه في ايدينا. اوكي؟ ثانك يو. في سؤال تاني ولا خلاص؟ اوكي ثانك يو كوتش. ثانك يو. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس كابتن ناصر منورنا اهلا وسهلا بحضرتك تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان تحياتي لنجومك الكبار الكابتن اسامه عرابي كابتن علاء مهوب كابتن اسامه حسني والكابتن احمد بلال ايه اللي شفناه النهارده كابتن خلينا الاول يا كابتن نتكلم في حاجه مهمه جدا الاخطاء داخل ميدان اللعب واخطاء تقنيه الفار او الاخطاء بقيادة حكم الفار وخلينا أقول حاجة مهمة جدا زي ما قلت إن الأخطاء التي تؤثر في نتائج المباراة اللي هي النادي الأهلي بيتعادل فيها أو بيبقى فيه هزيمة وهنا الأخطاء التحكيمية بتبقى أثرت في نتيجة المباراة بتفقد النادي الأهلي نقاط كتيرة جدا الكلام أنا مش هقوله كلام مرسل ولكن إحنا زي ما قلنا كابتن أيمن هنا عندنا المصداقية في عرض الحالات اللي موجودة من خلال الحالات من خلال ال البرهان والكونسيدريشن والاعتبارات بنتكلم في كل حالة خاصة بالحالة بتاعتها هروح ليه الأول طاقم تحكيم اليوم نقدم طاقم التحكيم وحنتكلم في الحالات الخاصة بمباراة النادي الأهلي النهاردة أوي طلائع الجيش عندنا النهاردة كان طاقم التحكيم بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين كان على الخطوط مساعد رقم واحد كان عندنا تحسين أبو السادات حكم دولي مساعد رقم اثنين كان هانية عبد الفتاح على الخطوط كان موجود الحكم الرابع عندنا احمد لطفي وعندنا على الفار كان موجود حكم محمود بسوني وكان حسني سلطان كابتن علاء انا بسال سؤال الكلام ده احنا ما قلناهوش دلوقتي احنا قلنا كل مره كنا بنتكلم في تطبيق تقنيه الفار وقلنا ان كان هناك استعجال كبير جدا تاني بقول
مش بقول الكلام ده النهارده، ولكن انا قلت هذا الكلام قبل كده اكتر من مره. ليه؟ استعجال كبير في استخدام التقنيه، استعجال كبير في تدريب الحكام كابتن ايمن، استخدام كبير في التكنولوجيا اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها. على سبيل المثال في مباراه زي النهارده في هدف الكره عبرت ام لم تعبر. طيب المفروض النهارده في تقنيه الفيديو يبقى حاجه اسمها عندي الجول لاين تكنولوجي، دي نمره واحد ألف ب. ايه هي الجول لاين تكنولوجي؟ اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. صحيح. انا النهارده لما اتعاقد مع التقنيه كابتن احمد لابد ان انا ادخل فيها. انا عندي دوري مصر النهارده بيتصرف عليه فلوس كتير من اقوى الدوريات، يبقى انا النهارده ما بخلش على ان انا اجيب تقنيه متكامله فيها الجول لاين تكنولوجي اللي هي بتريح الكل. هو احنا كابتن متعاقدين على التقنيه دي في ماتشات النادي الاهلي؟ لا، احنا التقنيه كامله في الدوري المصري. انا بتكلم في حاجه مهمه جدا يا كابتن، النهارده في هدف جه طبعا، لما يكون الجول لاين تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. انا عارف يا كابتن، حتى لو مساعد ما شافش ما رفعش، الحكم ما شافش ما رفعش، الفار عنده صح. ما شافش. انا عندي النهارده لو التكنولوجيا موجوده بتديني اشاره للحكم في اقل من ثانيه ان الكره عبرت، هدف بيحسب الهدف. صحيح. ما نخشش في الجدال ده كله. اذا انا في البدايه ما عنديش الجون لاين تكنولوجي. طيب الحل ايه؟ على الاقل انا النهارده كابتن بعرض الماتش بتاعي بست كاميرات. كابتن احمد، كابتن علاء، اثنين كاميرتين بيبقوا في نص الملعب. كويس. كاميرتين خلف المرمى، ادي اربعه. كويس. وكاميرتين مع الحكم المساعد هنا، وهنا ادي الست. ست. اين كاميرا خط المرمى؟ صحيح. اللي هي المفروض طالما ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، المفترض ان انا احط كاميرا على خط المرمى. اللي هي ايه؟ تقدر توضح لي تماما 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 هل الكره عبرت بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين والعارضه ولا ما عبرتش. للاسف ايضا ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، ما عنديش كاميرا على خط المرمى، وبالتالي انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ حضرتك بتتكلم في ايه؟ طب انت النهارده بتطبق التقنيه على اي اساس؟ ده احنا بنتكلم فيما يخص الجول لاين تكنولوجي، فيما يخص الكاميرا اللي هي المفروض تبقى موجوده على خط المرمى، للاسف الشديد هي مش موجوده. طب ما كده يبقى قراراتها كيف؟ لا، احنا قلنا في الاول كان في استعجال وعدم تدريب للحكام، لان الحكام ما خدتش فتره تحكيم. كابتن النهارده احنا بنتكلم في خبرات حكام الفار. لابد ان الحكم الفار النهارده على الاقل يبقى حكم كبير. صح. ما يبقاش انا عندي حكم امكانياته وخبراته قليله، وبالتالي هو بيحكم على الحالات، لان هو بيبلغ الحكم على الحالات اللي هي ايه؟ فيها اخطاء. النهارده بيكون عنده حكم ما عندوش خبرات طبقا اللي هو الثقافه اللي خدها في القانون، طبقا لخبراته هو النهارده بيشتغل. لا، النهارده المفروض حكم الفار النهارده يبقى اكثر خبره من حكم الميدان. كابتن، دي مسؤوليه مين؟ المسؤوليه اللي هم في البدايه، خلينا نتكلم معاك بامانه، تم اختيار الحكام. لا يعني كان لابد. مسؤوليه مين في الفتره الحاسمه؟ لجنه الحكام. مسؤوليه مين في الفتره الحاسمه من الدوري دي؟ ان انا ما اجيبش ناس كبيره زي ما حضرتك بتقول وخبره وكفاءه في الفار. ليه؟ بالظبط كده يا كابتن، احنا قلنا ايه؟ انا قلت الكلام ده يا كابتن الحلقه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، قلت من فضلك لو سمحت النادي الاهلي او النادي المنافس عندنا اربع خمس مرات، من فضلك مش عيب انك انت تقرر الحكام سواء كان حكام الميدان او حكام الفار، مش عيب. لان عندي مسابقه صرف عليها كتير، الانديه بتصرف مجهود كبير من الجهاز الفني ومجلس الاداره والانديه واللاعبين. يبقى النهارده خطا تحكيم النهارده بيخسرني ثلاث نقاط في ثلاث نقاط في ثلاث نقاط. ببص الاقي في النهايه يا كابتن احمد خسرني بطوله، انا خسران مثلا 12 بوينت. كابتن ناصر، الف ب لما يبقى في لعبه عليها جدل، المفروض حكم الفار يعمل ايه؟ كابتن احنا هنتكلم في الحاله لسه، انا بتكلم بصفه عامه، انا بتكلم على انا حاجه للحالتين. النهارده انت حضرتك بتتكلم ان حكام الفار مستوى ضعيف وما تمرنوش بشكل اللازم. تمام. النهارده انا بتكلم على لعبه جدليه عليها جدال. الف ب حكم الفار المفروض يعمل ايه؟ هو المطلوب النهارده في حاله من الحالات اللي معايا النهارده، حاله لا بشك فيها يا كان لابد كان لابد هو ما شكش فيها اسامه كان اسامه هما ما انا عندي النهارده كابتن حالتين. النهارده في حاجات مش محتاجه تدريب، في حاجات أسامة. في حاجات بالظبط ما شكش اصلا وابدا عدم اهتمام، محتاجه ضمير سامة. ضمير تمام. ممكن ثانيه واحده، اللي انت بتقوله ده الصح، انك هو اساسا ما شكش في اللعبه. الكلام ده لو شك ده دي الكارثه. طيب هو ما شكش في اللعبه، يعني هو عدى اللعبه بدون اي اهتمام، ما فيهاش شك. بص يا كابتن اسامه، الطبيعي انه يشك لو هيرجع تاني. بص يا كابتن علاء، خلينا نتكلم، مش هنتكلم كلام، ولكن انا عندي الفيديو اللي من خلاله بحكي فيه يا كابتن. انا ما بجيبش حكم من بره عشان يبقى كلامنا مقنع جدا جدا، ونقول ان احنا لينا او مناش او النادي الاهلي ليه او طلع ليه، لابد من خلال لقطه الصوره او لقطه الفيديو اللي موجوده معانا. خلينا نحكي في انا النهارده كان معايا حالات كتير، ولكن اختصرت الحالات لي حالتين مهمين جدا جدا يا كابتن ايمن. نروح للحاله الاولى، وانا بس حابب اعرض الحاله الاولى
وهقول لك ازاي الحكم المساعد رقم واحد تحسين المساعدات لم يشاهد ابدا الكره. من خلال اللقطه اللي معايا. مظبوط. يبقى نمره واحد الحكم لم يشاهد. نمره اثنين المفروض المنوط ان هو يشاهد ويدي هدف او مش هدف، الحكم المساعد لم يشاهد. طيب انت عندك تقنيه الفيديو، اين تقنيه الفيديو من هدف النادي الاهلي اللي تم تسجيله؟ نروح للحاله ونشوف. هي اعتبرت نفسها لم تشاهد هي كمان يا كابتن. الكلام مش بالكلام يا كابتن ايمن، عندنا لقطه ونشوف. هات لنا اللقطه يا ابني. هنا هناك لاعب نادي الطلائع على خط المرمى ولاعب النادي الاهلي على خط المرمى. الحكم المساعد رقم واحد تحسين ابو ستار. حاجين الرؤيه عنه مشكله. تمركز 10 10. قول لي بالله عليك. لا خلينا بس لو سمحت خليني في اللقطه اللي انا كنت بحكي فيها. بس عشان اوصل الامور ل ان الحكم مساعد. ستوب. بس هي دي لحظه الهدف. ايوه. طب حد يقول لي ان الحكم المساعد هنا شاف الكره تعبر؟ لا ما يشوفهاش. ليه كابتن ما يشوفهاش؟ حاجبين الرؤيه عنه الاثنين تماما. هو معذور. هو معذور. الحاجه الثانيه القائم ايضا. أيوة. القائم. يبقى اذا النهارده الحكم الميدان في تمركز لا يسمح له بمشاهده هذه الحاله. يبقى اللي قاعدين في التكييف. المساعد رقم واحد لا تسمح له الرؤيه ان هو يقول هدف من عدم. مظبوط. تعالى بقى نروح لتقنيه الفار. حضرتك موجود في تقنيه الفار. هذه حالة من الحالات المهمة جدا جدا جدا. وانا هحكي افتراضات من خلال الصورة اللي موجودة. وهقولها كان هدف او مش هدف. طيب هذه اللقطة انا بستغرب هي لم تستغرق في المراجعة 10 ثواني. في الوقت اللي في حالات خدت 5 دقائق يا كابتن ايمن. صح. حالات واضحة جدا جدا جدا. يعني اهداف صحيحة تاخد وقت. ركلات جزاء صحيحه تاخد وقت. كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك معلش مش عايز اقطعك. النهارده في كره كوميديه ماشي في مش مباراه الاهلي المباراه الاخرى اللي كانت بين نادي الزمالك ووادي دجله. كره جت في العارضه واضح جدا 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 انها حتى ما نزلتش على الخط والفار قعد فيها 3 4 دقايق بالظبط. هرجع تاني يا كابتن، احنا قلنا هناك لقطه للنادي الاهلي في مباراه خدت 5 دقائق 38 ثانيه. وكانت لقطه واضحه جدا جدا. طيب لما تكون حاله من حالات هذه الحالات المهمه المؤثره في نتيجه المباراه، هل من المعقول النهارده انا كفار ادي كونفيرم عليها في 5 ثواني؟ لا طبعا. دي عليها علامه استفهام. يعني انا عشان اراجع ديت على الاقل اشوف اكتر من زاويه اتاكد من الكره هل هي عبرت بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العرض ولا لا، انما اعمل كونفيرم في 10 ثواني دي حاجات انا مش مقتنع بيها يا كابتن. دي نمره. حتى لو ماشي حتى لو النيه مبيته انها مش هحسبها يعني اضحك على اضحك على اللي حواليك يعني هو ضرب 5 دقايق وفي الاخر تقول لا انما بالزبط. حاجه زي كده في 10 ثواني عارف كابتن حاجه اسمها تسويق القرار يعني ايه خد وقتك بالظبط حتى حسسنا ان احنا ان انت حضرتك بتراجع صحيح. انما زود حاله من الحالات المهمه جدا جدا. طب تعالى نشوف يا كابتن هنا اللاعب لاعب نادي الطلائع هنا عنده الرجل اليمين تقريبا بتلامس خط تقريبا المرمى. انا هعمل افتراضات واحكي بالمنطق بالمنطق مظبوط طبعا مش مجامله لحد طبعا. طب لما تبقى الرجل اليمين على تقريبا على خط المرمى والشمال فرد الساق الشمال خلينا اقول المسافه ما بين الركبه لان احنا لو خدنا الركبه والخط الركبه على الخط والقدم لحد المشط اللي هو لمس الكره اخر حاجه دي قد ايه؟ صح دي قد ايه؟ نص متر على الاقل ده سؤال يعني دي ده انا بتكلم في صوره يا سيدي لو انا بتكلم غلط قول لي لا انت بتتكلم غلط انا شايف ان هنا من الركبه للقدم او المشط اللي هو لمس الكره ان هنا بالتاكيد الكره عبرت بكامل محيطها خط المرمى كون انك انت حضرتك كفار ما عندكش امكانيه وما عندكش لقطه ده مش ذنب النادي الاهلي ولكن احنا بنحكي في لعبه كابتن هنا انا شايف ان هنا هدف صحيح 100% الكره تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه وهنا زي ما قلت الحكم مساعد معذور حكم معذور ولكن انا النهارده بحمل تقنيه الفار عدم احتساب هدف في هذه المباراه هدف كان مؤثر في نتيجه المباراه اعتقد كويس ده خطا من اخطاء المؤثره اللي النادي الاهلي النهارده خسر نقطتين كابتن بعد اذنك حضرتك بتقول يعني ما اقدرش انا اتجاهل حته ان انت بقى ما عندكش التقنيه دي او ما عرفتش تستخدمها هل هو سوء استخدام ولا نقص في الامكانيات كابتن ايمن احنا بنتكلم بالتفصيل انا عندي زي قلت التقنيه غير متكامله
وحتى دي مسؤوليه مين؟ اللجنه الثلاثيه لما جت قالت ان التقنيه كانت مع شركه كويس. هذه الشركه لا مش مؤهله بنسبه 100% النهارده يبقى عندنا هذه التقنيه اللي هي تعتبر مش عاليه. نتكلم في عدد الكاميرات ودي مهمه جدا جدا. قلت اكتر من مره ان هناك مباريات بتتعرض ب 33 كاميرا، مش هروح 33 كاميرا، هروح مثلا ب 20 كاميرا، هروح ب 13. هل من المعقول ان ما عنديش كاميرا على خط المرمى يا كابتن؟ مش ممكن. وانا مش عندي الجول لاين تكنولوجي، يعني مفترض انا بدل بعرض بسته اعرض بثمانيه، احط الكاميرا على الخط هنا وخط هنا. المهم النهارده بنتكلم في القصور من الكل. هناك بعض الحكام لم تتدرب بشكل جيد زي ما قلت، كان يجب اختيار حكام ذات الخبره. لما اجي اختار الفار اختار الحكام اللي عندها الخبره الكبيره، اللي هي عندها القدره ان هي عندها شخصيه. ده في مشكله ثانيه يا كابتن ايمن، احيانا الحكم علاء مهوب، وعلى الفار مع احترامي احمد بلال، هو علاء الان من احمد، ايوه علاء حاسس ان هو حكم كبير، أيه. واحمد لسه صاعد الخبرات قليله، دي بتعمل مشكله. محمود بسيوني حكم دوله يا كابتن؟ لا للاسف مش حكم دوله. اذا انا اختصار كنا بنتكلم فيها ان يبقى حكم الفار بنفس قوه النقطه اللي اتكلم عليها كابتن ناصر، نفس قوه وكفاءه حكم الساحه، أيه. لكن النهارده انت بتظبط بقى العمليه. ما ده المقصود من كلام الكابتن ناصر. طب انا باكد بس على الاختيار كان مهم، التقنيه كان لابد ان هي تاخد وقتها في التدريب، في الاختيار الشركه مهمه جدا جدا. قلنا ليه يا كابتن ايمن؟ كابتن ناصر بعد اذن حضرتك، معانا الحاله عملناها 3D مجسمه يعني، اتفضل، وهنشوفها دلوقتي على الطبيعه ونحكم. يلا بينا يا رجاله. اه يا كابتن ناصر، هي كابتن على الشاشه الكبير، هات ناحيه ثانيه. طيب طب كابتن ايه، بص كابتن انا عارف الفرق وراك، الجوشه الثانيه، بص الكوره كلها فين. تمام مش شايفين حاجه، كامل محيط. كابتن ايمن احنا اتكلمنا فيه، عدت كلها بالظبط، واحنا قلنا الكره تعبر بكامل محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت الارض، ده القانون. أيوة. وقلت مبررات ان الحكم ما شافش لان تمركزه ما كانش يسمح ليه ان هو يشوف الكره، وقلنا المساعد ليه ما شافش لان كان هناك اثنين لعيبه موجودين. اذا هنا كان دور التقنيه. ايوه يا كابتن، في الشاشه عند حضرتك دلوقتي. قلنا هنا دور التقنيه يا كابتن، هنا كان لابد تدخل في هذه الحاله اللي ما خدتش، وده انا بستغرب له. يعني هذه الحاله ازاي ما تاخدش معاك اكتر من 10 ثواني او 5 ثواني؟ هنا هدف، والهدف هنا احنا قلنا مؤثر في نتيجه المباراه، ودي المشكله. كتير من الماتشات كابتن احمد كابتن علاء النادي الاهلي كسب. كابتن الصوره اللي حضرتك جبتها والصوره اللي هي 3 دي دلوقتي ده الفيصل، لان في ناس بتقول يعني بتحاول تشكك ان ده مش جول، ان الكوره ما عبرتش كلها بكامل محيطها خط المرمى. كابتن انا اديتك بالبرهان الكوره عبرت ولا ما عبرتش من خلال اللقطه اللي فاتت، من خلال حتى الرجل المفروده، الرجل الشمال بالقياس بالرجل اليمين اللي هي على الخط. بهذه الحاله اللي انت حضرتك جبتها واللي هي ال 3 دي اللي موجوده، اعتقد النهارده كان هناك فار، والفار ما كانش موجود في هذه الحاله. هدف صحيح لم يحتسب نتيجه، سواء بقى قصور في حكم الفار، قصور في التقنيه. انا المهم عندي يا كابتن علي النهارده ايه؟ النادي الاهلي خسر النهارده بنتين. خلي بالك مش اول مباراه. وقلت كتير ان في اخطاء اثرت واخطاء لم تؤثر، في ماتشات جايه وهنشوفها. ان النادي الاهلي النهارده لم تحتسب ليه ركله جزاء والاهلي بيتعادل، اذا انت ضيعت مني اكتر من ماتش، اكتر من نقطه، وبالتالي هنا بنتكلم في التحكيم اللي كان يجب ان هو يكون باكثر من تطور او ايجابيه في هذه الماتش. كابتن ناصر ده يعني يمكن حضرتك هتكمل لسه، هتواصل هكمل. في ماتشات كان فيها اكتر من حاله هنجيبها زي ماتش النهارده كمان ونشوف. كابتن بيراميدز قبل كده عندي كابتن علاء، كابتن اسامه كابتن احمد بلال، حاله لكل مرحلهاش. هذه الحاله المهمه، وده انا بستغرب يا سيدي يلا على الفار. حضرتك من فضلك خلينا نروح للحاله ونشوف من خلال الحاله، هنجيب لقطه مش من عندنا. حضرتك ستوب، اديني الاعاده من فضلك لو سمحت ونشوف هنا. بص الزاويه، قدم اللاعب رافع الرجل، القدم هنا الاقرب، بس هنا. ايوه هنا، انا هنا كابتن عندي امكانيه لعب، في فرصه لاجي يلعب بدماغه، عندي فرصه ان انا اسجل بدماغي هدف. اذا النهارده لما المدافع يرتكب خطا، والخطا هنا الرجل ممدوده ومرفوعه في مستوى الراس، طب في مفاجاه، في حاله من حالات احمد فتحي تم طرده في هذه الحاله. حاله من حالات تحكيميه احمد فتحي تم طرده بخصوص هذه الحاله. اذا النهارده عندي حاله من الحالات المهمه داخل الصندوق
بستغرب في نص ملعب هو ادى فيها انذار يا كابتن، ادى فيها فاول انذار في نص ملعب بالظبط. يبقى النهارده دي لو فاول في نص ملعب سؤال، لو الحاله دي مش هروح لاحمد فتحي ده كابتن. في واحد في نص الملعب كابتن بلال فيها فاول وانذار يا كابتن ايمن. انا لو الحاله دي في نص الملعب هحسبها ولا مش هحسبها؟ هحسبها وهحسبها فاول طبعا. ايه الفرق؟ حسب يا كابتن واحده زيها بالظبط. بص هنا بص ادى فيها انذار. طيب خلينا بس احكي في حاجه مهمه جدا جدا. اتفضل. لو انا قلت ان خلال الزحمه في 6 يارد كابتن ابراهيم تمركزك ما كانش مظبوط يسمح ليك بانك انت تتواجد في المكان اللي تقدر من خلاله تاخد القرار الصحيح، صح؟ على الرغم ان احنا قلنا الحكم لابد ان هو يبحث عن زاويه رؤيه لما بيحس ان الامور مقفوله. انت شطارتك كحكم لابد انك انت تخش داخل منطقه الجزاء ماشي تشوف عشان تقدر تجيب التفاصيل كويس. طيب لو فاتته معانا الفار صح ما عنديش مشكله يا سيدي. اللي على الفار حضرتك، حضرتك انت من وجهه نظرك كحكم موجود على الفار شايف ان مفيش مخالفه، طيب ده دورك. بس هناك حكم في ميدان اللعب صح. هل انت النهارده استدعيته وقفت شويه واستدعيت الحكم هو يجي ياخد تفاصيلها وياخد القرار؟ لا للاسف لا. دول اصدار كانوا بيتابعوا ماتش الزمالك يعني ده كابتن معلش هي مش سخريه ولكن ده يبدو ان الناس اللي بره اللي على الفار دولت ما كانوش متابعين المباراه. كابتن ايمن احنا بنتكلم بجد، كابتن تعليماتك انا بتكلم بجد، احنا مش هنقولها بسخريه، انا بتكلم من خلال من اول الدوري دي تعليمات علشان خسر الدوري. انا شايف هذه لقطه كابتن علاء انت شايف هنا القدم والساق مفروده لحظه لعب اجيه الكوره تمام على الاقل كفار لابد انك تتدخل بالقرار وتشيك وتيجي بالحكم والحكم يشوف ياخد القرار. لو انت كمان مش متاكد من ان هي ركله جزاء خلي الحكم ياخد قراره صح. دي حاله من الحالات ايضا اللي الفار لم يتدخل شايف ان هنا هناك مخالفه بالمعايير اللي تحسب بيها الاخطاء سواء خارج منطقه الجزاء او بالمعايير اللي تم احتساب عليها اخطاء لنادي الاهلي وقلت بالخاص لعبه احمد فتحي كانت بالظبط كابتن علاء هي دي تم اشهار البطاقه الحمراء مباشره في هذه الحاله. اذا النهارده بنقول ان النادي الاهلي خسر النهارده. الاخطاء التحكيميه اللي تؤثر اللي بيفقد الفريق النقاط وهنا النادي الاهلي خسر نقاط. في انهي مرحله؟ قلت مرحله مهمه وانا قلت الكلام ده كابتن، قلت المرحله اللي جايه مهمه جدا في اختيار الحكام سواء كان حكام ده او حكام الفيديو. هقول حاجه ثانيه، من حظ الحكم احيانا ان الاهلي بيكسب او الفريق المنافس بيكسب، الاخطاء لا تؤثر، ولكن انا شايف هذه المباراه النادي الاهلي فقد نقطتين بسبب الفار اللي اعتقد النهارده ما كانش موفق تماما في هذه الحلقه في هذه الحاله والحاله اللي قبلها. وبالتالي بنقول يعني انا كنادي الاهلي بصرف، مجلس الاداره بيشتغل، في الجهاز الفني بيشتغل، لاعبين بتشتغل، ما تقوليش ان مستوى النادي الاهلي لا مش على المستوى الأول. من فضلك لو سمحت ما تكلمنيش على المستوى، كلمني على مستواك انت كحكام صحيح. هل الحكام النهارده ادت المهمه ولا ما ادتش؟ ده فيما يخص هذه المباراة. شايف ان هناك هدف من وجهة نظر من خلال الصورة هدف صحيح لم يحتسب، الكرة تعبر بكم محيطها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة. شايف هناك ركلة جزاء كان لابد من الفار، وبقول الفار بحمل الفار مسؤولية اللعبتين اللي الاولى كان يجب اتخاذ القرار صحيح، والثانيه كان يجب ان هو يستدعي فيها الحكم وخساره نقطتين في مرحله بالزبط. صعبه جدا 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 في الدوري العام. تمام. طيب خليك معانا كابتن، وهنرحب بدكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه الاهلي. ودكتور احمد كان ليه حاله كده رصد فيها عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه اللي كانت 13 نقطه وبمباراه النهارده بقت 15 نقطه. تمام. فالمسلسل ما زال مستمر يا دكتور احمد. الو الو. ايه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن علاء والكابتن احمد يا دكتور وكابتن اسامه وكابتن اسامه وكابتن ناصر. الله يخليك النهارده على التعادل، ولكن يعني خلينا نقول ان الموسم ده كده بعنوان الفار شاهد ما شافش حاجه. ده انا بشوفه ان ده ابرز عنوان الموسم ده. يعني النهارده كملت كده بقت 15 نقطه النادي الاهلي فقدها هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. صحيح.
خلينا نبدا كده بس يعني مباراه مباراه وكابتن ناصر معانا. نبدا الاول بمباراه وادي دجله اللي هي ديت كانت انتهت بصفر صفر. الحكم كان احمد الغندور وحكم الفار حسام العزب. حسام عزب دي كان فيها ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي لو نستعرضها. المفروض ان المباراه دي خلصت بالتعادل لو كان تم احتساب فيها ضربه جزاء. كان طبعا النادي الاهلي فقط فيها نقطتين لانه حصل على نقطه وكان المفروض النادي الاهلي يفوز بيها لو كانت ضربه الجزاء دي تم احتسابها. هنرصد الجدول الاول يا دكتور وبعدين هناخد الحالات كلها ورا بعض. دي اول مباراه. المباراه الثانيه مباراه البنك الاهلي كان حكم المباراه محمد سلامه وحكم الفار عمرو الشناوي. تم الغاء فيها هدف صحيح لايمن ضربه جزاء صحيحه لمحمد مجدي قفشه لم تحتسب. كده نقطتين تانيين برضو فقدهم النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه. صح. المباراه الثالثه مباراه بيراميدز انتهت بالتعادل 0-0. كان حكم المباراه جهاد جريشه وحكم الفار كان طارق مجدي. تم الغاء فيها هدف صحيح للنادي الاهلي اللي هو هدف بواليا وضربه جزاء صحيحه لم تحتسب على لصالح محمد شريك، وبالتالي كان يستحق النادي الاهلي نقطتين اخرين في هذه المباراه. صحيح. المباراه الرابعه مباراه غزل المحله اللي انتهت بهزيمه النادي الاهلي 1-0. كان حكم المباراه محمد معروف وحكم الفار كان كابتن سيد شعبان. كان هناك ضربه جزاء صحيحه محمد هاني الاهلي في نهايه الشوط الاول وكارت احمر لمدافع المحله في بدايه الشوط الثاني، وبالتالي انت لما يتحسب لك ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول يعني المباراه كان هيبقى تعادل وتاخد كارت احمر مع بدايه الشوط الثاني، بالتالي المباراه كان هتتفتح اكثر وبالتالي النادي الاهلي كان لا يستحق الهزيمه في هذه المباراه بسبب الاخطاء التحكيميه. لا وخلي بالك كمان المباراه ديت هدف المحله اللي جه من فاول غير صحيح. مظبوط صح، اضافه لكلام يعني ان الهدف كان من فاول ايضا. اذا النادي الاهلي كان يستحق الثلاث نقاط في هذه المباراه. مظبوط. المباراه اللي بعد كده برضو مباراه الزمالك اللي انتهت بالتعادل 1-1. كان حكم المباراه امين عمر وحكم الفار محمود عاشور. كان هناك ضربه جزاء لرامي ربيعه لم يتم احتسابها، وبالتالي ادي نقطتين كمان النادي الاهلي فقدهم بسبب الاخطاء التحكيميه. نيجي بعد كده لمباراه الاسماعيلي اللي هي انتهت بالاخيره اللي انتهت بالتعادل 1-1. كان حكم المباراه محمد الحنفي وحكم الفار كان محمود عاشور. كان هناك ضربه جزاء لصالح جونيور اجاييه لان الكوره كانت ما خرجتش من الملعب وكان باهر المحمدي دايس على قدم جونيور اجاييه وكانت ضربه جزاء صحيحه. صحيح. وبالتالي النادي الاهلي فقط نقطتين اخرين. المباراه بتاعه النهارده انا شفت تحليل كابتن ناصر انتهت بالتعادل 0-0. كان حكم المباراه ابراهيم نور الدين وحكم الفار محمود بسيوني. الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي، الكره عدت خط المرمى حضراتكم بتوها ب 3 دي، وكان هناك ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي لصالح جونيور اجاييه لم تحتسب، وبالتالي فقد النادي الاهلي نقطتين. لما نجمع كل النقاط ديت هنلاقي ان هم 15 نقطه فقدهم النادي الاهلي هذا الموسم في وجود الفار. عشان كده بدات كلامي ان هذا الموسم الفار شاهد ما شافش حاجه. انا بصراحه عندي اعتراض على الفار. انت ليه عامل الفار وانت مش عامل خاصيه الجول لاين تكنولوجي؟ يبقى ايه لازمه الفار؟ ايه لازمه الفار وانت بترسم الخط بتاع التسلل؟ يعني يا جماعه يبقى نجيب اجهزه، يا اما يعني احنا لو عندنا الفار وهنعمله نطبقه يبقى نجي نكمل اجهزته، ما نعملوش برضه تبقى حاجه على الكيف. طالما الجول لاين تكنولوجي مش موجود يبقى ملوش لازمه. يعني احنا بنشوف في اوروبا الحكم بيبقى معاه ساعه ده بساعه الساعه بتصفر ان الكوره عدت خط المرمى. مزبوط. لكن اللي بيحصل ده مش طبيعي يا جماعه. صدق الساعه دي لو معاهم مش هتشتغل برضو هنا. هيقول لك البطاريه عطلة. والله البطاريه توقف. يعني كده نشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. طب خليك معانا يا دكتور وهنستعرض بقى الحالات على الشاشه مع بعض. نبتدي يا كابتن ناصر بوادي دجله. تمام. احنا قلنا الاخطاء المؤثره التي تؤثر في نتائج المباراه اللي هي بيبقى في خطا تحكيمي والنادي الاهلي خسر بونتين او خسر 3 بونت. ماشي. نروح للحاله الاولى لو موجوده معانا واحنا موجوده كابتن اتفضل حللناها. لعب النادي الاهلي يخش بالكره هنا ستوب. حاله من الحالات الواضحه جدا جدا يا كابتن دي ما فيش فيها فصل بقى يعني ما فيش فيها تقدير كابتن علاء كابتن احمد. شد. احنا قلنا احيانا في العرقله او في المكاتفه ممكن نختلف 50-50. صح. صح؟ صحيح. لكن لما يكون هناك شد من الدراع هنا الشد واضح جدا جدا جدا. تمام. الحكم يبعد بالظبط 8 يارده او 7 يارده. نجيب الحكم بتاع الكابتن وجيه احمد وتمركز السنه دي في الدوري. النهارده حكم الفار لما يشوف لعبه ما يستدعيش الحكم الملعب.
دي برضو نفس القصه اللي احنا عايشينها دلوقتي. خلينا كابتن خلينا نحكي في الحال، خلينا نحكي في الحال. هل في مخالفه؟ في مخالفه. هل في نقطتين راحوا؟ طبعا. ده السؤال يا كابتن، ده السؤال يا كابتن احمد. صحيح. في مخالفه؟ طبعا طبعا. طيب في نقطتين راحوا؟ طبعا. يبقى احنا ما نجيبش كلام من عندنا. صح. نجيب الحاله ثاني من فضلك لو سمحت. خدت الحاله قبل ما تعمل عليها الزوم نشوف التمركز الحكم. ستوب. كابتن احمد كان هنا. بعيد. شايفها كابتن. كان يجب على الاقل يوصل لحد الخط منطقه الجزاء عشان يقدر يشوف التفاصيل. طيب. شايفها برضه. بس زاويه الرؤيه واضحه جدا يا كابتن. قلنا ان هو كابتن قدرها ان مفيش مخالفه او ما شافهاش. فين الفار يا كابتن؟ ده اللي انا بسالته يا كابتن مصطفى. ده بس النقطه. ادي اول حاله. طيب فين تدخل الفار في هذه الحاله؟ حاله الشد الواضح اللي خلال المباراه انتهت بالتعادل، وبالتالي هنا شايف ان ركله جزاء لم تحتسب صحيحه 100% نتيجه الشد او المسك الواضح هنا من الايد اللي كانت حاله من الحالات السهله اللي كان يجب تدخل الفار. دي حاله من مباراه كانت مباراه في النادي الاهلي فقط فيها نقطتين كابتن. طيب خلينا نروح ل ماتش البنك الاهلي اللي بعده. بعد كده حاله ايضا داخل الصندوق، وهنا للاسف الفار لم يستدع الحكم. واحنا قلنا الحالات اللي انت كحكم احيانا ما بتشوفهاش يجب تدخل الفار. تكون البروتوكول ماشي، لان انت بتديني احيانا حالات بتدخل فيها الفار والحكم بيجي لا تستدعي انك انت تستدعي الحكم فيها. ايوه. هذه الحاله من الحالات ايضا اللي كان هناك تعادل والنادي الاهلي خسر نقطتين، وبالتالي انا عندي اربع نقاط صحيح في مباراتين. فبرضه الماتش البنك الاهلي ده كابتن كان في حاله ثانيه، هنروح لدكتور احمد ثابت. يا دكتور احمد، ماتش البنك الاهلي كان في هدف لايمن اشرف، هنجيب الهدف. اتفضل يا دكتور. كان في هدف لصالح ايمن اشرف اللي هي بنشوفها عادي، احتكاك عادي في الملاعب الاوروبيه، اللي هي جابها براسه. ايوه هيك دكتور هيك. تمام. دي اللي غاها الفار. هو كابتن برضك احنا قلنا ايه؟ هو حسبها والفار هو اللي استدعاه. كابتن هو ايه الفايده؟ عندي خطا واثنين وثلاثه، النتيجه ايه؟ خسرنا نقطتين. ما هو خطا زي اثنين زي ثلاثه، ما انت خسرت البنطين. ايوه. بخطا، ما هو الخطا الواحد مؤثر. ايوه. احنا قلنا الخطا المؤثر اللي هو يؤثر في نتيجه المباراه، وان المباراه تطلع للاسف مش في صالح الفريق. صحيح. اللي هو بس احنا عايزين نوضح كمان يا كابتن ان في بعض المباريات كان في اكتر من خطا تحكيمي. يلا خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده. ماشي، نخش على بيراميدز. هنا حاله من الحالات ايضا يا كابتن، دي حاله واضحه جدا جدا. قد يفتقد الحكم التركيز واليقظه والتمركز. معاك، هرجع لجهاد. لا اديني اللقطه اللايف من فضلك لو سمحت. ماشي ماشي نمشي. ستوب. ستوب. بعيد الكابتن جهاد. جهاد على دايره المنتصف. احنا قلنا الحكم يجب ان يكون عنده توقع وقراءه. خلي بالك الكلام مش بنقوله من خلال الحالات عشان خاطر نعمل هجوم على الحكام، ولكن احنا ايضا بنخلي الحكم يبقى النهارده يبقى عنده القدره ازاي يطور من اداءه كابتن ايمن في خلال هذه الحالات. هنا جهاد عنده توقع شويه مش موجود، ونشوف الكره لما تخش داخل الصندوق. ستوب. هنا جهاد للاسف مش موجود خالص يا كابتن. اذا هو ما عندوش التفاصيل، ما عندوش القرار. طب هل في مخالفه؟ نشوف هل في مخالفه ولا مفيش. انا بحمل دي لمحمد شريف. شوف مش بحملها اعترض يا ابني. نشوف مفيش. بص سمع. نشوف. ده اعتراض؟ مش اعتراض. تعال هنا بقى. يعني انا ماشي. يعني طبعا الفار غلطان طبعا والحكم غلطان، لكن انا كلعيب لازم انا اخد حقي يا جماعه. لازم اسعى ان انا اخد حقي. لعيبه الاهلي طيبه بس خلاص. بس نقف في الاعتراضات جدا. نقف 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 نقف. الكره البنالتي واضحه 100، احنا شفناها في الماتش. خلينا بس لحظه التلامس من فضلك. واضحه 100% يا كابتن ناصر. طيب انا هنا اللاعب حمشي في النجاح في لعب الكوره. اللاعب المدافع هنا ما عندوش القدره على اللعب وما عندوش التنافس، وبالتالي عامل يا كابتن هنا. نشوف هنا القدم خد رجليه بالكوره والرجل اليمنى بتركل قبل لعب الكوره الرجل اليسرى لمحمد شريف، وبالتالي هنا جهاد يدى كره ركنيه على اساس ان اللاعب المدافع نجح في لعب الكوره. للاسف هو اللاعب المدافع لم ينجح في لعب الكوره، واللي نجح في لعب الكوره كان محمد شريف. طيب تعالى يا سيدي يلا على الفار من فضلك. هل هذه الحاله كابتن علاء مش ركله جزاء؟ انا بتكلم بس عشان ايه بشرككم معايا. هذه الحاله دي ركله جزاء واضحه طبعا. واضحه جدا جدا جدا. الفار طبعا. النتيجه كانت ايه يا كابتن؟ لم تحتسب في مباراه بيراميدز، وحصل فيها تعادل والنادي الاهلي خسر فيها فعلا نقطتين. احنا ماشيين مباراه عشان ما حدش يقول ان احنا بنجيب حاجات مش من عندنا. كابتن هذه الحاله النقطه المشتركه في كل الاخطاء
ان لعبه زي دي واللي قبلها واللي بعدها حكم الفار ما بيستدعيش حكم الساحه علشان يشاركوا الراي حتى ويقول له ويوريه اللعبه عن قرب. دي دايما بتحصل كابتن اسامه. انا قلت ليه السبب؟ لان احنا قلنا في اختيار حكم الفار لابد ان يكون عنده القدره الشخصيه التحكيميه تكون موجوده، عنده الخبرات تكون موجوده، عنده القدره على تفسير القانون. تفسير القانون مش اي حد يقرا القانون يا كابتن ويطبقه، ما انا ممكن افهم القانون قوي ولكن في التطبيق عندي مشكله في تطبيق القانون. هنا كان في استعجال في اختيار حكام الفار. يلا خلينا نروح ليه هنا. طبعا ركله جزاء هنا واضحه جدا جدا، الفار لم يتدخل وبالتالي هنا فقد ان الاهلي نقطتين كانوا في هذه المباراه. نمر ونروح للحاله المباراه اللي بعد كده. ده كان في جول بتاع بواليا كان. ما هو ده بواليا ده الجول. هنا في نفس المباراه جهاد هو مصفر. طيب هو هنا انا بسال سؤال يا كابتن، حتى لو انت جهاد عندك التفاصيل المهمه ان هنا في مخالفه، احنا قلنا البروتوكول بيسمح باستمرار اللعب، يعني ايه؟ خلي اللعبه تواصل تكمل بما الفار يجيبك. ايوه وانت تشوف ان هنا المخالفه لا توجد مخالفه وبالتالي هنا ايه؟ يبقى على الاقل لما يجي هدف يا كابتن اسامه يبقى على الاقل انك انت اتاكدت من احتساب. أيوة. لكن لما انت بتصفر بتقتل اللعبه وبالتالي هي تبقى فيه مخالفه. دكتور احمد بعد اذنك كابتن ناصر، دكتور احمد برضو الكره دي ما فيهاش اي تلامس من بواليا لشريف اكرام، وكان حكم الفار يعني لو ركزنا مع الاسماء كمان هتلاقي حكم الفار طارق مجدي محمود عاشور هم دايما اللي بيلغوا الاهداف، معرفش ليه يعني. نركز مع الاسماء تحديدا طارق مجدي، وطارق مجدي برضو موجود على فكره نادي الزمالك برضو اتحسب ليه 13 نقطه هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه اغلبهم برضو من الحكم طارق مجدي، لكن الهدف اللي قدامنا ده بصراحه هدف صحيح طبعا ما فيهوش اي حاجه يعني. مظبوط تمام. اتفضل يا كابتن. خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده كابتن اسامه. المحله بعد كده المحله ركله جزاء محمد هاني. طيب ماتش المحله والنادي الاهلي وكان الحكم الدولي محمد معروف. طيب هرجع لللايف بعد اذنك من فضلك لو سمحت. ستوب هرجع تاني هرجع تاني. يلا خلينا نمر ونشوف نمشي. وصول متاخر للحكم الدولي محمد معروف لم يكتشف التفاصيل، وقلنا الحكم الشاطر يا كابتن ايمن هو الذي يبحث عن التفاصيل صحيح الدقيقه، وقلنا ما عندكش مشكله يا سيدي انت ما شفتش نتيجه التمركز ونتيجه عدم التوقع وقراءه اللعب، عندنا الفار في هذه الحاله. هنا انا قلت نشوف هنا محمد هاني نروح الفخذ والركبه اعاقه واضحه جدا جدا جدا، الاعاقه بالركبه وبالفخذ، وشايف ان هنا ركله جزاء. هنا الاعاقه موجوده كابتن هنا بالركبه، وهنا كان يجب على الفار. هذه حاله من الحالات المهمه جدا جدا على فكره صح. ان حكم الفار في هذه المباراه تم ايقافه، ولكن السؤال الاهلي استفاد ايه؟ السؤال هو حضرتك لما توقف الحكم طب الفريق خسر ثلاث نقط او نقطتين صحيح، وبعدين ما هو بيرجع يلعب تاني. لا المفترض يا كابتن احنا بنقول في البدايه كان يجب اختيار الحكام تاني، بقول بما اللجنه اللي موجوده عندها الاوبشن مش كتير لان الحكام الفار خلاص اللي انت اللي بتلعب بيهم. هنا ركله جزاء لم تحتسب ليه محمد هاني في هذه المباراه، في نفس المباراه دي يا كابتن بعد اذنك كان في حاله طرد لمحمد فتح الله مدافع المحله الفرصه المحطمه الثاني. تعال نروح للحاله اللي جايه. زي ما قلت هنا انا مش بقول كلام من عندي ولكن انا بتكلم على صوره، هي دي حاله الطرد. هنا باص معمول في بدايه الشوط الثاني دي. هرجع هنا، اولا محمد شريف تمركزه سليم لا يوجد تسلل يا كابتن. نمشي بالكره وهقول لك امتى تقف عشان نحكي في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن. هنا ستوب ارجع تاني. السؤال هنا للكل لحضراتكم اللي موجودين، ان لم ترتكب هذه المخالفه يا كابتن احمد، ان لم ترتكب هذه المخالفه محمد شريف عنده القدره يروح انفراد ولا لا؟ طبعا سؤال عنده القدره يروح. طب هتكلم في معايير ثانيه، احنا قلنا الفرصه المحققه ومعاييرها يا كابتن اسامه معلش اسمح لي بس انا هتكلم في النقطه دي مهمه جدا اتفضل، ودي بنحفظها دايما لحكامنا يا كابتن احمد. عشان تقول في فرصه محققه وبطاقه حمراء لابد ان عندك اربع معايير. نمره واحد
نتكلم على المسافة ما بين المخالفة والمرمى. المسافة تسمح تماما لأن المسافة قريبة. المسافة قريبة. العنصر الثاني وهو الاتجاه العام للعب. هل الاتجاه العام ناحية النادي الأهلي ولا ناحية غزل المحلة؟ الاتجاه العام للعب هو ناحية مرمى غزل المحلة. أدي عنصر اثنين. نمرة ثلاثة بنتكلم في السيطرة وتمركز المدافعين. تعالى من تمركز المدافعين، هو آخر مدافع كان فينا يا كابتن هنا كان بعيد. صحيح. إذا محمد شريف لو استحوذ وسيطر هيروح، يبقى هذا المدافع ده مش هيلحق يروح له. مظبوط. وبالتالي كان رايح انفرد كده. هذه الحالة برضك أنا يعني أنا قلت الله، يعني إحنا حكامنا شاطرين في اللعبة دي قوي. طيب الحكم لم يعني يستطيع التأكد. صحيح. من إن هنا في تحمر ولا لا. فين الفار؟ موجود كمان. بص فين الفار؟ أولا اللعبة الحكم هنا على دايرة نص الملعب. نرجع للفار برضه، يبقى المشكلة في فين الفار؟ صح كابتن بلال، ده ماتش خسرك 3 بوينت. طبعا ماتش المحله وحاجات مؤثره جدا وسهله جدا على الحكم. بلالتي وجول ما يتحسبش الناحيه الثانيه كابتن. انا بسال سؤال من فضلك، يعني لو انت فاول بتاع الجول مش فاول يعني كابتن من فضلك لو سمحت ملخص الفار. انا كحكم ممكن في الملعب عندي اللوكيشن اختلف، قلت اختلف ان اللاعب ده المدافع ده كان ممكن يلحق او اللاعب ده كان ممكن مش عارف ايه حاجات كتير. طب فين الفار؟ بوقت اللي بره. فين حضرتك؟ فين يا سيدي؟ فين الحاله دي؟ ده انت لم تستدعي الحكم في ركله الجزاء محمد هاني، ما راحش شافها، ولم تستدعي الحكم في هذه اللقطه اللي هي ايه كانت تقريبا في الدقيقه 46 من الشوط الثاني، يعني لسه في اول الشوط الثاني. لما نقول بطاقه حمراء الفرق ينقص ويلعب 10، لما ركله الجزاء لم تحتسب وضربه جزاء. يعني هنا كل دي يا كابتن اسامه حاجات اثرت على نتيجه طبعًا المباراه بالظبط في 3 بونت بيضيعوا. وهو خلي بالك في حاجه عندي انت عايز ايه تاني؟ مش دفاعا على لعيب النادي الاهلي كابتن احمد. لعيب النادي الاهلي برضك هم يعني ايه ما بيعترضوش. ما انا لسه بنتكلم يعني 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 ايه احيانا احنا بنشوف. بص يا كابتن، بص يا كابتن، انت لازم تجبر في اللقطه دي بالذات، في اللقطه دي بالذات والكادر مش موجود بره برضه. هقول لك الجهاز الفني وموسيماني وسيد عبد الحفيظ يعني كتير لمحمد معروف عشان يروح يشوف اللقطه في الفار. وهو في تعليمات من وجيه احمد للنادي الاهلي. اللعب كله يا كابتن، بص لو انا احط لك حكم ضعيف في الميدان احط لك حكم قوي في الفار عشان يبدا يشتغل. نفس الكلام ممكن اعملها العكس كابتن اسامه. كل العاب لحضرتك عرضتها دلوقتي. بس لما يكون كابتن اسامه الفار ما بيسالش الحكم، لما يكون حكم دوله كابتن، خلي بالك انا حكم دوله حتى انا بخاف على اسمي كابتن احمد. صحيح. حكم النهارده مصنف في الكاف، مصنف في الاتحاد الدولي. المفروض تلعب لنفسك، تلعب لاسمك. انا بتكلم كحكم، عندك الكونسيدريشن، عندك الثقافه، عندك القانون، عندك التطبيق. زي ما قلت انت حتى كحكم دولي في لعبه ديت الفار لم يستدعيك. عارف كابتن علاء البروتوكول بيقول ايه؟ انا بطلب من الفار من فضلك اللعبه دي يا ريت تقول لي فيها فرصه واضحه ولا لا. انا كحكم ما عندكش مشكله، انما الفار لم يستدعي الحكم كوره النهارده. لم يستدعي الحكم والحكم ما طلبش بطاقة حمراء نتيجة الفرصة المحققة، والمعايير موجودة في هذه الحالة تماما دون المجاملة ودون كلام مش مظبوط. بنتكلم طبقا للقانون وطبقا للتطبيق القانوني. هذا ماتش غزل المحلة، النادي خسر فيه 3 بونت كابتن علاء. خلينا نروح للمباراة اللي بعد كده، ماتش الزمالك كابتن. حالي للأسف الشديد هي يمكن المخرج هنا في المباراة هتيجي من زاوية في المباراة كابتن ما عادش اللعبه دي. بص في وقتها من الزاويه دي بقى يا كابتن، بص الزاويه هنا، رامي ربيعه هناك على البعيده. بص القدم على القدم. تمام. رامي ربيعه هناك، القدم على القدم يا كابتن. هو هنا يا كابتن، هنا في اللقطه دي في نفس اللقطه هو لم يعني بص يا كابتن يرجع اللعبه او نشوفها. بص صح. ولكن هنا شايف ان القدم على القدم فوت اون فوت. مظبوط. هنا كان يجب تدخل الفار، وزي ما قلت انت اللي شايف حكم برضك هيبقى عنده صعب ان هو يكشف التفاصيل. هو احنا بسال سؤال يا كابتن، هو احنا عملنا تقنيه الفار ليه؟ عشان تحقيق العداله التحكيميه وتقليل الاخطاء اللي موجوده داخل ميدان اللعب. للاسف الشديد انا شايف ان زي ما قلت لما يكون ما عنديش تقنيه خط المرمى اللي هو الجول لاين تكنولوجي، لما يكونش عندي الكاميرات اللي موجوده تغطي لي خط المرمى هنا وهنا، لما ما يكونش عندي حكام ذات خبره على الفار، ما كان يجب ان احنا نستعجل فيه ان احنا نبدا الكلام ده. انا مش قلته النهارده، انا هذا الكلام قلته اكتر من خبير تحكيمي قاله، ان احنا استعجلنا في تطبيق تقنيه الفيديو لان للاسف الشديد النهارده انت بتتحمل مخاطر هذه التقنيه في هذه الحالات التحكيميه. صحيح. خلي بالك ده كابتن ماتش مع المنافس مباشره اللي هو بينافسنا واحنا بننافسه على البطوله من بدايه الدوري حتى الان. ماتش انتهى بالتعادل برضه، يعني وده انتهى بالتعادل. يعني خلي بالك يا كابتن الماتش ده بثلاث نقط
تمام. احنا خسرنا نقطتين والمنافس كمان خد نقطه. بالظبط. احنا قلنا كابتن الاخطاء التي تؤثر هي الذي النادي بيفقد فيها نقاط. وحظ التحكيم لما يبقى حلو، خلي بالك ما في ماتشات كتير النادي الاهلي كسب. ايوه. كان في اخطاء تحكيميه. ايوه. مش بنجيبها. ايوه. احنا لو هنجيب الاخطاء التحكيميه النادي الاهلي كسب فيها مش هنجيبها. صحيح. لان هي لم تؤثر. يعني ولكن الاخطاء التحكيمية التي تؤثر دي. هذه ليه. الاخطاء التي بنحكي ده بقول لك يا كابتن رجل وايد يعني كابتن علاء كمان خد باله من حاجه كويسه جدا رجل وايد رجل وايد يعني واضحه جدا شايف الرجل تحت تمام واليد فوق في الدراع هي الرجل يا كابتن كفيله انك انت وانت بتجري اي حد بيدوس على القدم اللاعب يختلي توازنه وما بيقدرش يكمل بالسرعه خلينا نروح للمباراه اللي بعد كده ماتش الاسماعيلي إيه الحاله دي يمكن انا حللتها وقلت ان التصوير ما كانش واضح وهل الكره عبرت خط المرمى اثناء ارتكاب المخالفه ولا لا وقلت ان هنا الصوره لم توضح خلينا نتكلم بامانه لو هنقف هنقف ارتكاب المخالفه واديني زاويه تقول الكره موجوده او مش موجوده هنا من هنا نقدر ها نمشي تاني ستوب نمشي هنا الكره لم تعبر خط المرمى حد يقول لي بس انت قلت ان ممكن اللعب يستمر هقول لك نمره واحد انا قلت ايه بالظبط في الحلقه اللي فاتت قلت ان انا هل الكره عبرت خط المرمى لان الكره لما بتعبر خط المرمى هنا في حاجه اسمها شروط احتساب المخالفه يا كابتن علاء ان الكره تكون موجوده داخل الملعب وقلت لو الكره خرجت اثناء المخالفه ما يجب الحكم احتساب المخالفه بالظبط في هذه الحاله انا اتكلمت فيها في المباراه دكتور احمد اللي اعتقد ان الكره دي واضحه جدا انها لصالح جونيور اجايه وضربه جزاء لم تحتسب برده ما خرجتش كمان يعني احنا ما اتاكدنا يا احمد ان الكره ما خرجتش خلاص احنا اتاكدنا وفيها يعني استخدام قدم القدم بتاعه الباهر المحمدي مدافع الاسماعيلي دايس على جونيور اجايه فدي يعني دي ضربه جزاء كمان كان الحكم الفار محمود عاشور يعني محمود عاشور كان موجود حكم فار في مباراه الزمالك اللي كان فيها ضربه جزاء رامي ربيعه وكان موجود حكم فار في مباراه الاسماعيلي اللي انتهت بالتعادل فيها ضربه جزاء لجونيور اجايه صحيح وبالتالي يعني انت كده لما نحسبهم كلهم على بعض هتلاقي 15 نقطه طبعا بمباراه النهارده كمان طلائع الجيش يعني الغاء هدف وضربه جزاء لما نعدهم على بعض هنلاقيهم 15 نقطه فقدهم النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه وده احنا مش بنبرر يعني ان احنا بعدنا عن الدوري بالاخطاء لا ده للتوصيف انت بتوثق حاجات حصلت صحيح فعلا وده سبب من الاسباب الاساسيه ان انت تبعد عن بطوله الدوري ده غير كمان ان الخصم يعني فرق باربع نقط صحيح ده غير كمان ان الخصم استفاد في بعض المباريات بكمان كم نقطه 13 نقطه وكمان تمام في حالات تانية معانا الحالتين بقى اللي احنا قلنا عليهم النهارده بتوع طيب. طلع الجيش بس انا عايز اسال حاجه سؤال يا كابتن في الكوره دي تمام هل الكوره بتاعت جونيور اجايه دي بالظبط الفار بره ما يقدرش يجيبها من كذا زاويه كابتن هدي المشكله بص كابتن ايمن انا قلت ايه ما عندكش القدره انك انت تطبق تقنيه الفار من فضلك ما تستعجلش احنا اتكلمنا في يا كابتن احمد ممكن ست كاميرات في ميدان اللعب يغطوا الحالات التحكيميه ده السؤال في البدايه ناصر والله كل الحاجات بتقولوا ده وكل حاجه اوكي مش محتاجين حته تقنيه الفار احنا محتاجين حكم قاعد بره على الفار عنده ضمير طب بعد اذنك كابتن اسامه بس كابتن اسامه بعد اذنك نتكلم في كم نشكر الدكتور احمد دكتور احمد نشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا طيب. نورتنا للي عملوا الفار معانا ان ديت النقاط اللي النادي الاهلي فقدها بسبب الاخطاء التحكيميه لكن كان في اخطاء ثانيه تحكيميه ضد النادي الاهلي بس الاهلي كسب الماتشات دي النادي أيوة الاهلي السنه دي ليه 11 ضربه جزاء صحيحه لم يتم احتسابها في وجود الفار والنهارده الهدف السابع الصحيح اللي ما اتحسبش للنادي الاهلي صحيح. في وجود الفار صحيح فربنا يسهل كده ونتمنى ان الموسم الجاي يتم معالجه ده لان احنا مش هنستحمل اخطاء تحكيميه ثاني بالشكل ده صحيح شكرا جزيلا دكتور الف شكر كابتن ايمن الخلاصه اتفضل يا كابتن احنا قلنا انا من ذنب الانديه اللي هي كابتن علاء بتصرف حضرتك مدير فني مع الجهاز بيشتغل وبيجتهد في مجلس اداره بيشتغل وبيجتهد في مصروفات بتتصرف على الفريق في لاعبين بتتجهز وبيتم اشرائها طبعا ان الكل مش النادي الاهلي بس بتكلم على جميع الانديه يا كابتن مش النادي الاهلي بس طبعا انا النهارده مش مشكلتي حضرتك النهارده بتدير اقوى دوري موجود في مصر كويس
حضرتك بتطبق التقنيه؟ لا، لابد انك انت تطبق التقنيه كامله متكامله. نقف عند النقطه دي، تطبق التقنيه كامله متكامله. كامله متكامله عشان تطبق التقنيه كامله متكامله دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه المنوط بالمسابقه، اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بالظبط هو المسؤول اساسا عن الامكانيات اللي هي مش متوفره دلوقتي. بالظبط، بس خلي بالك اتحاد الكوره الحالي عشان بس نكون واضحين ونوضح. أيوة. ان اللجنه الثلاثيه ديت هي جت وكانت التقنيه موجوده وكان الدوري شغال بهذه التقنيه، حتى هم اعترضوا. كويس. اللجنه الثلاثيه اعترضت على الشركه اللي بتنفذ هذه التجربه في مصر، وكانت ليها مطالب كثيره جدا ان لابد من تعديل بعض الامور خاصه بالتكنولوجيا وخاصه بحاجات كثيره جدا وخاصه بالامور الماليه، وما زال حتى الان حتى مفيش تواصل كابتن احمد ما بين اللجنه الثلاثيه اللي موجوده وما بين الشركه اللي بتنفذ. ولكن هرجع لنقطه مهمه جدا، القصور موجود. أيوة. لا موجود، ولكن الضحيه الانديه. الضحيه الانديه، كاس عالم 2018 كانوا هناك 33 كاميرا يا كابتن احمد. صحيح. أيوة. يا سيدي مش قادر اطبق، اجل وخلي الحكم يشتغل حتى يبقى معذور. الحكم لما يبقاش موجود التقنيه معذور، اقدر اعذره اقول ان هو ما شافش، انما في وجود التقنيه النهارده لا، اخطاء موجوده في وجود التقنيه اللي هي المفترض النهارده اللي هي تحقق العداله التحكيميه للجميع. صحيح. او على الاقل تقلل من الاخطاء التحكيميه. طب كابتن، الامكانيات الماديه بتاعت اتحاد الكوره تسمح ان يجيبوا الحاجات دي ولا ما تسمح؟ امكانياتهم الماديه، انا كابتن، انا بالنسبه لي كنادي مش مشكلتي. لا انا بتكلم، لا مش مشكلتي برضك. هل حضرتك انت بتدير مسابقه قويه؟ ايوه. انت كاتحاد كوره عندك القدره انك انت تطبق التقنيه بشكل كامل. اوكي يا كابتن، ما عندكش سمح. خلينا نتكلم يا كابتن اسامه. كابتن انا بكلمك، انا عايز يقول ان انت هل ممكن يعني الاستادات اللي بتلعب على الماتشات يبقى في كل استاد 33 كاميرا؟ هل في امكانيات لكده يا كابتن؟ كابتن انا اديت مثال، انا ارقام الحاجات دي اديت مثال ب 33 كاميرا كابتن احمد. يا سيدي بقول لك من فضلك انا مش عاوز 33 كاميرا يا كابتن ناصر لاضعف الايمان. انا عاوز كاميرا على الخطوط. والله بتكلم كاميرا على الخطوط، انا بتكلم في حاجات مقبوله. انت بتتكلم في الكاميرات والتقنيات والكلام ده كله، هل اللقطات اللي احنا شفناها دي لحكم الفار اللي قاعد في غرفه الفار دي ظاهره له ولا لا؟ ظهر له حالات تحكيميه كتير ظاهره. ليه الحكم باللقطات اللي احنا بنشوفها دي ما بيستدعيش حكم الساحه؟ خلي بالك دي احنا عاملين نتكلم في سكه. لا، في تعليمات اصلا رايحه لهم لحكم الفار. انت حضرتك ممكن ما تقولهاش لكن انا هقولها. في تعليمات راحه من وجيه احمد، خلينا نتكلم بكل صراحه، قبل المباريات وخاصه قبل مباراه النادي الاهلي، وان هي مبيته من اول الدوري. هنقعد نقول اصل الكاميرات، اصل التقنيات، اصل اللجنه الثلاثيه؟ لا، في تعليمات موجهه من وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، النادي الاهلي ما ياخدش الدوري السنه دي. هو دي القصه وده الموضوع. النهارده اول مباراه في وادي دجله نشوف خطا تحكيمي بالشكل ده، كل المباريات بالتدريج بالشكل ده، في حكم الفار ما يستدعيش حكم الساحه علشان يشوف اللعبه. في المقابل بنشوف انديه في الدوري الممتاز المباراه بتقف 5 دقائق 10 دقائق عشان يشوف لعبه، احنا كمتفرجين بنحكم عليها من اول دقيقه. اصل هي الكلام ده عمل كده يا اسامه، كلام الكابتن اسامه صح يا كابتن. ليه بوضوح؟ انت حضرتك ليك الحكام زمايلك ممكن تبقى محرج تقول الكلام ده، لكن احنا بنقوله ان احنا شايفينه واضح بكل الظهور. اللقطات دي بتظهر لحكم الفار. ايه اللي ما يستدعيش النهارده ان انا استدعي النهارده ابراهيم نور الدين علشان تعالى شارك انت اللعبه وقول في اللعبه المفروض. دي يبقى دي تعليمات موجهه من وجه احمد. لان انا كابتن خلي بالك، كابتن انا رايي على الفار جوه تمام، ما ببصش على اللعبه ورايي تقديري يعني اقول لا دي ما فيهاش حاجه. لا بالعكس، اي لعبه فيها شك انا لازم اجيبها بالظبط، ولازم اجيب الراجل دوت يقول رايه. كابتن ايمن، احنا اتكلمنا في البدايه وقلنا الكلام ده، قلنا ان عندنا قصور في اختيار حكام الفار. كابتن علاء، طب ومين يدفع ثمن الموضوع ده؟ بالظبط يا سيدي، ما انا قلت الضحيه. ما انا قلت كابتن الضحيه للاسف النادي الاهلي. كابتن ايمن من فضلك، انا قلت ايه؟ انا قلت الانديه ليس لها ذنب. ثانيه واحده بس يا كابتن ناصر، ثانيه واحده بس. اتفضل. هو انا لما اجي في اخر الدوري ومباراه حاسمه المفروض اعمل ايه؟ على الفار، مش على الملعب، على الكل، على الميدان وعلى الفار. طبعا على الفار، على الفار. سيبك من الميدان، خليك الملعب بس، خليك في الميدان. تمام. خليك اجيب مين؟ طيب اجيب مين؟ احنا قلنا الكلام ده كابتن، وانا قلت ايه في الحلقه اللي فاتت؟ سؤال قلت من فضلك. ما انا قلت لا، قلت ان اخر اربع مباريات يا كابتن علاء من فضلك اختيار الحكام مهم جدا جدا، سواء حكام الميدان، اختيار حكام الملعب دي حاجه ثانيه خلاص احنا اتكلمنا فيها. الفار لازم اجيب حكم دولي يتحكم في كل شيء، شخصيته معروفه، هو اللي بقى يخاف زي ما حضرتك قلت ايه، يخاف على اسمه. بالظبط. ما اجيبش مع احترامي الكامل لكل الحكام،
ما يجيبش حكم لسه مبتدئ او حكم مش متعود يعني ايه فار او حكم بيصعب قرار واديله مشاصه دي. يعني ثانيه واحده معلش يا بلال، هو ايه ذنب النادي الاهلي ان حكم ما عندوش خبره ولا كبير يدفع لي كل النقاط دي ليه؟ 15 نقطه يا كابتن ناصر، يعني هذا اقصى نقطتين ثلاثه، وبعدين 15 نقطه كابتن دوري 15 نقطه اخسرهم بسبب الفار. وبعدين بص يا كابتن ناصر، كل الحاجات الحالات اللي حضرتك جبتها دلوقتي ودكتور احمد على فكره مش محتاجه بقى ولا كاميرات ولا حاجه خالص، دي حاجه واضحه وضوح الشمس بالظبط. يعني ده يعني البنالتي بتاع بيراميدز ايه، واحد شايط رجله ماسكه الايد ايه، مش محتاجه مش محتاجه حاجه خالص كابتن على فكره. من يبقى الحاجات دي كلها ما تدفعش مال. انا كابتن ايمن، كابتن علاء، احنا من خلال عشان يبقى كلامنا مقنع، انا ليه بفسر الحالات دي كابتن؟ عشان الجمهور يشوف. ما انا لو طلعت قلت ان التحكيم ضد النادي الاهلي وسكت، كلام مرسل، كلام مرسل مش مرسل بالحالات دلوقتي يا سيدي، كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا بتكلم النهارده في ايه يا كابتن؟ بتكلم في حالات تحكيميه، بشرح الحالات التحكيميه. ما عنديش مشكله الحكم مشكلته مش فاهم القانون، ما عندوش تطبيق، الفار ما عندوش خبره. انا قلت كابتن علاء في البدايه ايه؟ ما ذنب الانديه اللي بتصرف واجهزه بتتعب ولا لا لا لا، هو اسمها ايه ذنب الانديه؟ هو ايه ذنب النادي الاهلي اتكلم في 15 نقطه عشان حكم فار معلش ما عندوش خبره وما عندوش تقدير وما يعرفش ان ايه في اخر اربع مباريات فيها حسم بطوله لعيبه وجهاز وجماهير اتقتلت. انت بتتكلم من بدايه الموسم انا بتكلم مع كابتن علاء في الحته دي على فكره. يعني ايه ذنب ايه ذنب الناس كلها؟ ده مجهود سنه، ربنا رايد او شاد، حاجه مش بتاعتنا، بس اديني حق على الاقل. انا على فكره يعني مع احترام الكامل لكل الفرق، مش هفرق معاه بطوله الدوري تروح مني، ما شاء الله يعني انا عندي ارقام تسد عين الشمس. اللي انا بطلبه العداله، بطلب العدل، انا مش طالب حاجه زياده على فكره، عدل يا اخي ادينا حقي بس، اكسب بقى اخسر، الدوري يروح للمنافس، ده مش بتاعتي، لكن على الاقل احس ان انا باخد حقي في الملعب. ده النهارده النهارده ده انا قلت كلمه برضه وبعيدها ثالث مره، لو انت مش عايز تديني ال 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 اعمل البنالتي المسلسل كويس، اكذب يا اخي. لا مش اكذب، يعني حياته كمل يعني التمثيليه بالكذب كويس، اربع خمس دقايق وروح اقول له لا ما فيهاش حاجه. ايوه كانت كل المناقشه دي ما حصلتش، مع ان احنا على فكره وبرده حتى احنا برده انا مقتنع تماما ان انا ليا حق النهارده، المباراه اللي راحت مني دي مليون في الميه، بس خليك ذكي يعني، بتحس تضحك عليا اضحك بذكاء شويه، ما تبقاش واضحه قوي كده. ده يا كابتن دي ما خدتش 10 ثواني، 10 ثواني، 10 ثواني ما خدتش اللعبه زي كده، ما ينفعش. بقول لك يا كابتن انت عارف انا ممكن اقول لك في ال 10 ثواني ده قال له ايه؟ كمل كمل. والله قال له كمل. طب ما قال له كمل يا كابتن ايمن. ممكن ما يكونش بص اصلا على الحاله يا كابتن ايمن، يا كابتن ايمن ما بصش على الحاله اصلا. كابتن ايمن انت النهارده انت ليه انت جيت اخر اربع ماتشات وهتلاعب الفرقه كلها في نفس التوقيت عشان الفير بلاي صح؟ عشان يبقى انت النهارده انت العدالة. كل عشان العداله ده يبقى الفيلم يكتمل، عشان الفيلم يكتمل. لا ماشي، خلينا سيبك من الفيلم، خلينا بنتكلم في الطبيعه اللي انت بتقوله يعني. ماشي طب ما طبيعي بطبيعه الحال انت عارف ان اربع مباريات حساسين جدا، مباريات مهمه جدا. هقول لك يا كابتن ناصر، كابتن احمد، اهلي او زمالك، انا قلت كابتن النهارده اي ماتش السيمي فاينل في افريقيا بالظبط تمام، البطوله افريقيا انت بتجيب حكم رقم واحد هنا وحكم رقم واحد هنا، ما بتجيبش حكم من رقم واحد وحكم من رقم خمسة وستة. كابتن وكابتن الصباحي حكم انت عارف ان الماتشات دي مهمه جدا. لا 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 طب لا ماشي كابتن، كابتن ده حكم مش دولي كابتن. بص في في, في في وقت صعب جدا جدا كل لمسه انت بتتحسب عليك. كابتن احمد احنا قلنا في البدايه يا جماعه نفهم، يعني نفهم الناس اللي اختارت حكام، الحكام اللي موجودين حاليا هم اللي هيلعبوا، اللي هم ما زالوا يلعبوا في بدايه التقنيه حتى وقتنا هذا، هم دول تم اختيارهم يا كابتن، الفار فار والحكم حكم. ماشي ما عندكش القدره تختار من بره، ما عندكش القدره تجيب حكم من بره، ولكن الحكم صح. اللي بيدير هو حكم يحمل الرخصه سواء كابتن عندنا عندنا كام حكم دوري كابتن؟ محتاج انا اسف اتكلم كابتن، طب اديني فرصه اتكلم انا اسف مش فاهم حد، ولكن انا بقول ايه؟ انت النهارده تم اختيار الحكام ماشي اللي على الفار، وانا قلت في البدايه كان الاختيار مش موافق خاطئ، مش موافق، انا بتكلم كلام دي حقيقه حضرتك قلت كده، مش موافق لانك انت يجب اختيار حكام الفار من حكام الخبره. احنا عندنا تقنيه بتطبق جديد يا كابتن احمد، الحكم الفار هو الحكم اللي يعطي الثقه للحكم، الحكم الفار هو الحكم اللي يثق في حكم الفار. لما تديني انا كناصر عباس حكم من الميدان وتحط لي حكم تحت الاختبار او حكم ما قدرش مباراه
وتقول لي ده حكم الفار، انا ذات نفسي ببقى ما عنديش ثقه. طبعا ما عنديش ثقه فيه. شخصيه يا كابتن، عايز الحكالي وبالتالي بنزل يقدر يجيبك. استنى يا كابتن ناصر، ما حضرتك ده الكلام اللي انا بقوله. ما هو ده الاختيار في البدايه يا كابتن علاء كان خاطئ. طب هل حكام الفار كلهم ما فيهمش حكم دولي، حكم كبير، حكم اسم؟ ما هو الحكام كلهم يا كابتن يا اما النهارده بيلعبوا في الميدان يا اما حكام الفار. كابتن هي دي المشكله. ناصر على فكره، على فكره معظم الاخطاء اللي ولكن تاني يا كابتن اسامه بعد اذن حضرتك، الاخطاء التحكيميه احنا قلنا ان في اخطاء لا تستدعي اصلا وجود الفار. يعني الفار مش موجود، انت عاوز تقول لي مثلا الفرصه المحققه اللي المعايير فيها موجوده محتاجه فار؟ لا طبعا مش محتاجه فار ولا محتاجه اي حد. لا لا عاوز تقول لي ان ركلات الجزاء الواضحه جدا 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 محتاجه فار؟ مش محتاجه فار، محتاجه الحكم. عشان كده بنقول الحكم لم يطور من ادائه، الحكم لابد يشتغل على نفسه. المنظومه كلها يا كابتن بنتكلم فيه، الكل يجب ان يطور من نفسه ومن ادائه. الانديه ليس لها ذنب في اللي موجود واتفقنا على كده. ما احنا بنتكلم كابتن، اتفقنا على كده يا كابتن. كابتن ناصر بعد اذنك، هو الحكام طبعا لازم يطوروا نفسهم، ده طبيعي، لان حتى بنشوف حكام وزنهم زايد بوضوح، يعني تحس ان حد مبطل وبيحكم، ده اكتر من واحد. لكن معظم الاخطاء اللي انت جبتها دي الفار، اللي انا شايفه 80 او 90% منها الفار هو اللي مسؤول عنها. يعني المفروض فعلا زي ما انت بتقول يبقى حكم الفار يبقى اقوى من حكم الساحه بقى. بالظبط يا كابتن، انا مش هكرر اللي قلته، انا مش هكرر اللي قلته كابتن اسامه. في الاخر خالص هي في اخطاء، في اخطاء، في اخطاء طبعا. السؤال اللي بساله هو مين اللي بيتحمل هذه الاخطاء؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي بس لحد دلوقتي. ابو لا والله بدون والله بدون دلوقتي النادي الاهلي بدون تحيز. استنى كابتن، انت حيز والله. انا ذنبي ايه يا كابتن علاء بقى؟ ده انا بقوله. أيوة يا سيدي، عندك مشكله في تطوير النادي الاهلي الوحيد اللي عنده ضرر السنه دي في الدوري يا كابتن علاء. مش دي حتى اللي بيهبطوا نقط اللي ما تحسبوش السنه دي. حتى الوحيد اللي اتضرر من الفار لحد دلوقتي النادي الاهلي. النادي اللي 15 نقطه مضيعه مني فار وانا بلعب على بطوله، طب تتحسب ازاي؟ يعني يا سيدي ماتش اتنين انما تضيع مني 15 نقطة في الدوري؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن، ان النادي الاهلي تأثر يعني تأثر كتير جدا جدا، لان قلت الاخطاء التحكيمية التي تؤثر هي اللي بيفقد فيها الفريق. مصلحة مين بقى؟ من خلال هذه الحالات، ما انا قلت، ما انا قلت الكلام ده يا كابتن. كابتن النادي الاهلي النهاردة تأثر بالاخطاء التحكيمية، سواء بقى كان نتيجة اختيار حكام الفار، سواء كان تقصير من الحكام ذات نفسهم، سواء في التقنية. هو النادي الاهلي النهارده ملوش علاقة بالكلام ده كله يا كابتن ايمن. ماشي كابتن، ولكن انا ماليش ذنب يا كابتن النهارده. انا قلت كنادي من فضلك المسؤولية لابد ان هي تقع على لجنة الحكام في اختيار الحكام الاكفاء. الاول اللي هي حكام الملعب. بالظبط كويس؟ بالظبط. احنا عندنا دلوقتي مرحلة حاسمة في الدوري. انا مع احترامي للكابتن ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم النور الدين النهارده كان بيضيع وقت اكتر من لعيبه طلائع الجيش. كابتن احنا في لجنه حكام. طيب الناحيه الثانيه حكم غير دولي. ايوه كويس. كابتن محمد الصباحي بيحكم النهارده لنادي الزمالك. انت دلوقتي داخل في المنعطف الاخير من المراحل الحاسمه بتاعه الدوري، يبقى لازم الاربع ماتشات هنا والاربع ماتشات هنا يحكموا حكام دوليين على اعلى مستوى. ده اولا للميدان او الملعب. نيجي بقى على الناس اللي بره اللي قاعدين في التكييف. لما تيجي بيبقى فيه اختيار، يبقى الاختيار بعنايه، يبقى الاختيار بناس بتفهم. بقول لك يا كابتن، واضح جدا، واضح جدا ان حتى الحكام سواء جوه الملعب و اللي على الفار يعني كانوا يعني على نياتهم قوي في الكوره، واضح قوي انهم ضعاف جدا جدا في الكوره. لسبب بسيط، ان انا على الاقل وانا حكم بيبقى بيقول لك كل دول عندهم خلفيات ولعبوا كويس. في حاجات مش عايز اقول لك بقى انها لازم ارجع لها الفار ولازم لا، ده في حاجات لو انا لعبت كوره اقول لك، زي كوره النهارده الجول دوت، انا لو حكم فار وشفتها، لو شفتها على الطبيعه والله العظيم ما ارجع ولا اعمل تقنيه. ده راجل رجله الثابته على الخط المرمى ورجله الثانيه المتحركه اللي بتجيب الكوره لحد اخرها مفروده داخل المرمى وبتجيب باخر حته في الرجل الكوره من كابتن. كابتن ايمن، يعني دي مش عايزه واحد، ده عايزه واحد بس عنده فكره عن الكوره. حكينا في الاخطاء التحكيميه وجبنا الحالات للكل عشان الجماهير تشوف،
وقلنا احنا كابتن اسامه مش بيقول كلام مرسل كابتن علاء، ولكن هذه الاخطاء اللي هي اثرت في نتائج مباراه النادي الاهلي اللي بيها النادي الاهلي خسر 15 نقطه. هذه الخلاصه النهارده، انا ذنبي ايه؟ انا ده السؤال اللي بطرحه على الناس كلها، النادي الاهلي ذنبه ايه تقول لي ان التقنيه مش متكامله او الحكم مش جاهز او الحكم ما عندوش خبره؟ انا النهارده خسرت. خسرت. طب الحلول ايه يا كابتن؟ ده السؤال. الحلول يا كابتن، ايه الحلول؟ الحلول يا كابتن ناصر، احنا بنتكلم من خلال النادي الاهلي، ايه هي الحلول كابتن ناصر؟ لان خلاص انت كده النهارده بالاخطاء التحكيميه النادي الاهلي بيخسر. كابتن ناصر الحلول نفس الحكام اللي بيتحكم في ماتشات الاهلي بيكونوا موجودين في مباريات اخرى، وبيتم التعامل مع الحالات اللي بتظهر سواء ركلات جزاء او حالات طرد او الكلام ده كله بيتعاملوا معاها، والفار بيستدعي الحكم. لكن بتيجي عند مباريات الاهلي وفي حاجه مش مفهومه، في اتفاق مش مفهوم، مش مفهوم علشان يا أسامة. ما اتفاق هو واضح، ما انت هي نفس الحكام، الدوري ما انت بتشوف نفس هو ده الاتفاق واضح، نفس الحكام اللي موجوده في المباريات الاخرى اللي مش مفهوم. حكم الفار بيستدعي حكم الملعب لما يكون في خطا وبيجيبه وبيشوف. تيجي في مباريات الاهلي كاني شاهد ما شافش حاجه بالظبط. انت شفت ماتش النهائي الاهلي وكايزر تشيفز؟ ايوه. شخصيه الحكم اللي على الفار في الكارت الاحمر طبعا في الطرد. ايوه. طيب انت محتاج حكم عنده شخصيه. مظبوط والله يا بال، حكم عنده ضمير قبل الشخصيه، غير حكم عنده ضمير. يعني سيبك من الضمير كابتن، عارف حكم عنده شخصيه. انا بس النهارده يا كابتن معلش زي ما انت قلت رضوان جاي، رضوان جاي البلانتي يتعاد، محتاج حكم، محتاج طبعا محتاج حكم في الفار النهارده عنده شخصيه، يجيب الحكم يقول له تعالى احسد دي. ده اللي احنا بنحكي فيه بقى يا كابتن احمد. السؤال ايه هو؟ هو رضوان جاي النهارده حكم رقم واحد في افريقيا، بيجيب الحكم في لعبه حاله من الحالات المهمه جدا جدا، بس الحاله دي معروضه 3 دي دلوقتي تمام، علشان بيقال ان احد الحكام في القنوات الاخرى بيقول ان الكره دي مش هدف. ما انت خلي بالك النهارده برضو كابتن اسامه. مين يا كابتن؟ كابتن مفيش ده كابتن، بس مين اللي قالك؟ كابتن سمير عثمان في احدى القنوات الاخرى بيقول ان الكره دي مش هدف وعرض 3 دي. احنا بس بنوري بس كابتن يعني أسامة، حتى من غير ما تعرض الوضع التشريحي، الوضع التشريحي النهارده اللي كان اسلام جمال وهو بيحط رجله، حتى مش محتاج ان انا اعرض 3 دي ولا اعرض كل الكلام ده. كابتن اسامه اتفضل. الكابتن سمير عثمان هو محلل تحكيمي وله رايه، وما نقدرش نتكلم في رايه، هو له وجهه نظره. بس هو في البدايه قال لي يا كابتن علاء، قال لك تصوير سيء. كلنا قلنا كده سمير. ماشي خلي بالك، يعني هو في البدايه سمير قال لك التصوير سيء. ماشي، ومحلل تحكيمي ورايه احترم، ولكن احنا برضك احنا من خلال القناه الحمد لله احنا يعني بنتكلم بمصداقيه يا كابتن، وكل محل تحكيمي له قناعاته وله وجهه نظر. ولكن هو في البدايه قال ايه؟ قال الصوره سيئه. اذا انت اللي قلت كابتن سمير الصوره سيئه، وبالتالي لما تكون الصوره سيئه لابد يبقى في كلام. وعلى الصوره سيئه عبرت ولا ما عبرتش كابتن نصر؟ الصوره سيئه ومتفقين على كده. خلاص كلنا متفقين على كده. قلنا كويس، يعني الحكم اللي في الملعب ده مش شايف ركبه اللعيب ده فين؟ يعني بالتقدير كده واحد رجليه مفروده وواصله خط المرمى، الطبيعي كابتن الفار هو مسؤول مسؤوليه كامله عن الحالتين. الفار مسؤول عن الهدف. طب حلو، لان الفار عنده التقنيه وعنده الصوره وعنده لقطه الفيديو. طب كويس، لو الفار قال له الصوره مش واضحه عندي هعمل له ايه؟ خلاص يعني لو حصل اتصال بينهم اتنين قال له الصوره مش واضحه، طالما الصوره مش واضحه اللعب بيستمر. طب انا كحكم ثانيه واحده يا ايمن، ثانيه انا كحكم كابتن. انا كحكم مطلوبش انا اروح اشوف الصوره كابتن؟ ما هو لو انا عايز ادي عداله فعلا كابتن في الحقائق المكانيه كابتن علاء، البروتوكول، الحقائق المكانيه اللي هي ايه؟ المخالفه خارج او داخل، مش محتاج ان انا اروح كفار كحكم بار اشوف كحكم ميدان اشوف. انا مع حضرتك، دي حقيقه مكانيه. التسلل كويس، هنا الفار بيقول لك في تسلل للاعب سابق بقدم او بجزء او براس. كويس، مش محتاج ان انا اروح. انا بتكلم ولكن على الحالات دي مثلا زي ركله الجزاء اللي هي بتاعه القضيه دي مش حقيقه مكانيه، دي لعبه تقديريه قد تختلف كفار ويختلف الحكم. انا بتكلمش على التقدير من عدمه، انا بتكلم على الكوره والراجل يعني بالنظر كده واحد رجليه على الخط، الطبيعي الثانيه تبقى فين؟ كويس، وانا كلمت مع الفار قال لي الصوره مش واضحه، لو انا حكم في الملعب وعايز ادي كل واحد حقه فعلا بامان طلع اعمل ايه؟ اروح انا اشوف. طب ما هو الصوره مش واضحه يا كابتن، صبر بالله، شوف بنفسي طبعا. هو ده انا قصدي على دي. هل انا الصوره مش واضحه يا كابتن علاء من فضلك يا كابتن؟ انا كحكم الصوره مش واضحه هروح اشوف ايه؟ يعني ده السؤال. انا طلبت ان الحكم راح بتاع الفار قال الصوره مش واضحه. تمام، انا كحكم بس عشان ابقى انا مطمن كده ان انا حكمت صح. اه والقرار صح، اروح بنفسي، بروح ابص عليها بنفسي. الحقيقه المكانيه
يا كابتن الحكم لا يذهب الى الفار. الحكم هو سيد الحكم هو اللي بيقول صاحب القرار الاول. هقول لك انا هقول لك امتى الحكم بيروح يا كابتن؟ في عرقله، في تقدير خطا تقدير، انما ده هدف يا كابتن، جول يا كابتن، تعبر هدف ماشي اوكي، ده ثلاث نقاط النهارده كابتن. ما انا هتكلم بس بعد اذنك. بنتكلم في بروتوكول الفار، احنا ليه رايحين الحكم وسايبين الفار؟ الحكم في تمركزه في على ال 18 اوكي ماشي، ما شافش الرجل داخله او مش داخله. اذا كان الحكم المساعد اللي هو على خط المرمى هو ده معذور، لم يشاهد بس ده معذور يا كابتن. تمام، والحكم ما شافش برده كره اجاييه لما لاعب طلع الجيش رفع، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها بقى دي. والنهارده دي بقى احنا دي برده الحكم ما شافهاش، دي ده خطا بقى. انت كفار من فضلك، الخطا الاول اللي هو انت مسؤول تماما ان الكره عبرت او ما عبرتش، دي حقيقه مكانيه دي بتاعتك انت. اما خطا اجاييه اللي احنا قلنا ايه، كان يجب عليك انك انت في اللعبه الاولى تاخد القرار باحتساب المخالفه الهدف، في اللعبه الثانيه كابتن اللي هي بتاعت اجاييه كان لابد حتى لو ابراهيم ما شافش من فضلك تعالى شوف انت وخد القرار. احتماليه الوجود نقف هنا كابتن الجزاء. كابتن ناصر دي اكتر حاجه الفار، لان اللاينز مان متغطى عليه باثنين لعيبه على ما انا قلت، وابراهيم نور الدين ما أنا قلت. الفار هو نمره واحد في الموضوع. انا قلت الكلام ده ابراهيم على دايره. انا بقول لك انا بحمل النهارده كابتن، انا بحمل الفار تاني وعلى مسؤوليتي. الفار يتحمل مسؤوليه فقدان نقطتين للنادي الاهلي، الفار يتحمل مسؤوليه عدم احتساب هدف بنسبه 100% وعدم احتساب ركله جزاء بنسبه 100%. الاولى هو لم يتخذ القرار، الثانيه اللي هو لم يستدع حكم الميدان، وبالتالي قلنا الفار هنا يتحمل المسؤوليه. وجميع الحالات اللي جبناها كابتن احمد طيب. الفار شارك عامل مشترك في كل الحالات، وزي ما قلت في النهايه النادي الاهلي خسر نقاط بسبب اخطاء تحكيميه، لابد من فضلك لو سمحت تقنيه، لو كان هيبقى في موسم جديد يبقى في شركه جديده تاخد التقنيه كامله متكامله بما فيها الجول لاين تكنولوجي تطبقه، عشان ما نخشش في جدال الحكم المساعد شاف او ما شافش، او الفار هي بتدي اشاره او ذبذبه في الساعه للحكم في اقل من الثانيه، كره عبرت بتدي له الاشاره. حاجه ثانيه خليك معانا برضو، هينضم لينا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوسي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. وما زال مسلسل مهازل التحكيم مستمر. كابتن ايمن اهلا بحضرتك وتحياتي لكل ضيوفك كابتن الكبار المحترمين. الحقيقه يعني اللي بيتعرض له النادي الاهلي امر عجيب وامر غريب، يعني بالاضافه الى الضغوط الكبيره جدا اللي موجوده، والفرقه قدامك بتلعب بطريقه مختلفه عن الاخرين، ما حدش يقدر يلومهم، بس سليمة ما بتلعبش كده قدام الناس كلها زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي، لكن في حاجات ثانيه بعيده عن الفرقه وبعيده عن النادي الاهلي اللي هي التحكيم. الحقيقه التحكيم السنه دي كان فيها علامات استفهام كبيره جدا، اثرت على نتائج المباريات واثرت على الدوري واثرت على النقاط. النهارده كوره مش عارفين نحددها، الكوره تجاوزت الخط والمفروض تبقى هدف، الفار لم بين لك ولا الصور تبين لك ولا اي حاجه، في شك في ركله جزاء، في مباريات كثيره جدا خسرتها مع صفقه الاداره وترصد، مباراه بيراميدز تعرضت فيها لظلم بركله جزاء وهدف، مباراه البنك الاهلي، مباراه غزل المحله، مباراه وادي دجله، مباراه اكثر من مباراه، يعني مجموع نقاط يقل عن 13 او 15 نقطه خسرتهم يعني بسبب اخطاء تحكيميه واضحه، انا مش هقول متعمده، لكن هذه الاخطاء اثرت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي وعلى نتائجه، اثرت على البطوله واثرت على مسيرته في النادي. في النهايه النادي الاهلي بيدفع ثمن ده، النادي الاهلي فريق كبير، مؤسسه كبيره، مؤسسه عملاقه، عنده لاعبين، عنده نفقات، عنده حاجات كثيره جدا، فلما كل ده يبوظه لك قرار حكم، فاعتقد ان ده ما ينفعش في مسابقه تبقى كبيره باسم جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه حلو الكلام ده بقى بيحصل لصالح مين؟ يعني هو هل الكلام دوت لصالح الكره المصريه؟ لا طبعا مستحيل ده يكون لصالح الكره المصريه. هو انت لما تظلم حد ده يبقى لصالح الكره المصريه؟ هو انت لما تظلم فرقه يبقى لصالح الكره المصريه؟ ده الاهلي هو اللي معلي الكره المصريه، يعني الاهلي في افريقيا اللي بنقاطه وبلعبه وادائه ذاته اللي حاجز لك مقعدين دائمين موجودين في دوري الابطال الافريقي، وعندك مقعدين في الكونفدراليه، ده مش صلاح الكره المصريه لا جوه مصر ولا بره مصر، وده بيأثر كتير جدا على الكوره وعلى مستواها، لان مفيش عداله تحكيميه. احنا بنشوف في الدوريات الاوروبيه كلها وكلنا بنشوف، وتحديدا الدوري الانجليزي كان في كوره في المباراه الافتتاحيه لمصر مانشستر يونايتد اللي هي بالساعه عدت الخط،
شفنا الكره عدت فتح احنا بالعين المجرده الاول ما كناش بنشوفها، لكن لما تتعادل كوره بالشكل ده اللي شفناه وبالتقنيه دي اللي شفناها ويجيبها لك من كل الزاويه من كل الاتجاهات الفريق ياخد حقه ويكسب بجون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وترفع من عليها الضغوط. لكن انت لما تبقى في مباراه زي دي وهدف ما يحتسبلكش والكره تتجاوز الخط، فبتدي الفرقه اللي قدامك فرصه للقتال وفرصه للدفاع وفرصه للعب بنفس الطريقه اللي بتلعب فيها. ما هو متعادل معاك وعايز يخسرك نقطتين، هو مش عايز يكسب حتى المباراه يعني. فطبعا دي امور غريبه جدا وامور عجيبه جدا. يا كابتن الفار هو سبب الماساه. انا من وجهه نظري ان الفار مطلوب ومهم جدا وقلل كتير جدا من الاخطاء، لكن ما دام استخدمه صح، ما دام استخدمه بعداله وتستخدمه لمصلحه فرق وضد فرق، الامر ده يعني امر مرفوض تماما. يا استاذ محمد يعني هو كل كلامك صحيح فعلا، ولكن احنا كده هنا مجتمعين على ان يمكن كابتن اسامه حسني كان ليه راي ان الكلام ده بيحصل مع النادي الاهلي من بدايه الموسم في اكتر من مباراه. اللي يخليك بقى تشك ان الكلام ده متعمد ان الحكايه زادت عن حدها قوي. انت بتتكلم على 15 نقطه، 15 نقطه والنادي الاهلي للاسف هو الضحيه. لصالح مين؟ لصالح مين؟ ما هو مين اللي بيستفيد من وقوع النادي الاهلي؟ لصالح المنافس بتاعك بس كده. هو انت النهارده لما تتعادل وخلاص بيخلص لك البطوله النهارده، فبتريح المنافس. لما بتخسر نقاط كتيره جدا بسبب التحكيم فتصالح المنافس. وخلي بال حضرتك كمان في حاجه كمان، النادي الاهلي بيخسر 15 نقطه لصالح المنافس في الوقت اللي اخطاء التحكيم كمان بتدي المنافس 13 نقطه. طيب يبقى انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في بطوله يعني هقول ايه؟ في توجه، في اخطاء معمده، في اصرار على حاجه معينه. الامور الحقيقه من وجهه نظري امور غريبه جدا. انا شايف النادي الاهلي اتعرض لظلم كبير جدا، وما زال النادي الاهلي ملتزم بانضباطه بتردد عالي، لا حد بيطلع يتكلم ولا حد بيطلع يعني يعترض، لكن الامور لما بتزيد عن الحد خلاص تبقى الامور واضحه. حلو قوي. والحل ايه من وجهه نظرك؟ لا الحل المفروض يعني لجنه الحكام دي، انا شايف ان لجنه الحكام اللي موجوده السنه دي من افشل اللجان اللي موجوده على مستوى السنوات الاخيره الحقيقه يعني. وعمليه تقنيه الفار دي اللي جات اتطبقت بطريقه غير سليمه وحكام غير مدربين. لما اشوف يجيب لي مثلا في ماتش الاهلي، مش الماتشات الاخيره بدا يحط لك حكام دوليين وحكام عاليين، ده الماتشات اللي قبل كده بيمرن حكام عندك في الماتشات بتاعتك، فما عندهمش مش فاهمين حتى بروتوكول الفار، فبتحصل اخطاء كتيره جدا وبتحصل كوارث كتيره جدا اثرت على اداء النادي الاهلي واثرت على نتائج النادي الاهلي واثرت على البطوله اللي كانت يعني بين ايديك وانت خسرتها، يعني يبدو الامر كانه حصل بتاعك يعني. فالامور الحقيقه امور غريبه جدا يا كابتن ايمن، ومحتاجين وقفه في هذا الامر، محتاجين تقنيه للفار، محتاجين كاميرات. انا كنت بتكلم حتى مع احد اعضاء لجنه الحكام الرئيسيه واعترف لي بهذا الامر ان الفار فيه مشكله وان عدد كبير جدا من الحكام غير مؤهلين ان يبقوا موجودين في الفار، وان التقنيات اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده غير مناسبه وغير ملائمه علشان تمنح كل ذي حق حقه. صحيح. الاهلي اتعرض لظلم كبير جدا، الاهلي فقد نقاط ثمينه وغاليه ومهمه في مشوار البطوله بفعل الفار وبفعل التحكيم وفعل اخطاء واضحه جدا الحقيقه ما حدش يقدر ينكرها ولا ينكرها الا كل جهه. انت بتتكلم على عدل، بتتكلم على حاجات كوره زي بتاعه النهارده، حد هل الفار قدر يحتمل ان الكوره دي جون ولا قدر يتفادى الحكم؟ لما يبقى في كوره المفروض يقف فيها وفيها شك في ركله جزاء، يا عم روح شوف، روح بص، روح ارجع للفار بتاعك وشوف الدنيا فيها ايه. ما فيش يعني احيانا تجد تعنت من الحكم واحيانا من الفار نفسه يعني. صحيح يا استاذ محمد، بس اللي انا عايز اقوله في الاخر نيه التعمد من عدمها احيانا بتحسمها بعض الامور، انما لما تلاقي في اصرار على، بص انا هقولها بصوره يعني مؤدبه شويه، تلاقي ان في اصرار على الظلم والظلم للنادي الاهلي بس، يبقى هنا التعمد واضح 100%. يعني طبعا انا اتفق معاك يا كابتن ايمن في هذا الامر وفي هذا التعمد وهذا التعمد الواضح والمقصود تجاه بعض الاحداث في مباراه الاهلي. يعني مستكترين عن الاهلي ان يقول انا مالي انا باخد بطولات دي، ان تضطر انك انت يعني تبعد عني بطوله، ليه انك تضطر انك انت تخسرني، ليه انك تضطر انك انت
تخليني ما اخدش حقي، اديني حقي والعب انا ماليش دعوه، وخلي المنافس ياخد حقه وانا اخد حقي، وبقى في عداله وكل واحد ياخد الحق اللي يستحقه. هذا غير موجود. اذا المسابقه ما فيهاش عداله كامله، بتلعب لمصلحه اخرين، بتاخد من حد وتضيف لحد اخر، يعني امور الحقيقه غير مفهومه بالمره وغير واضحه. طب احنا برضو مش عايزين نروح بعيد، يعني احنا قعدنا نتكلم على الدوري الانجليزي والدوري في اوروبا، احنا حتى في افريقيا الفار بيدينا حقنا، يعني بيدي طبعا كل الفرق طبعا، انما بيدينا حقنا احنا كمان. ايه الفرق بين الفار في افريقيا والفار هنا؟ يعني هو النادي الاهلي، الفار في افريقيا ما يعرفش الالوان، وما يعرفش ان الاهلي لو فاز ببطوله دي هتضايق حد او هتتعب حد نفسيا. الفار في افريقيا ما بيتوجهش لمصلحه حد. ممكن وقعت بعض الاخطاء في ماتش الاهلي في دور المجموعات، حصل فيه خطا من الفار، لكن بعد كده ما كانش فيه اخطاء وكان الاهلي بياخد كل حقه قدام الناس كلها. الفرق ان في عداله، في ناس متدربه، في ما حدش بيبص ان يدي نقط لحد مقابل حد تاني. اذا هنا العداله غايبه، ولكن للاسف كلها ضد النادي الاهلي. ده حقيقه، ده حقيقه. وانت خسرت النقاط مع سبق الاصرار والترصد في بعض المباريات، في مباريات كان كروت حمراء غريبه جدا عليك، وكروت حمراء للمنافسين ما بياخدوهاش، في ركلات جزاء ليك ما احتسبتش بشكل واضح جدا، ابرزها ماتش غزل المحله، يعني كان اللي الاهلي خسر فيه ثلاث نقاط كانت ركله جزاء لا تحتمل الشك والناس كلها اعترفت بيها، في اهداف صحيحه ليك ما احتسبتش، في هدف سجله النادي الاهلي في ماتش البنك الاهلي في الدور الاول، صحيح. هدف صحيح 100% والناس كلها اعترفت بيه، وكنت هتكسب بيه المباراه، ثلاث نقاط اتعادل، يعني حاجات كثيره جدا يا كابتن واضحه للعيان، ما حدش يقدر ينكرها يعني. صحيح. شكرا جزيلا لناقدنا الرياضي المتميز الاستاذ محمد القوسي. كابتن اسامه، يمكن كنا بنتكلم عن 15 نقطه، ولكن ده كمان غير الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في المباريات اللي النادي الاهلي فاز بيها كمان. هو ده للاسف، ده للاسف زي ما بقول لك كابتن ايمن، هنقعد نقول اصل تقنيه الفار ناقصه، اصل الحكام ما اتدربوش بشكل كويس، اصل ده كله، لكن النهارده لما تيجي تبص على المباريات الاخرى بنفس الحكام اللي قاعده على الفار ونفس الحكام اللي في الملعب، بتشوف لما بيحصل خطا زي اللي بيحصل في مباراه الاهلي، حكم الفار بيستدعي حكم الملعب، لكن ده بنشوفه بتعمد مش موجود في مباراه الاهلي، ده موجود للاسف من اول مباراه. وزي ما بقول وهرجع واعيد وازيد، ده دوري موجه لنادي الزمالك، هنقولها يعني اصل بنقولها بالارقام، بنقولها بالحالات اللي احنا بنعرضها، بنقولها ب 15 نقطه الحكام ولجنه الحكام ضيعوها من الاهلي واهدوا للزمالك 13 نقطه. الماتشين اللي في الوحاد في الدوري السنه دي كان بين الاهلي والزمالك، اتحط فيهم يا كابتن ناصر حكام دوليين، حكم ساحه وحكم ايه؟ فار. النادي الاهلي فاز في مباراه، حتى المباراه الثانيه اللي كان النادي الاهلي فايز فيها حصل فيها تعادل وضيعوا نقطتين من الاهلي. دي الماتشين الوحاد اللي كانوا في بطوله الدوري، حكم فار في ملعب دولي وحكم على الفار دولي، اللي صحيح. كان فيهم يعني زي ما بيقولوا صفوه الحكام في مصر. برضو النادي الاهلي ما يقدروش يخسروا فيه ماتشات، لكن بالشكل العام اللي احنا شايفينه من اول الدوري، لا دوري موجه. النهارده حتى ابراهيم نور الدين لما وانت قاعد تتفرج على المباراه، النادي الاهلي لما يبدا يحط رتم سريع في المباراه ويعمل ضغط عالي، تحس ان الحكم بيموت رتم المباراه، بيهديه. الفاول يتحسب للاهلي او طلائع الجيش ياخد له 3 4 دقائق، مظبوط، يرجع اللعبه تاني عشان تتلعب، يدي ظهره للملعب للعيبه، ضيع وقت كانه بيضيع، تحس ان الحكم متعمد كل الكلام ده. خلاك ده دايما تحكيم ابراهيم نور الدين. دوري 2019 الدوري اللي كان صعب والنادي الاهلي خده في الاخر، كل الفرق وقتها يعني ظن سوء في الحكام المصريين، كان واقف جنب التحكيم المصري وكان تحكيم نزيه في الوقت ده فعلا النادي الاهلي، وما رضيش وقتها يستعين بحكام اجانب واستعان بالتحكيم المصري، والتحكيم المصري اثبت جداره في الوقت ده، في الوقت ان كل الفرق بما فيهم نادي الزمالك استعان بحكام اجانب، ولما خد حقه في الوقت ده خسر بطوله الدوري، وكانوا بيراهموا على التحكيم الاجنبي ان يدوهم حقهم. السنه دي بالشكل الفج اللي احنا شايفينه بطوله الدوري، انا بطالب ان النادي الاهلي يطلب حكام اجانب، يطلب حكام اجانب لمبارياته سواء في كاس مصر، طبعا انت عايز طعم كله
حكام اجانب سواء في الملعب او الفار علشان تاخد حق. لكن بالشكل ده 15 نقطه من بدايه مشوار الدوري النهارده احنا واحنا قاعدين بنقول ساعات في اخطاء لموسيماني، في اخطاء للعيبه، في وفي وفي، لكن مع ده كله اديني حقي النهارده لما يبقى عندك اخطائك عليك انت يا اسامه. احنا دايما بص انما لما يبقى ليك حق تاخد. بص يعني احنا دايما عمرنا ما بندي شماعه لخساره بطوله او خساره مباراه، لكن في الاخر النهارده اديني الاول حقي. صحيح. وبعد كده الخطا لما اغلط انا عايز اقول لك عليا انا كابتن علي، لكن الحق انا عليا انا حر. انا حتى لو انا اخطات انا اقدر اصلح اخطاء بالظبط، انما انا مش هصلح اخطاء الاخرين طبعا. طبعا انا لما اغلط هعرف. انا النهارده بقول كان في اخطاء ومباريات وكده وتغييرات، انا ماشي هعرف، انا هعرف هتعامل معاها، انما انا هتعامل مع اخطاء الاخرين دي ازاي؟ في بعض الاحيان كابتن علي كتير يعني انا ممكن اقلش اجيب جول في نفسي. ايوه ببقى انا مطالب اجيب جولين، فاهم قصدي؟ يعني انا مطالب اجيب جولين لما انا مثلا اجيب جول في نفسي، لكن النهارده ما تقوليش انا اجيب جول في نفسي وانت كمان تحسب عليا، يعني تمنع مني جولين انا ممكن اجيبهم. انت فاهم قصدك؟ صحيح. طب تعالوا نروح يعني لناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتريبي. واستاذ خالد صباح الخير، ايه رايك في مسلسل التحكيم واخطائه اللي على النادي الاهلي بس؟ صباح الخير يا كابتن ايمن، بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. وانا بس عندي معلش لو تسمحوا لي، عندي تحفظ بس على كلمه اخطاء. في فرق كبير جدا ما بين الخطا وبين الاخطاء وبين الخطايا. ايوه. ما يحدث مع النادي الاهلي منذ بدايه الدوري حتى الان يندرج تحت الخطايا التحكيميه والفضائح التحكيميه، وشايفها ان هي مقصوده ومش وتخرج عن حيز الخطا البشري. يخرج ليه عن حيز الخطا البشري؟ طالما في فار يا كابتن ايمن يبقى انتهى خلاص تدخل العامل البشري. طالما في فار اذا يبقى لو في غلطه من البشر، غلطه من الحكم، وطبيعي احنا دايما كنا بنقول اخطاء التحكيم جزء من كره القدم. ايوه. انما لما يكون في اله موجوده صعب جدا الاله ان هي تغلط، خاصه بقى لو كان البشر قاعد بره واخد وقته تماما جدا في انه يفند اموره. ده البشر بيفسد متعه كره القدم دلوقتي وللنادي الاهلي بس. بالظبط. هو عندك مجرد اسئله احنا بنسالها. ليه دايما يعني الهدف اللي بيحرزه النادي الاهلي بيقعد يتراجع في الفار لمده 3 4 دقائق. والنادي الاهلي لما بيكون عنده حق بتجري وكان في حاجه او فعل مجرم بيحصل بتجري عشان ما حدش يلحقها. ده اللي حصل النهارده في هدف النهارده. أنا عندي مفاجأة كبيرة جدا من بعض الاستديوهات التحليلية اللي بتتكلم وتقول لك وجابت تقنية 3D وتقول لك لا، يقول لك الكرة ما دخلتش بكامل استدارتها يبقى خلاص الكرة مش هدف. هو احنا عايزين ايه؟ هو احنا عايزين نتكلم في الحق ولا احنا عايزين نبرر أخطاء الناس؟ هي دي الفكرة اللي احنا لابد إن احنا نتكلم عنها. المطلوب ايه من أول المسابقة؟ احنا بنتكلم وأنا سامع الكابتن أسامة حسني بيقول يعني احنا عايزين حكام أجانب. هو الفكرة كلها احنا قبل كده طلبنا حكام اجانب والنادي الاهلي طلب حكام اجانب ومجلس اداره النادي الاهلي طلع بيان رسمي احنا مش هنلعب الا بحكام اجانب، وطلع في تحدي واضح جدا من المهندس احمد بجاهد تصريح بمجرد ما انتهى مجلس اداره النادي الاهلي من بيانه كان هو قاعد مستني وقال مفيش حكام اجانب واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. معلوماتي الشخصيه ان النادي الاهلي ابدا طلب رسمي انه يدفع فلوس الحكام او مستحقات الحكام الاجانب مقدما 10 مباريات تقريبا او 5 مباريات ايا كان العدد، وبرضه تم رفض الموضوع. الموضوع مش موضوع ده لاستكمال المسلسل ولا ده لايه بالظبط؟ طبعا ده لاستكمال المسلسل، لان البطوله بص يا كابتن ايمن اللي مش شايف ان البطوله موجهه عنده مشكله في وجهه نظر. دي وجهه نظر انا. أيوة. وجهه نظري اللي انا احكم عليها. أيوة. اللي مش شايف ان البطوله من بدايتها او منذ تعيين لجان مؤقته في نادي الزمالك اللي مش شايف ان البطوله موجهه من بعدها عنده مشكله في وجهه نظر. ده لازم نعترف بده، واللي مش معترف بده قال يا كابتن ايمن المشكله النادي الاهلي على فكره كسب بطولات كتير وخسر برضه بطولات كتير، وكان بيبقى مقبول جدا انك تخسر البطوله علشان انت وحش، انت في يومك، انت انما فكره انك احنا لا نلوم على التحكيم بس خد بالك ولا على التوجيه بس، احنا بنلوم انفسنا بس في الوقت اللي احنا بنلوم فيه انفسنا ما ينفعش تقول لي ما تتكلمش على التحكيم انت وحش. لا انا عايز حقي، خلي بالك انا وحش بس عايز حقي بس ده اللي انا عايزه.
بالظبط. يعني لما 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 وصلنا لمرحله ان النادي الاسماعيلي قبل مباراه الاسماعيلي انا اكسب النادي الاهلي يكسب كل مبارياته خلاص ياخد البطوله بمبدا المواجهات المباشره. ايوه اصبح انك لا لازم تعطل النادي الاهلي وضرب الجزاء لاجاي. الكل احترف ان ضربه جزاء اجاي سليمه قدام الاسماعيلي وبالتالي فقدت نقطتين وبدا مزيد النقاط. النهارده الكل بيعترف ان انت طلعت يعتبر بعيد جدا وعدت اكثر من المنافسه بهدف لم تم التغاضي على حسابه ليك عشان تبعد اكثر. هو ايه المطلوب؟ المطلوب باين للناس انك بتوجه البطوله ناحيه نادي الزمالك، دي واضحه وصريحه يعني. فدي وجهه نظري ان الموضوع متعدي فكره الخطا التحكيمي. لا، الخطا التحكيمي انا شايف ان هو مش وارد او مش صحيح ان احنا نسميه خطا تحكيمي. لا، ده شيء موجه ضد النادي. طب ايه سبب التوجيه او ايه سبب التوجه ده؟ لا، سبب التوجه ان نادي الزمالك محتاج بطوله. نادي الزمالك محتاج انه ياخد بطوله، يعني لاستقرار الزمالك او انا يعني الموضوع واضح جدا يا كابتن، واضح جدا ان في يعني في محاولات لمساعده نادي الزمالك. وانا ما عنديش مشكله على فكره ان نادي الزمالك الناس تقف وراه في ازماته او في يكون في مساعده لنادي الزمالك، بس بيكون بشيء شرعي. ماشي، هو عنده ازمات، احنا ايه ذنبنا احنا؟ يعني هو عنده ازمات، احنا ايه ذنبنا احنا؟ انت واخد بطولات كتير يا كابتن. ماشي، ما ياخد، مش حقي. طبعا مش حقي ان انا اخد بطوله، البطولات مش انا وانا بجيبها من الشارع، ما انا بجيبها بحق، بمجهودي، بعرقي، بادائي، بامكانياتي، بقدراتي، بادارتي، بجمهوري، انا بجيب البطولات بكده. انما نادي تاني عنده ازمات، احنا مالنا ايه ذنب انا؟ يعني انت تحرمني من كتاب التاريخ متكرر، تمام، وتاريخ متلازم عشان خاطر في نادي عنده ازمات، هو يحل ازمته بعيد عننا. يعني اتمنى يعني اصل انت بتتكلم في كوره، دي كوره تشجيع، امكانيات، فلوس، انت بتصرف فلوس. لا، هي مش كوره بس. مش كوره بس. خلاص ماشي، نروح نتبرع بقى. مش عارف. شكرا جزيلا لنقيدنا الرياضي المتميز خالد الاتريب. كابتن اسامه، يعني الزميل خالد الاتريبي كلامه بأيد كلام، هو نفس الكلام اللي احنا بنشوفه من بدايه مشوار الدوري. مفيش ثقه في الحكام المصريين. النهارده بعد ما كان النادي الاهلي النادي الوحيد، وارجع اقولها تاني، في 2019 كان النادي الوحيد في مصر عنده ثقه في الحكام المصريين ونزاهه الحكام المصريين. في الوقت اللي كل او معظم انديه الدوري ممتاز جابوا حكام اجانب علشان العداله، وفي الاخر الاهلي وقتها خد بطوله الدوري. السنه دي باللي احنا بنشوفه لا، مفيش، انا ما عنديش ثقه قبل الحكام المصريين، ما عنديش ثقه في رئيس لجنه الحكام المصري في اتحاد الكوره، ما عنديش ثقه في الكابتن وجيه احمد، وبقول اسمه على الهوا، ما عنديش ثقه في الكابتن وجيه احمد انه يكون رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره باللي احنا بنشوفه في عين الحكام. النهارده الماتشين اللي كانوا معانا مع نادي الزمالك، لما بنتكلم النهارده على المباراه الاولى اللي كسبها النادي الاهلي 2-1، كان الكابتن البنا الحكم الدولي يا كابتن ناصر، كان الكابتن محمد عادل على الفار. ايوه، اثنين حكام دوليين عندهم الشخصيه، عندهم النزاهه، عندهم الخبره، عندهم كل حاجه. النادي الاهلي فاز بالمباراه. المباراه الثانيه النادي الاهلي اتعادل فيها، رغم برضو خطا تحكيمه كان ممكن النادي الاهلي وكابتن ناصر بيستعرضوا، كان ممكن النادي الاهلي يفوز بالمباراه بعد ركله الجزاء اللي كانت لرامي ربيعه. كابتن امين عمر حكم ساحه، حكم دولي، والكابتن محمود عاشور حكم دولي كان على الفار. الماتشين اللي فيهم حكام دوليين، حكم ساحه وحكم فار، النادي الاهلي كان هو ليه الافضليه على نادي الزمالك. النهارده لما بنشوف بقى بقيه التحكيم والحكام اللي على الفار، حكم مش دولي، بنشوف لعب كتير في الماتشات. صحيح. بنشوف في عدم نزاهه، بنشوف حالات لا فيها توجيه. ده كل اللي احنا شايفينه من بدايه مشوار الدوري. علشان كده النهارده كل اللي انا بشوفه مفيش نزاهه في الحكم المصري، او مفيش ثقه في الحكام المصريين، ومفيش ثقه في لجنه الحكام. علشان كده بطالب النادي الاهلي ان يكون عند رايه اللي قدمه من فتره لرئيس اللجنه استاذ احمد مجاهد، انه يتمسك بحكام اجانب بسبب الاخطاء الفجه
اللي احنا بنشوفها من بدايه مشوار الدوري. انت كده هتلعب ماتشاتك كلها بحكام اجانب، مفيش مشكله. النهارده انت لما بشوف اللي بيحصل ده مفيش مشكله. النادي الاهلي النهارده انت يعني اصل حكام اجانب هيكلفوك كام، لكن انت النهارده بيخسرك بطولات، بيخسرك أي. مباريات أي. النهارده لا، يعني جزء باللي انا بشوفه ده لازم النادي الاهلي يتمسك بحقه النهارده ان يكون في حكام اجانب لمباريات النادي الاهلي القادمه. صحيح كابتن ناصر، يمكن الموسم دوت كان نفسنا من البدايه يكون افضل موسم تحكيميا، وده اللي احنا قلناه في البدايه خالص لو تفتكر حضرتك، وكنا نامل ان مستوى التحكيم يتطور خصوصا مع وجود الفار، ولكن للاسف اللي احنا شفناه ان مستوى التحكيم مع وجود الفار تدهور. كابتن هقول تاني كلام وكذا الكلام كلام حقيقي. الحكام اللي تم اختيارها، وهاكد تاني الحكام اللي اختيارها هي حكام ليست عندها الخبره الكبيره كابتن ايمن، ودي اللي عملت مشكله. وقلت تاني ان كان هناك في حكام اخطات او حكام اهملت او حكام لم تقدر المسؤوليه، هناك بعض الحكام اللي كانت على مستوى عالي جدا جدا كابتن ايمن، مش كل حكامنا عندهم مشاكل، لك حكام كانت عندها ايجابيات كتيره جدا جدا. المشكله في ايه؟ ان النهارده انا كحكم لما اهمل انا لازم يكون في عقاب ولازم يكون في حساب. النهارده الحكم اللي يهمل في التدريب، يهمل في الاخطاء التحكيميه، يهمل في كل حاجه، النهارده المفروض اللجنه تاخد ضده قرار. ولكن خلينا نتكلم الدروس المستفاده. خلي بالك خلال الموقف النهارده الاخطاء التحكيميه اللي تم عرضها، وقلنا النادي الاهلي تاثر، محدش اختلف هناك اخطاء تحكيميه كتيره اثرت في المباريات خاصه من حكام الفيديو. الحلول ايه يا كابتن؟ انا بتكلم خليني ازيد بس على كلام حضرتك، اخطاء تحكيميه بين قوسين فجه احكام يعني اخطاء تحكيميه اثرت، كفايه ان هي اثرت في نتائج. انت كابتن النهارده انت عاوز ايه؟ لما بخسر النهارده كابتن اسامه نقطتين او 3 بونت، ما انت النهارده 3 بونت كافلين النهارده فرقه تهبط او فرقه تاخد دوري. صحيح. اذا النهارده انا قلت كان ده كابتن، تاني بقول انا الكلام ده انا قلته من 4-5 حلقات، ان التحكيم اللي جاي الامور صعبه، وان اختيارات الحكام مهمه جدا جدا جدا، سواء حكام ميدان او حكام الفار. النادي الاهلي تاثر، ولكن انا بقول ده يدينا حاجه مهمه جدا يا كابتن، الاعداد للي جاي. للي جاي. صح. زي ما قلت عندنا قصور في حاجات كتيره جدا جدا يا كابتن عين، في اعداد حكام، قصور في التقنيه ذاتها، وزي ما قلت الكلام ده مش انا بقوله، اللي قال الكلام ده رئيس الاتحاد المؤقت قال ان التقنيه لما تم التعاقد عليها كانت غير مطابقه للمواصفات. كابتن احمد بلال عندنا لابد ان يكون في نهضه تحكيميه، ان تكون اللجان الحكام قويه عندها القدره ان هي تقعد في اتحاد الكره، تقدر ان هي تطور اداء الحكام. مش كل حكامنا كابتن على فكره عندهم اخطاء، لكن البعض نتيجه عدم الخبره ونتيجه عدم الادراك ونتيجه عدم الفهم الجيد للقانون، ولكن المحصله هي الانديه تخسر النقاط بسبب الاخطاء التحكيميه وخاصه النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده، واخطاء بالجمله، ولكن هو ده يعني مصير النادي الاهلي. شكرا كابتن ايمن، التوفيق اللي جاي. يمكن زي ما قالوا كابتننا الكبار والكابتن ناصر، هو نقدر نلخص الموسم في ان الموسم ده التحكيم يحاول يهدي البطوله للمنافس. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، ليه ما بنشوفش ده غير في مباراه النادي الاهلي؟ بتكلم على الاخطاء التحكيميه. طبيعي انت بتاخد كل البطولات يا ايمن، يعني أيوة انت بقالك سنين ماشي. انت بقالك سنين تقريبا 95 ل 99% من بطولات مصر وافريقيا النادي الاهلي هو اللي بيستحوذ عليها وبياخدها. فتملي اللي بيكسب ده على طول او تملي البطل ده على طول هتلاقي ناس كتير بتبقى عايزه توقعك، ده طبيعي يعني. بس انا عايز برضه اقول يعني دي جزئيه، والجزئيه الثانيه مهما انت كنت قوي وبتكسب وكده في العالم كله مش هتاخد كل حاجه. يعني صحيح. انا عايز اقول ايه، انت بقالك سنين سنين بتكسب بتكسب بتكسب، حتى السنه دي في ظرف كام 8 شهور ستة. ولا 6 شهور واخد بطولتين افريقيا، ايوه واخد سوبر مصري سوبر افريقي كاس مصر، يعني كل حاجه.
فطبيعي ان بيجي لك كل فترات طويله قوي بتخسر بطوله ولا حاجه. طبعا في جزء كبير قلنا انه في اخطاء جت من اخطاء تحكيميه، ولكن حتى في الطبيعي هيجي لك وقت ممكن تخسر فيه، لكن زي ما بتقول انت تخسر باخطائك انت دي حاجه طبيعيه، وانت بتحاسب نفسك عليها وبتقف مع نفسك وقفات اذا كنت بتحتاج لعيبه في وقت، اذا كنت بتضيف لعيبه، اذا كنت بتعدل مسارك. لكن المشكله ان ما يجيش اخطاء من اشياء خارجيه. أي. هي دي بقى النقطه صحيح. اللي احنا يعني بنتكلم فيها. ف يعني النادي الاهلي بذل جهد كبير جدا السنه دي، زي ما قلنا فترات طويله اللعيبه ما بتستريحش، سفريات كتير جدا 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 في وقت ضيق، ماتشات مضغوطه بدرجه كبيره جدا، كم ماتشات تراكم عليك في فتره ضيقه، موضوع مش سهل خالص، لانك بتضطر انك يعني او مش بتضطر، الظروف بتخليك يحصل لا قدر الله اصابات، يحصل مشاكل في بعض الاماكن المؤثره من ضغط وتلاحم المباريات. فكل ده النادي الاهلي تحمله، ومع ذلك كسب تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها، وحتى هذه البطوله الامور لسه موجوده. صحيح الامور اتصعبت، ولكن اللعيبه لازم تبقى فاهمه ان هي لازم الثلاث ماتشات الجايين يكسبوا التسعة بونت، وما لهمش دعوه. يعني هو من اول الماتش الجاي اللي هو ماتش المصري لازم يكسبوه، صحيح اللي بعديه بس المهم الاول الماتش المصري، عشان الجماهير تبقى حاسه انك انت اديت اللي عليك. رغم انه اكيد في انا عارف انه في بعض من جماهير الاهلي هتبقى متضايقه النهارده عشان الخساره وكده، لان احنا متعودين او الجمهور متعود بطوله من من بطوله لبطوله لبطوله، انت عايز تخش في اي حاجه بتكسبها. صحيح. جمهور الاهلي يعني اداراته ولاعبته واجهزته الفنيه عودت الجماهير على كده. في ناس غيرنا بيقعدوا بالسبع والثمان تسع سنين ما بيكسبوش بطوله والامور عاديه عندهم. فالجمهور هيزعل بعض الشيء من اللاعبين، ولازم اللعيبه تبقى مستوعبه ده. لكن المهم ان هم في الثلاث ماتشات الجايين ومن اولهم ماتش المصري انه يحاولوا يكسبوه، وهم لازم يبقوا فاهمين انه ممكن حد يتكلم بطريقه مستفزه شويه او حد يعلق تعليق مش مظبوط، ده متوقع وكلنا عشناه وشفناه. لكن هم عملوا انجاز كبير بمكسبهم لكل البطولات اللي دخلوا فيها قبل كده، وان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله يكسبوها ويأدوها بشكل كويس باذن الله رب العالمين. طيب معانا على الهاتف ناقدنا الرياضي كريم سعيد. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا كابتن ايمن، وصباح الخير لكل الضيوف الكرام، وصباح الخير لكل مشاهدي قناه. ايه رايك في اللي حصل النهارده ومسلسل خطايا التحكيم المستمر؟ وطبعا كنت اتمنى طبعا الكوره لا تتحول لكوره جدليه، لان الكوره واضحه، الكوره من الكاميرا الجانبيه واضحه جدا جدا ان الكوره تعدت بكامل محيطها خط المرمى. اعتقد كمان لو كانت الكاميرا يعني عليا او رخصيه زي ما بنشوف في الدوري كان هيتم التاكد ان الكوره خلاص كان هدف صحيح. وكنت اتمنى حتى اتمنى من حكم الفار والكابتن ابراهيم نور الدين ان هم ياخدوا وقت اكثر من 20 ثانيه اللي انا شفتهم. انا اعتقد يعني لو حسبت المده الزمنيه كابتن ابراهيم نور الدين والكابتن اعتقد اسمه محمود بسمون خدوها عشان يحكموا القرار لما كلموا بعض ايربيز، اعتقد ما عدتش ال 20 ثانيه. اعتقد كان في بعض الحالات الاخرى اللي مش واضحه اكتر من دي كانت بتاخد اعتقد ثلاث واربع او خمس دقائق. فكنت اتمنى ان الكابتن ابراهيم نور الدين حتى يقول له طبعا انا محتاج اشوفها عشان اتاكد اكتر، لان ده فعلا طبعا احنا عارفين ده المباريات الاخيره هي مباريات جهد موسم. حتى سمع كابتن شاطر ان لازم الحكام ياخدوا وقتهم عشان يدوا العدل، اهم حاجه ان العدل هو اللي يكون موجود في القرارات. اي العدل رايح لمين مش مهم، بس المهم انت تاخد القرارات العادله. ولكن في كل الاحوال اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. انا متفق جدا جدا مع الكابتن اسامه عرابي، انا سمعته وهو بيتكلم في الجزئيه بتاعه الثلاث مباريات الجايين، حتى طبعا كان كل واقعيه امال وخصوص النادي الاهلي في لقب الدوري قلت كتير، برضه بنتكلم في 90% نادي الزمالك 10% نادي الاهلي، ولكن ثلاث مباريات
الجايين ما لهمش علاقه بحته حسم الدوري او لا، احنا بنتكلم على سيستم نادي، على سيستم لعيبه، سيستم جهاز فني، ان احنا دايما بنلعب عشان نصحح اخطائنا، بنلعب عشان نبص زي ما احنا عندنا يعني معترفات كثيره جايه، عندنا كاس سوبر افريقيا، عندنا كاس مصر، عندنا بدايه دوري ابطال افريقيا، عندنا كاس العالم للانديه، كل البطولات دي ربما تبدا من الثلاث مباريات الباقيين في الموسم ده عشان هم دول اللي يوروا الجمهور ان الفريق ماشي على سيستم واحد. ان شاء الله حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش بطوله مفيش مشكله، في بطولات كثيره جايه اكيد جمهور الاهلي ومنظومه النادي الاهلي كلها مهتمه ان شاء الله على الفكره دي باذن الله رب العالمين. كريم، يمكن الموسم كان صعب جدا 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 على النادي الاهلي، تعرض النادي الاهلي فيها لكل الضغوط التي تعيق مسيرته، ولكن الحمد لله موسم من انجح المواسم اللي مرت على النادي الاهلي. طبعا يا كابتن ايمن خلينا نتكلم بصراحه ان بيتو موسيماني نفسه لما جه تعين مدير فني النادي الاهلي هو جه يعني جه في وقت صعب جدا وانقاذه من الموقف اللي حطينا فيه في باير لما خد قرار الرحيل قبل السيمي فاينل دوري الابطال قبل اللي فات. ايوه موسمين اصلا بدايته ما كانتش بدايه طبيعيه، بس ما عرفتش مع مدير فني في الصيف بياخد فتره الاعداد بتاعته بيختار القائمه بتاعته، لا كل الامور دي ما كانتش متوفره في موسمين. كمان الراجل لما اشتغل الموسم الاول دخل عليه الموسم الثاني على طول، وطبعا الموسم الثاني بقى كان فعلا غريب جدا، انت بتتكلم على موسم متلاحم وظروف كورونا وتوقفات دوليه وتاجيل مباريات وامتيازات، بعد كده عندنا تذكره امم ذات مونديال جايه، فكل الامور دي انا شايف ان احنا لعبنا في الظروف صعبه جدا 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 من جميع النواحي، ولكن لغايه دلوقتي وجهه نظري ان احنا محققين الحمد لله ما يقرب من 70% من التارجت او من الاهداف المحطوطه، واعتقد حته ان احنا يعني كنا نقول نكسب 2 تشامبيونز ليج ورا بعض ده اعتقد امل كبير كنا بنتمناه، وكمان انا على مستوى الشخصي اتمنى باذن الله باذن الله ان الناس تبقى شايفه ان تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا الموسم الثالث على التوالي ده حلم احنا دايما بنحلم بيه، احنا كان كنا مره هنعمله في سنه 2007 لكن ربنا سبحانه وتعالى ساعتها ما وفقش لما اتغلبنا من نجم الساحلي، فاحنا ان شاء الله السنه الجايه وانا شايف فين في اخطاء طبعا عندنا، واحنا دايما منظومه الاهلي بتلوم نفسها قبل اي شيء، ولكن الجيل ده والمجموعه اللي شغاله دلوقتي كلهم بصراحه من الرصيد عند الجمهور وعندنا كمحللين وكنقاد بالشغل والفتره والانجازات اللي عملوها خلال الفتره. صحيح كريم، وشكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم سعيد. كابتن علاء، لو حابب تقول كلمه للاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. يعني انا قلت الكلام ده في من شويه ايمن، اللي حصل ده اللي حصل النهارده وحصل الايام دي او حتى هيحصل في نهايه الدوري عمره ما هيقلل ابدا من قيمه لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني والمجهود الكبير اللي عاملينه والانجازات اللي عملوها، يعني التاسع بعد غياب كم فتره طويله جدا، وبعدين العشرة، وبعدين ما شاء الله كاس ودوري والسوبر، الكلام ده كله في 6 شهور استحاله يحصل. في ناس بتفضل مثلا 6 سنين عشان تعمل بطولتين ثلاثه، انت عملت كل البطولات دي في 6 شهور وبتلعب كم مباريات في اوقات ضيقه جدا، واللعيبه الحمد لله مكمله وكل واحد بيبذل اقصى مجهود، فانت بتتكلم في منظومه محترمه جدا كل تحاول تقدير ليها بغض النظر عن اللي هيحصل في الدوري. انت النادي الاهلي يعني تلعب تكمل مباريات الدوري ان شاء الله على المكسب وعلى شكلك وعلى ادائك، اللي يحصل يحصل مش فارقه، وانا قلتها يعني ممكن تخسر بطوله بس الناس تحس ان انت ما خسرتهاش، انت وحش. انت ممكن كنت ضيعت بعض النقاط، مسؤول شويه عن بعض النقاط، لان موضوع الدوري كان في ايدينا احنا، ممكن كنت ضيعنا بعض النقاط شويه، لكن كمان في عوامل خارجيه مأثره فيك تأثير جامد جدا جدا جدا، واتكلمنا في الموضوع ده تقريبا طوال الاستوديو النهارده، لكن ده ما يقللش من الجهاز الفني قيمته الكبيره جدا، اللعيبه والمجهود العظيم الكبير عاملينه والبطولات اللي جابوها لجماهير النادي الاهلي، واعتقد جماهير النادي الاهلي دايما بتقدر لعيبتها، بتقدر اجهزتها الفنيه، بتقدر ادارتها، واعتقد جماهير النادي الاهلي عمرها ما تفتكر حاجه على لعيبه النادي الاهلي خالص، كل التحايل والتقدير ليهم، وجماهير النادي الاهلي جماهير واعيه جدا جدا جدا، دايما معاك في كل حاجه، في ظروف اسوء من كده بكتير، وجماهيرك في ظهرك ومعاك، ودي برضو يعني الحمد لله عندك نوعيه جماهير زي دي، مش جماهير بتقلب عليك في ثانيه، لا الجماهير دي واعيه جدا وعارفه قد ايه بتتعب وقد ايه انت جبت بطولات وقد ايه فرحتها، عشان كده
جماهيرك وراك، الناس كلها بتحسدك على كم جماهير وراك في كل الاوقات، مفيش جمهور بيخرج على النص. هو تحس ان كل حاجه الحمد لله في النادي الاهلي ماشيه صح حتى بجماهير النادي الاهلي. فكل التحيه والتقدير للجهاز الفني للعيبه، وان شاء الله مزيد من البطولات وانتم ما قصرتوش. ولكن طبعا، ولكن جماهير النادي الاهلي برضو بتزعل لما بتفقد بطوله، وخصوصا لو كان كمان تزعل بايدك انت. انا فاهم، بس هو ده اللي زعل ايمن. أي. مش بايدك. بقول لك مسؤول شويه عن بعض الحاجات، لكن مش مسؤوليه الاسريه كامله، في حاجات صحيح انت مش مسؤول عنها. لكن جماهير النادي الاهلي ممكن تتضايق شويه، لكن مش هتضايق، مش هتزعل من اللعيبه، مش هتاخد موقف منها، لا، انا عارف اللعيبه قد ايه تعبانه وقد ايه فرحتهم كتير جدا. عشان كده بقول لك جماهير النادي الاهلي الجماهير واعيه جدا وراقيه جدا، وان شاء الله نكمل الثلاث مباريات المتبقيين على النادي الاهلي. المطلوب من اللعيبه ايه الفتره الجايه كابتن؟ ولا حاجه، تركيز ان شاء الله في ثلاث مباريات اللي جايين ايمن، هم يكسبوا باداء باقتناع وما يبصوش بقى حاجه ثانيه، خلاص اللي هيحصل هيحصل. لكن ثلاث مباريات بتسع نقاط ان شاء الله قدهم كويس جدا جدا جدا، وينسوا كل اللي حصل، ينسى النهارده، لان انت النهارده في حاجات انت مش مسؤول عنها خالص على فكره. بس خلي بالك احيانا الحاجات كمان اللي انت ما بتبقاش مسؤول عنها تحس انها ممكن تحبطك، يعني حتى لو حاولت ان انت ما تفكرش فيها، ولكن الواقع بالنسبه لنا صعب بره الملعب. لكن اول ما بتنزل الملعب خلاص يا ايمن، بقول لك انت في منظومه مش هتخليك تبعد. يعني كلام كابتن سيد النهارده بيتكلم، لكن في نهايه كلامه زي ما احنا نفس تركيزنا ونفس الهدف بتاعنا، نلعب مباريات، مفيش تخاذل، مفيش انك الدور ضاع، مفيش ان انا عندي حاله خلاص زهق من اللي بيحصل خالص. مش لعيبه النادي الاهلي ممكن اصدقها على اي حد تاني، انما لعيبه النادي الاهلي لا، نوعيه مختلفه، نوعيه تاني طبعا خالص، وتفكير تاني وجهاز فني بيعرف يتكلم كويس قوي، وفوق كل ده اداره حكيمه جدا جدا جدا، عارفه عن ايه النادي الاهلي وعارفه لعيبه النادي الاهلي، وبتدخل في الوقت المناسب. واكيد كابتن محمود هيبقى ليه دور جامد جدا الفتره الجايه، لان هو ممكن بعض اللعيبه تحس انت حسيته ده ايمن، بس هيبقى نسبه بسيطه جدا. لكن الكلام كله ان احنا نادي الاهلي، يا ما خدنا بطولات الحمد لله، فتركيزنا في الملعب بس. هو ده اللي ميزنا عن غيرنا، ان انت كل واحد بيعمل شغله بس، الاداره بتعمل شغلها، المدير الفني بيعمل شغله، اللعيبه بتعمل شغلها، فكل واحد عارف المكان بتاعه وبيركز فيه. انا عندي ملعبي فبركز ملعبي. أي. عشان كده انت النادي الاهلي، الموضوع انا قلت مليون مره هنا، الموضوع مش موضوع يلا نعمل فرقه، لا لا، الموضوع كبير جدا جدا جدا، عايز شغل كتير جدا جدا جدا، وحاجات صعبه اي حد يوصل لها. عشان كده انت النادي الاهلي انت لوحدك في مكان تاني خالص، بغض النظر بتاخد الدوري السنه دي ما تخش الدوري السنه دي، انت هتفضل النادي الاهلي في مكانه لوحدك خالص، مع احترام كل الانديه. لكن اللي عايز يعرف معنى النجاح يبص منظومه النادي الاهلي بغض النظر عن اللي بيحصل. صحيح كابتن وسام. لا، زي ما انا قلت وكلنا قلنا انه مش هينتقص مننا اذا حصل قدر الله وما خدش الدوري. كل الاستوديو اللي قاعد ده سواء اسامه، بلال، علاء، انت، انا، خسرنا دوريات وخسرنا افريقيا، لكن ال 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 المجمل الاكثر المكسب، وده الطبيعي. وزي ما بقول لك اذا بعض الجمهور هيبقى زعلان، او في بعض الناس بتعمل حاجه ممكن لعيب ما يبقاش واخد عليها او مش حاسسها من جمهور الاهلي لانه كان في نادي تاني، بيحصل. انا واحد من الناس، احنا بنلعب دلوقتي، احنا استوديو تحليلي بس اسمنا مرتبط بالنادي الاهلي طبعاً. انا ليا اصحابي اهلاويه لما النادي الاهلي بيخسر بيقعدوا يهاجموني كان انا في الملعب، والله ده بيحصل يعني، واصحابي مقربين ليا يعني بيهاجمني ويكلمني كاني انا كنت بلعب المباراه. فاللي انا عايز اقوله ان الجمهور بتاع النادي الاهلي بيقف معاك في الصعب اكتر من السهل، يعني في الوقت اللي انت بتبقى خسران فيه او بتاع اكتر في الصعوبات، لكن في فتره هيبقى متضايق شويه، فلازم اللعيبه تبقى فاهمه دي. يعني في بعض الناس ممكن على السوشيال ميديا، على هيقابل واحد في الشارع يقول له كلمه مستفزه لان هو متنرفز، لانه هو عارف انه يعني النادي عوده انه تملي هو اللي بيكسب، لكن ده الحياه مش هتفضل مستمره كده. فاللي انا عايز اقوله
ان جمهورنا طبعا واعي، لكن لاعبتنا لازم تبقى فاهمه ان هي ادت الدور كويس وجهازهم الفني وخدوا بطولات كتيره، لكن ينسوا ده ورا ظهرهم من الماتش المصري يحاول يكسب، يحاول يكسب حتى لو المنافس فضل الفرق ده، ما تقعدش توسع الفارق يبقى انت عملت اللي عليك، ما ترميش الفوطه يعني. هي. لازم تأدي وكانك انت يعني الامور لسه وممكن لسه فعلا، فانت تركز في ده. هي. انت ما تعرفش الدنيا، هي الفرصه قلت ولكن ما زال، ايوه اللي انا اقصده كده، فما ترميش الفوطه يعني، لازم تبقى هي. واقف على رجلك وصلب وقوي، لانك انت البطل وانت اللي واخد اكتر بطولات وانت الكسبان كل البطولات السنه دي، وانت فما ما يعني ما تتهزش ولا تنهار يعني، لازم تبقى واقف على رجلك. هو كابتن علاء تطرق لحاجه ان انت ممكن تخسر بطوله لانك وحش او في بعض التقصير، ولكن لما تخسر بطوله وانت حاسس ان في عوامل خارجيه هي السبب، ماشي، دي برضو خلي بالك بتعمل لك نوع من انواع الاحباط. ماشي، بس يعني انت برضو كلاعب النادي الاهلي لازم تبقى صلب ولازم تبقى قوي ولازم تعرف ان انت خدت حققت حاجات كتيره، حتى لو في اخطاء خارج الملعب اثرت عليك او اخطاء تحكيميه او غيره، لازم برضو تبقى صلب وقوي وتبين لجماهيرك انك انت بتلعب للثانيه الاخيره، انك بتلعب بتقاتل لاخر اكننا زي النادي الاهلي معروف عنه انه اهداف كتيره جت بعد الدقيقه 90. أي. يعني الناس بتقول لك احنا ممكن نبقى هنقفل الماتش خلص ولسه مش عارفين الاهلي كسب ولا لا يعني من يعني، فانا اقصده انك انت برضو في البطوله كبطوله لازم تلعب لغايه النفس الاخير. صحيح. ما تستسلمش حتى لو في اخطاء خارجه عن ارادتك. فأتمنى التوفيق إن شاء الله في الماتشات الجاية، ولسه بطولات كتير هتيجي، ولسه كاس مصر، ولسه بطولات أخرى جاية للفرقة يعني. فموسم ناجح وجماهيرنا مش هنقول ما تزعلش، هو طبيعي زي ما بقول لك الجمهور بيزعل شوية، لكن إن شاء الله بإذن الله اللعيبة يعني تكمل مشوارها اللي عملته في البطولات اللي فاتت وينهوا الموسم بشكل كويس. لسه خلي بالك كابتن عندنا كاس مصر وعندنا سوبر مصري القديم. مظبوط. وعندنا سوبر افريقي كمان. مظبوط يعني كل دي بطولات. بتتكلم عن ثلاث بطولات. فانت لو حسبت في العالم كله الانديه الكبيره اللي خدت بطولات، النادي الاهلي يمكن هيجي رقم واحد او اثنين في العالم بالنسبه للبطولات العالميه، فما فيش نادي مش هيجي له مسابقه يعني بطوله ولا مسابقه. تقريبا 138 بطوله اعتقد انت في المقدمه كان. تقريبا كان نادي واحد هو اللي متساوي معانا او سابقنا، واحنا يعني اللي انا اقصده انه كل انديه العالم، برشلونه، ريال مدريد، بايرن، مانشستر، كله بعض البطولات هيخسرها يعني. لكن المهم انك انت واقف على رجلك وتلعب للنفس الاخير، هي دي رسالتي للعيبه. والجماهير نزعل شويه لكن الحياه مستمره، وان شاء الله والاهلي خد كتير قوي والسنه دي كمان تحديدا، وان شاء الله مكمل يعني باذن صحيح. الله كابتن بلال، موسم كان صعب جدا ولكنه ناجح جدا. طبعا انا بشوف ان الموسم ده من انجح المواسم في على مدار السنوات اللي فاتت دي كلها. موسم انت خدت فيه، جمعت فيه بطولتين افريقيا، خدت فيه بطوله دوري عام، موسم انت خدت فيه بطوله كاس مصر، بطوله السوبر المصري، وكان الموسم خد بالك انت العادي بتاعك كنت بتحط بطوله الكاس على جنب شويه وبعدين تركز في الدوري وبعدين افريقيا. الموسم ده تمام مجملا يعني خدت فيه كل البطولات، حتى الانجاز اللي انت حصلت عليه انجاز ثالث عالم كان برضو في الموسم ده. مش هنلوم اللعيبه، المفترض العكس يعني، زي ما قلنا المفترض ان احنا يعني نحتفي باللعيبه دي ونحتفل بيها ايضا يعني. انت بتتكلم في فريق يعني تعب كتير جدا جدا جدا، معاناة داخل الملعب، معاناة خارج الملعب، سفر، انت بتسافر افريقيا ترجع لدوري عام، كاس مصر بتروح افريقيا تاني ترجع لدوري عام تاني، والمسافات الزمنية يعني زمان
كنت عشان تلعب مباراه في افريقيا لازم بعدها باسبوع تلعب في الدوري العام يا وسام. السنه دي لا، السنه دي ممكن تلعب سبت واربع واربع تلعب في الدوري العام، يا دوب ترجع على طول تمرين الثاني تلاقي نفسك بتلعب في الدوري العام. فعايز اقول اللعيبه السنه دي ادت العلاية بشكل كبير جدا جدا جدا، واتفق مع كابتن اسامه مفيش فرقه في العالم بتعمل اللي النادي الاهلي بيعمله. مفيش فرقه في العالم ممكن تاخد 9 بطولات ولا 8 بطولات في موسمين، لازم هتسقط منك حاجه، ده وضع طبيعي خد بالك. انت سقط منك الدوري العام نتيجه لكل الحاجات اللي انت مريت بيها السنه دي. انت بتلعب ماتشات متلاحقه 17 مباراه تقريبا في اقل من شهرين او شهرين تقريبا بتلعب فيهم، وبترجع تلعب افريقيا وبعدين تكمل على الدوري العام تاني، ترجع تلعب ماتشات متلاحقه، بتلعب كل الثلاث ايام مباراه في اجهاد غير طبيعي. فطبيعي انك تيجي اخر السيزون انك تبقى مجهد، طبيعي انك تيجي اخر السيزون انك تبقى عندك حالات اصابات عضليه كتيره جدا، طبيعي انك هتيجي اخر السيزون بعد موسمين من الانجاز الغير طبيعي والتركيز الشديد جدا والتعب والمجهود الكبير جدا اللعيبه بذلته، طبيعي انك هتيجي في وقت من الاوقات انك هتبقى مش قادر تكمل. ومع ذلك زي ما قال كابتن علاء من شويه، وانت مش قادر وانت تعبان وانت مجهد وانت ستريس، انت ما بتخسرش الدوري عشان انت وحش صحيح. عشان انت قليل صحيح. مش عشان انت فنيا الاقل من الخصم، لا، انت بتخسر دوري عام نتيجه لاحداث كتيره جدا جدا، منها التحكيم السيء جدا جدا اللي بيحصل في مصر، الفار اللي لم نكتشفه حتى الان ولم نكتشف امكانياته وقدراته حتى الان، لسه ما دخلش في ماتشات النادي الاهلي خالص اطلاقا على الاطلاق. طريقه اختيار الحكام نفسهم في المباريات الاخيره، واللي احنا بنتكلم عن وكنا اتكلمنا عن الفير بلاي، وانت ازاي يعني انت بتلعب كل الفرق في توقيت واحد عشان خاطر يبقى في عندك فير بلاي، ومع ذلك انت الحكام اللي بتختارهم مش على قدر مسؤوليه المباراه النهائيه، لان المفترض ان الماتشات دي ماتشات كؤوس، النقطه فيها الهدف فيها بيفرق مع كل الانديه. فعايز اقول موسم فعلا للعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجهاز اجهزه النادي الاهلي، موسم ناجح جدا 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 بكل المقاييس على جمهور النادي الاهلي، ويحتفل بهؤلاء اللعيبه. امال الناس الثانيه تعمل ايه؟ صحيح. يعني لما احنا نبقى زعلانين كده ويعني متضايقين وقرفانين، احنا عشان اتعودنا على كده، اتعودت على المنافسه لاخر وقت، اتعودت على البطوله لاخر وقت، لكن لما تيجي تبص للناس الثانيه لا، الناس الثانيه بتفرح لما كل 10 سنين تاخد بطوله. يعني مش الكونسبت بتاع النادي الاهلي، ولا ده عقليه صحيح. النادي الاهلي، ولا ده ولا دي المنتاليتي بتاعت النادي الاهلي، ولا جمهور النادي الاهلي كمان. بس يا جماعه لازم نفرق، لازم نعرف ان اللعيبه دي اجتهدت وعملت كل اللي عليها، حققت بطولات وحققت انجازات في وقت قصير جدا في مباريات مضغوطه جدا 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 جدا. انت بتاخد بطوله افريقيا وبعديها اسبوعين ثلاثه داخل على بطوله افريقيا ثانيه، وعندك تحدي جديد انت بتعمله كنادي ومجلس اداره وكلعيبه وكجمهور ايضا، بتخلق تحدي جديد عشان تاخد بطوله ثانيه، وبتقدر فعلا تاخد البطوله وتحصل عليها اللي بعد كده، وعندك تحدي ثالث برضه في بطوله افريقيا جايه. فعايز اقول يعني بحيي اللعيبه دي على سيزون كبير طبعا جدا جدا جدا، بالتوفيق ان شاء الله يعني. باذن الله كابتن اسامه، يمكن موسم مليء بالصعاب، ولكن رجال النادي الاهلي تخطوا كل الصعاب دي واحرزوا غالبيه البطولات اللي دخلوا فيها السنه دي. بشكر لعيبه النادي الاهلي على مدار الموسم، بشكر موسيماني، هم نفس اللعيبه ونفس الجهاز الفني اللي قدروا يسعدوا الجمهور ببطولات. بالمناسبه بطوله افريقيا التاسعه اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي 7 سنين، هم نفس اللعيبه ونفس الجهاز اللي قدروا يرجعوا غياب البطوله بعد 7 سنين. 2 افريقيا في سنه واحده، سوبر افريقيا برضو كان غايب عن النادي الاهلي 7 سنين، ثالث العالم الانجاز اللي بيتكرر المره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي، كاس مصر البطوله برضو كانت غايبه عن النادي الاهلي كذا سنه. فهو نفس اللعيبه ونفس الجهاز، بنشكرهم على موسم استثنائي اتحملوا فيه كتير، لكن علشان توقف النادي الاهلي يعني لازم يبقى فيه فعل فاعل. لما تيجي تحاول تخسر النادي الاهلي بطوله في ظل النقد اللي احنا او السلبيات اللي كنا بنتكلم فيها، كانش النادي الاهلي بياخد حقه. النهارده شفنا التحكيم اللي بيخسر النادي الاهلي مباريات وبيخسر النادي الاهلي نقاط، شفنا الناس اللي بتحط جدول المسابقه، وكنت بتكلم من شويه عن ضغط الماتشات الكبير، وانا بقول لحضرتك يا كابتن ايمن بالارقام من يوم 14/4 ليوم 10/5، يعني بتتكلم في 26 يوم لعيبه النادي الاهلي بتلعب 9 ماتشات في الدوري الممتاز، بتخسر منهم 8 نقاط. لما بتلعب 14/4 قبل كاس مصر النصر، بتلعب بعدها 18/4 مع الزمالك، 21/4 بتلعب، 24/4، 27
يوم 30 3 5 6 5 10 5 فبتتكلم في 26 يوم تلعب 9 ماتشات. مين النهارده هات لي نادي في العالم او لعيبه في العالم بتلعب 9 ماتشات في 26 يوم صحيح. يعني بتتكلم في كل 48 ساعه او 72 ساعه بتلعب مباراه. صحيح. ضغط كبير ضغط كبير. وكان مقصود زي ما بقول لك النهارده مباراه النصر كانت في كاس مصر اللي طلب او النادي الاهلي طلب علشان يحطها قبل مباراه افريقيا ورجعوا وبعد مدوا الموافقه النادي الاهلي اتفاجئ ان صحيح. المباراه اتحطت بعد افريقيا علشان تضغط الدوري وكانت مقصوده علشان تقدر تخسر النادي الاهلي نقط في الوقت ان انا النهارده انا رقم واحد في مصر وفي افريقيا ومشرف الكره المصريه بكون هو ده عقاب رقم واحد في مصر ان انا اضغط له ماتشاته واضغط له الجدول بتاعه ويجي النهارده تحكيم عشان يكمل برئاسه الكابتن وجيه احمد وبقعد اكرر وعيد على الكابتن وجيه احمد. النهارده اللي كان بيعين حكام الفار في 18 مباراه يا كابتن ايمن في الدوري الممتاز في بدايه الدوري تخيل 27 حكم فار منهم 20 حكم لم يحكموا في الدوري الممتاز. ده انا بديك احصائيات علشان تشوف مدى التحكيم ودوره اللي عطل النادي الاهلي السنه دي وخاصه حكام الفار. النهارده ما قدرتش تلعب في حكم الساحه فالنهارده كان التحكيم او كان اللعب كله في حكم الفار. في المقابل النادي الاهلي بياخد بطوله افريقيا من حكام الفار اللي كان عندهم عداله ونزاهه وشخصيه زي ما كان بلال بيقول في مباراه الترجي ومباراه النهايه امام كايزر تشيفز. النادي الاهلي احنا فخورين باللعيبه بتاعتنا بالجيل دوت اللي حقق بطولات كانت غايبه عن تاريخ النادي الاهلي بموسيماني هو نفس المدير الفني اللي حقق مع اللعيبه. بنشكرهم واتمنى من اداره الاهلي والقائمين على الكره في النادي الاهلي يعملوا احتفاليه للعيبه دي كبيره علشان يقدروا يشوفوا او يفرحوا بحجم الانجازات اللي حققوها خلال الفتره اللي فاتت. احنا في بطوله الدوري الامور صعبت بقت صعبه بشكل كبير لكن برضو الكره فيها كل شيء. صحيح. هننتظر ما زلنا متمسكين بالامل. عندك ثلاث ماتشات اللي في ايدك انك تكسب ثلاث ماتشات لكن احنا بنقول برضو رغم الامل ضعيف لكن فخورين بلعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وبنشكرهم على الموسم الاستثنائي اللي كان مليء بالبطولات. صحيح كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الاسبوع ال 31 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بتعادل النادي الاهلي مع طلائع الجيش والفار بدون اهداف. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده بعد ما نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله للمباريات القادمه. كابتن علاء ميهوب الف شكرا كابتن شرفتنا ونورتنا. نشكرك يا شكرا يا كابتن اسامه عربي نورتنا يا كابتن. شكرا الف شكرا يا كابتن. كابتن احمد بلال نورتنا يا كابتن وسهرناك معلش. الله يخليك كابتن ايمن. الله يخليك كابتن الف شكرا. كابتن اسامه حسني شرفتنا يا كابتن نورتنا. شكرا الف شكرا يا كابتن. شكرا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.